الدوري الانجليزي كله اصلا ما فيهوش الا سبع كلمات في حرف الايه، فالفوا ما يطلع صح. يلا ماي ليدوزس ماشي، اكيلس انسيسايتس ونالو ايوكت ريجيرش ممكن انتيريور جلايتس الكلام ده كله خلاص فسهل. والنسبه بقى للاسف زي ما انت عارف الانتيريور جلايتس في الجامعه بالنسبه لكراتا لو ال يا استنى اه اي ارثرايتس هتبقى بينفل ما عدا لو كانت ارثرايتس انت واخد بالك؟ يعني اي ارثرايتس اصلا هتبقى بينفل الا لو كانت الامراض اللي بتعمل ارثرايتس. يعني كل الامراض شيء منهم مثلا سيستميك لوبس سكيودرما الباقي كله هيبقى بينفل عادي. لسه ما قلناش كوليكشن اصلا في الروماتولوجي هنقولها مع حل الحالات لما نيجي نحل حالات اللي هي الحصه بتاعت حل حالات البلط هبقى حل حالات روماتولوجي وبلط واسئله الروماتولوجي احنا لسه ما جمعناش برضه الروماتولوجي اسباب البولي نيوروباثي والمونو نيوروباثي البولي ارثروباثي والمونو ارثروباثي. المهم النهارده بقى هناخد البلط تعالوا يلا يا جماعه كان معاه خلاص المعاد 4 ب 4 ونص رسمي يعني واحد بسم الله انا جاي من 4 قال لي في 5 هو 4 بالظبط اه لا لا والله سبحان الله والله خلاص عامل لي قهوه بقى اي معاد بصوا بقى يا جماعه خليكم معايا يا دكاتره يا جماعه يا دكتوره عايزين نبدا البلد وطبعا البلد يعني انتوا اكيد اقوياء فيه لان احنا واخدينه في الاطفال قبل كده كويس انتوا خدتوه السنه اللي فاتت في الاطفال. هو انا عايز اقول حاجه البلد احنا هنراجعه في حصتين انا شايف ان الحصه الاهم بكتير بكتير هتبقى الحصه بتاعت المره الجايه. ليه؟ لان الحصه بتاعت النهارده كلكم عارفين انيميا لوكيميا فكل الكلام ده اتهرس مليون. بص في ثلاث مواضيع بيتهرسوا في البلد. الموضه في امتحانات البلد بقى لنا سنتين ثلاثه الاسئله ما بتجيش في المواضيع دي. يعني خلاص بقى يجي يقول لك ايه مثلا ثرومبوسايسيميا معايا؟ يجي يقول لك مثلا بولي سايسيميا، يجي يقول لك مالتيبل مايلوما من الحاجات برضه المهمه، مايلو بروليفراتيف ديس اوردر اللي هي الحاجات اللي هي كانت قبل كده مش كومن قوي، فهو اللي بيخلي الطالب يتميز مش حصه النهارده انما الحصه الجايه. حاسس النهارده جايز ما فيهاش جديد لان كلكم اكيد مذاكرين الانيميا كويس قوي واكيد كلكم مذاكرين اللوكيميا كويس قوي واكيد كلكم مذاكرين البليدنج كويس قوي. انما بكره عايزين بقى نركز مع بعض شويه. النهارده انتوا هتقولوا الكلام الاكبر في الحصه. يعني هنبدا في الاول مثلا انيميا في الاول. الانيميا طبعا بقى مش جاي النهارده واحنا بنراجع اقول لك خطوات تكوين كرات الدم. لان طبعا انتوا عارفين بتتكون فين الاول؟ البدايه مبشره، حاسس ان احنا برضه ايه يا جماعه؟ كرات الدم دي بتتكون فين؟ في الجمهور صح؟ بتتكون ازاي عن طريق كذا خطوه بتبدا في الاول كده الكلام انتوا كلكم عارفينه طبعا بلوريبوتنت ستيم سيل اللي هي خليه متعدده القوه ثم متعدده القوه لانها ممكن تكبر في دماغها تكون اي خليه بعد كده تنضج شويه تبقى اسمها مونو بوتنت ستيم سيل او يوني بوتنت ستيم سيل اللي هي بتكون خليه واحده بس اللي هو في حاله الانيميا موضوعنا النهارده بيبقى اسمها ايه بقى اريثروسايت فورمينج يونت معايا ولا مش معايا اللي هو او بيسموها كولوني فورمينج يونت اي اريثروسايت يعني كل ده ما يهمنيش بولاريبوت ستيم سيل تتحول لمونوبوت ستيم سيل او يونيبوت ستيم سيل وبعدين تتحول لحاجه اسمها اريثروبلاست. ايه الاريثروبلاست دي بقى؟ كلمه اريثروبلاست يعني ايه كلمه بلاست اصلا؟ بلاست يعني خليه كبيره في الحجم حلو الكلام لكنها صغيره في السن يعني لسه اماتيور. ايه ده؟ يعني كور الدم وهي اماتيور بتبقى كبيره ودي حاجه المفروض تقول سبحان الله وانت قاعد لان معنى انها كبيره يعني مش هتقدر تخرج بره البول مارو غير لما تنضج وتبدا ايه يا جماعه تصغر شويه. في فرق تاني بين البلاست سيلز والخليه الماتشور ايه هو؟ ان البلاست سيلز كبيره وبيبقى فيها نواه واضح ولا مش واضح؟ بعد كده تبدا تنضج شويه تقوم تصغر في الحجم وتبدا تختفي النواه النواه تروح خالص. قبل ما النواه بتروح خالص عشان تكون ماتشور ريد بلاست سيلز بتعمل مرحله هنا كده تلاقي النواه بدات تدوب فتسيب لك شبكه الشبكه دي بنسميها ريتيكولوسايت معايا ولا مش معايا؟ الانسان الطبيعي عشان كده بقى لما تلاقي الريتيكولوسايت كتير قوي في الدم حاجه اسمها ريتيكولوسايتوزس تعرف على طول ان البول مارو ايه يا جماعه؟ مستعجل يعني ما بيسويش الار بي سيز على نار هاديه معايا ولا مش معايا؟ زي مثلا هقول لكم في نوع انيميا مشهور جدا بيبقى مشهور بالكلمه دي هي اللي بتشخصه على طول يقول لك انيميا نورمو كروميك نورموسيتيك انيميا وذ ريتيكولوسايتوزس على طول تقول له روح يا ممدوح انت عندك ايه؟ هيموليتيك انيميا هيموليتيك انيميا لان الار بي سيزات بيتداس عليها بره البون مارو بيحصل لها هيموليسيس فالبون مارو بيبقى في ازمه وعايز يعوض فبيعوض بس ما بيسويش الار بي سيز على نار هاديه تلاقي فيه ريتيكولوسايتوزس
ولما نيجي نشرح الهيموليتك انيميا كمان شويه هقول لك هي دي الكلمه المضيئه، واضح ولا مش واضح؟ اللي هي كلمه ريتيكولوسايتوسيس. المهم يعني خطوات تكون كرات الدم، انا ما تهمنيش في التوقيت ده بقى، انا عايز ادخل على طول على الانيميا، وطبعا مش جاي النهارده عشان اقول لكم الديفينيشن اوف انيميا ايه، نقص الار بي سيز او نقص الهيموجلوبين او نقص اللي هي يا جماعه الهيماتوكريت، واضح ولا مش واضح؟ هو الهيموجلوبين كام اصلا؟ ماشي على حسب راجل وست، بتقول الراجل ونزل من 1 ل 2 جرام ماشي، اللي هو تقريبا في المتوسط نقول اللي ماشيها 15، واضح ولا هو من 13.5 طبعا ل 17.5 بتقلل مثلا، هو بالحق بالمناسبه نقول 15، 15 ايه؟ جرام ولا ملي جرام؟ جرام. على فكره في دكاتره بيبقوا يعني ممكن يصطادك في اول اللجنه بالسؤال ده، هو 15 ايه؟ وللاسف الاسيف تلاقي طلبه يغلطوا، 15 ايه؟ السؤال العجيب ده يا دكتور، 15 متر طبعا جرام. زي بالظبط ساعات ممكن تدخل لجنه الشفوي باول سؤال في اللجنه انت عارف يقول لك ايه؟ يقول لك هو يعني ايه اصلا علم الهيماتولوجي؟ علم الهيماتولوجي ده هو ايه؟ فتلاقي واحد واقف علم الهيماتولوجي اللي هو امراض الدم. ايوه حبيبي ما هو يعني ايه بقى علم الهيماتولوجي امراض الدم يعني ايه؟ وعايز يسمع كلمه ايه؟ السؤال ده على فكره مشهور قوي دايما الدكتور فطاطري بيساله اللي هو علم الهيماتولوجي اخباره ايه؟ يعني ايه اصلا؟ قول له ده عباره عن امراض الدم والطحال. هو عايز يسمع كلمه الطحال، ان الطحال محطوط كمان في علم الايه يا جماعه؟ الهيماتولوجي. المهم يعني الانيميا نبدا خلاص الديفينيشن اوف انيميا قلناه، طبعا عارفين ازاي الجسم بيقاوح شويه لما بيحصل انيميا، بيقاوح ازاي؟ عن طريق اربع حاجات، ايه هما؟ رقم واحد هايبر دايناميك سيركوليشن، صح، يخلي الهيموجلوبين يجري بسرعه عشان يعوض النقص في الاكسجين ده، معايا ولا مش معايا؟ هايبر دايناميك سيركوليشن سببها ايه؟ ان الدم بقى خفيف لان ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش هيموجلوبين كتير فبيجري بسرعه، غير ان ممكن كمان يحصل فازو دايليشن زي ما هنشوف كمان شويه. المهم هايبر دايناميك سيركوليشن، وبعد كده ايه تاني حاجه ممكن تحصل كمان؟ حاجه اسمها الكليه بتاعتك تنفعل وتطلع حاجه اسمها اريثروبيوتين، عارفين بقى انتوا الكلام ده طبعا. وتالت حاجه ايه اللي ممكن الجسم يعملها عشان يقاوح الانيميا؟ ممكن بيعمل حاجه اسمها ريديستريبيوشن اوف ايه يا جماعه؟ اوف بلاد. ريديستريبيوشن اوف بلاد يعني انا في اوقات الازمه بحافظ على كميه الدم ثابته للاعضاء المهمه. على حساب مين؟ الاعضاء الهفا. زي ايه الاعضاء الهفا؟ زي الجلد مثلا او زي الجي اي تي. ورقم اربعه طبعا الجسم بيقاوح ازاي؟ عن طريق ماده اسمها 2-3 دي بي جي، مش عارف سمعتوا عنها قبل كده ولا لا؟ بغض النظر عن اسم الماده، بس الماده دي مسؤوله عن ايه يا جماعه؟ ماسكه الهيموجلوبين للاكسجين. اول ما بيحصل انيميا يقول لك حاجه اسمها زياده الاكسجين ديليفري تو ذا تيشو. يعني ايه الكلام ده؟ يخلي المسكه او الرابطه ما بين الهيموجلوبين والاكسجين تبقى خفيفه قوي، فسهل قوي ان الهيموجلوبين يفرط في الاكسجين بتاعه عشان يوصل للتيشو في وجود الازمه. المهم يعني ده كده اللي هو الباسو فيسيولوجي بتاع الانيميا، اربع كلمات بالظبط، وبعد كده كلينيكال بيكتشر. قولوا انتوا بقى سيمتومز وساينس، والسيمتومز اربعه والساينس اربعه، والكلام ده هيتكتب بنسبه 100% في اي حاله انيميا، وهي دي بدايه مذاكرتنا بقى. السيمتومز اربع حاجات انا مش جاي النهارده عشان اقولهم، لان اكيد انتوا عارفينهم طبعا. اثنين بحرف الجي واثنين بحرف السي، ولو جبنا اقل واحد فيكم اكيد عارفهم. اثنين بحرف الجي اللي هما ايه؟ جنرال وجينيتال. جنرال اللي هو فاتيج ولاسيتيود، قلنا الكلام ده قبل كده. فاتيج اللي هو بتتعب، يعني يجي طالب يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده، انا من اول 70 80 صفحه بحس ان انا تعبت. ده اول حاجه تطلبها منه روح شوف هيموجلوبينك كام، اعمل سي بي سي. واحد بيتعب من 70 80 صفحه ده مش طبيعي. انما لاسيتيود بقى لا مش كده، انت عارف لاسيتيود اللي هي ايه؟ الخمول. يعني ايه الخمول؟ هو اصلا ما بيبداش، ينادي البيت كله عشان يجيب له كتاب البلد من على المكتب، يعني يبقى قاعد على سريره قدام التلفزيون وينادي البيت كله يا محمد، وينادي اخوه الصغير يا ميدو وحاج ده اللي اسمه لاسيتيود، معايا ولا مش معايا؟ غير الفاتيج بقى اللي هو بيبدا يذاكر لكن بعد 80 صفحه بيتعب. كده كده لازم برضو ايه يا جماعه؟ تعمل سي بي سي عشان تطمن على نفسك. المهم الجينيتال امبوتنس، واحد عنده انيميا، طب ورقم ثلاثه اللي هو سي ان اس، لوس اوف ايه يا جماعه؟ طبعا لوس اوف كونسنتريشن. خدوا بالكم الناس اللي هيموجلوبينهم قليل، وانا اسف لو الكلمه دي جايه على الجرح عند البعض منكم، لما الهيموجلوبين يقل تلاقي حتى مش كونسنتريشن بس، انما كمان تلاقي الاي كيو بيقل شويه، بيفهم بعد شويه، تلاقي تفكيره هو نفسه يجي يقول لك يا دكتور انا ملاحظ انا كنت زمان ذكي، انما دلوقتي انا حاسس ان انا بقيت غبي قوي، اي كيو شمبانزي. اول حاجه تطلبها منه يروح يعمل سي بي سي. مش عيب على فكره لو خرجتوا من هنا رحتوا عملتوا سي بي سي، لان الهيموجلوبين ممكن يعمل كده واكتر كمان. المهم الكاردياك بيحصل ايه في القلب بقى؟ هو لسه قايلين هايبر دايناميك سيركوليشن، وهايبر دايناميك سيركوليشن يعني الكاردياك اوتبوت عالي قوي، صح ولا غلط؟ لكن شويه ميه ده فرحتي، شويه ميه. هو الدم ايه غير شويه هيموجلوبين؟ انا عندي ميه كتير بتطلع او دم كتير بس من غير هيموجلوبين، فيقول لك يحصل حاجه اسمها مانيفستيشنز اوف ايه يا جماعه؟ اوف هارت فيلير ان سبايت اوف هاي كاردياك اوتبوت. عندي كاردياك اوتبوت عالي بس يا فرحتي ما بيعملش حاجه، برده مش قادر يكفي احتياجات الجسم.
وهو الهارت فيلير ايه غير ان الدم مش قادر يكفي ايه يا جماعه احتياجات الجسم. المهم بادئ زبد اي انيميا في الدنيا سواء بقى كانت ايرن ديفيشنسي ميجالوبلاستيك سواء كانت هيموليتيك سواء كانت ابلاستيك اي انيميا في الدنيا هتكتب الاربعه سيمتومز دول معايا ولا مش معايا؟ وما دام اربعه سيمتومز يبقى اربعه ايه يا ولاد؟ اربعه ساينز. ايه هم الاربعه ساينز بقى؟ قول انتوا بقى. طبعا اول كلمه بالور طبعا، وكل اللي عندهم انيميا عندهم بالور، لكن مش كل اللي عندهم بالور عندهم ايه؟ عندهم انيميا طبعا. وبعد كده الكلمه الثانيه بيحصل ساينز اوف ايه كمان يا جماعه؟ ساينز اللي لسه قايلينها دلوقتي اللي هي بتاعت الهايبر دايناميكس انفليش اللي انتوا عارفينها من الكارديولوجي طبعا، يعني تلاقي الاس 1 عالي شويه وتلاقي اس 3 تظهر، وهنقول الكلام ده في الكارديولوجي عموما يعني. المهم ده كده اللي هو طب رقم 3 و4 عايز حد يقولها بنفس الطريقه اللي انا قلتها قبل كده. اديمه في رجليه واديمه فين؟ في عينيه. اديمه في رجليه كلكم عارفين دي، وانا هقول 3 اتش وانتوا تكملوا. الاتش هي الاولى هايبر دايناميك سيركوليشن، والاتش الثانيه هارت فيلير، والاتش الاتش الثالثه هي المهم اللي هي هايبوكسيا معايا، لان الهايبوكسيا طبعا بتزود ايه يا جماعه؟ البيرميابيلتي. عشان لو جه يقول لك هو ليه حصل اديمه الورلم؟ قول له 3 اتش بس كده. اديمه في عينيه ممكن بسبب برضه الهايبوكسيا، وان كان السبب سبب الباليديما اللي احيانا يحصل مش معروف قوي او مش مفهوم قوي. المهم يعني ده كده الاربع سيمتومز والاربع ساينز، والكلام ده هيتكتب مع اي نوع من انواع الايه يا ولاد؟ اي نوع من انواع الانيميا. ندخل بعد كده، ولو انتوا ذاكرتوا فعلا او لو ذاكرتوا قبل كده، اصعب ما في الانيميا ليس كلينيكال بيكتشر اطلاقا، لان كلينيكال بيكتشر في اي انيميا هتكتب 4 4 حلو الكلام، وفي كل انيميا هتزود حاجات معينه. يعني في الايرد ديفيشنسي هنزود اربع حاجات نبقى نعرفهم لما اجي اقول الايرد ديفيشنسي كمان شويه. اما نيجي مثلا في الميجالوبلاستيك هنزود 3 و3، اما نيجي في الهيمون يعني وهكذا بنزود حاجات بتبقى ايه يا جماعه؟ محدده جدا. انما صعوبه البلط وصعوبه الام اس كيو في البلط تظهر فين بقى؟ في الانفستيجيشنز. وعشان كده احنا كنا جمعنا الانفستيجيشنز بتاعت اي حاله من حالات الانيميا. مين فاكرهم بقى؟ اي حاله من حالات الانيميا قلنا الانفستيجيشنز كام حاجه؟ اربع حاجات. وعلى فكره قبل ما اقول اربع حاجات بقى، قبل ما اقولهم كنا في الايرن ديفيشنسي بنزود عليهم كام حاجه؟ اثنين. لو انتوا فاكرين حاجتين معايا ولا مش معايا؟ طب وبالمناسبه في الميجالوبلاستيك كنا بنزود ثلاث حاجات، وفي الهيموليتيك انيميا هنزود برضو ثلاث حاجات، وفي الابلاستيك انيميا مش هنزود ولا اي حاجه معايا. فعشان تبقى ماسك خيوط اللعبه هم اربعه اساسيين في اي نوع من انواع الانيميا. وانا شايف الانفستيجيشنز بتتذكر مره واحده في العمر من السكيم، وبعد كده ما تذكرهاش في اي نوع من انواع الانيميا، لان انت خلاص هنقولهم كلهم دلوقتي ونخلص منهم دلوقتي. في اربع حاجات طبعا عارفينهم، اول واحده فيهم ايه يا جماعه؟ طبعا السي بي سي يعني، والسي بي سي طبعا هتكتب ان ايه اللي بيحصل؟ الهيموجلوبين والار بي سيز بايه؟ بيقل. كلكم عارفين المعلومه دي ولا في حد مش عارفها؟ الار بي سيز والهيموجلوبين بايه؟ بيقل. بس انت لازم تسال نفسك سؤال، طب وبقيه الخلايا اخبارها ايه؟ البليتلت والوايت بلاد سيلز اخبارها ايه؟ ما بيقلوش الا بيحصل بانسايتوبينيا. قلنا قبل كده فين بقى؟ في اي حاجه فيها بلاستيك، يعني ميجالو بلاستيك انيميا او ابلاستيك انيميا. هنا بقى بيحصل بانسايتوبينيا، يعني بتلاقي الريد بلاد سيلز تقل والوايت بلاد سيلز والبليتلت بتقل. في نوعين بس اللي هم ايه يا جماعه؟ بلاستيك ابلاستيك انيميا وميجالو بلاستيك انيميا، وفي انيميا ثالثه بس انتم مش هتعرفوها ولو انها قلتها قبل كده وكانت بتعمل بانسايتوبينيا. ايوه باروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا. ايه الباروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا دي؟ ده مرض هنقوله كمان شويه في الهيموليتيك انيميا، وهنعرف ان هو مرض بيجي في اليهود وبيعمل بانسايتوبينيا. فالحاجات اللي بتعمل بانسايتوبينيا في انواع الانيميا هم الثلاثه دول. بس مش ده السؤال الصعب. السؤال الصعب في الشفوي او في الام اس كيو يقول لك ايه اللي بيحصل في السي بي سي؟ فانت ترد عليه تقول له ايه؟ وبراءة الاطفال في عينيك؟ هتقول له والله الار بي سي بتقل، هيقول لك وحياته، هيقول لك الار بي سي بتقل والهيموجلوبين اخباره يا حبيبي؟ تقول له بيقل، هو مش هيسالك السؤال ده، انما هيقول لك طب اخبار ايه نوع الانيميا اللي كان بيزود البليتلت؟ خد بالك، نوع الانيميا اللي كنت بتلاقي البليتلت عاليه، هو ده السؤال اللي هتتساله، وهو ده السؤال اللي هيجي في الام اس كيو، انيميا وذ هاي بليتلت والثرومبوسايسيميا. ومعروف ان هو بيعمل سكندري ثرومبوسايسيميا اللي هي الايرد ديفيشنسي انيميا. لما نيجي نشرح الثرومبوسايسيميا هقول لك من اسبابها، ده مش من اسبابها، ده اول سبب يعملها هيبقى الايرد ديفيشنسي انيميا. معايا ولا مش معايا؟ اول انت عارف ليه؟ لان بيقول لك ان انت هنا الماده الخام بتاعت الهيموجلوبين مش موجوده. انتوا واخدين بالكم؟ فالبون مارو بيبقى شغال عامل زي الفرن ليله العيد. ففي لحظه عايز اقولها الانفعال دي ممكن ما يظبطش نفسه قوي، تلاقيه بيكون ار بي سيز ومعاها بيكون ايه يا جماعه؟ البليتلتات كمان. المهم انا مش عايزك تعرف الحوارات دي، انا عايزك تعرف حاجه واحده، ان الايرد ديفيشنسي انيميا بتزود ايه يا جماعه؟ البليتلت. وانت في الامتحان تقوم كاتب له البليتلت بتزيد وتحتها خط، لان مش كتير هيفتكر المعلومه دي. واضح ولا مش واضح؟ هل انا كده خلصت السي بي سي؟ لا طبعا. لا طبعا ما خلصتهاش، لان في حاجه اسمها الانديسز،
والانديسس اهم من كل الكلام الفارغ ده. والانديسس طبعا انتوا اكيد عارفينها بقى، ام سي في، ام سي اتش، ام سي اتش سي، اللي هو حجم كره الدم، اللي هو مين كورباسكولار سيل او مين سيل اللي هو الفوليوم سيل، وبعد كده مين كورباسكولار فوليوم، وبعد كده ام سي اتش اللي هو كونسنتريشن، وبعدين ام سي اتش سي. التلاته دول بيقلوا طبعا، التلاته دول نورمال في اي نوع من انواع الانيميا نورمال، الا ان هم بيقلوا او بيصغروا فين بقى؟ في الايرد ديفيشنسي انيميا. معايا ولا مش معايا؟ حتى اسمها ايرد ديفيشنسي، يبقى هتكون كاتب ام سي بي، ام سي اتش، ام سي اتش سي، وتعمل سهمين لتحت. انما التلاته بيزيدوا فين بقى؟ مجاله نصر. طبعا في حاجات تانية هنقولها في الديفرنشال دايجنوزز دلوقتي، انما انا بتكلم على الهيكل العام. يعني التلاتة بيقلوا في الايرن ديفيشنس انيميا، والتلاتة بيزيدوا فين؟ في المجال البلاستيك. مع الاخذ في الاعتبار معلومة كنت قلتها قبل كده، ان الام سي اتش سي ما بيزيدش. ام سي اتش سي اللي هو تركيز الهيموجلوبينا جوه الار بي سيز، اللي هو كان تقريبا التلت 33%، لا يمكن يزيد عن 33% الا جايز في مرض واحد بس، مرض خطوه في الاطفال اسمه سفيروسايتوزس، انما هو لا يمكن يزيد. يعني ما فيش حاجه في الطب اسمها هايبر كروميك على فكره، اقول ماكروسيتيك نورمو كروميك، مفيش حاجه اسمها هايبر كروميك ان انت تلاقي الهيموجلوبين كتير قوي او تركيزه عالي قوي. المهم بقى ايرد ديفيشنسي الثلاثه بيقلوا، مجاله حتى من الاسم واضح اهو، الثلاثه بيزيدوا. معايا ولا مش معايا؟ لكن هل انا كده خلصت السي بي سي؟ لا طبعا، احنا قلنا احنا عايزين نذاكرها مره واحده في العمر، وبعد كده ما نذاكرش الانفستيجيشنز خالص بقى. في حاجه اسمها معلومتين لازم تعرفها لما دي تتكلم عن الهيموليتيك انيميا. هيموليتيك انيميا لو كتبت كل الكلام ده بخط واضح جدا، الراجل هيديك صفر بخط اوضح، لان الكلمه الرئيسيه في الهيموليتيك انيميا هي ايه يا جماعه؟ هي ريتيكولوسايتوز. لا يا جماعه، عارفه لو كتبت ريتيكولوسايتوز برضو كده ممكن يديك صفر، لازم تحسسيه باهميه الكلمه. ما جايز جاب بالصدفه واحد بيالف عن كتب ريتيكولوسايتوز، انما اجين ريتيكولوسايتوز، ولازم ريتيكولوسايتوز تتكتب كابيتال كده ريتيكل، يعني لو كتبناها حروف سمول صغيره انا اعتقد ممكن يديها نص درجه. لازم تبقى واضحه ريتيكولوسايتوز. افتح الكتب المحترمه كده، روح افتح اي كتاب محترم كده وشوف انفستيجيشنز اوف هيموليتيك انيميا. مفيش بقى العك اللي عندنا وانه وانما وان الذي وان لازم، لا لا لا، يقوم كاتب لك هيموليتيك انيميا هو سطر، والله سطر واحد يكتب لك فيه يا جماعه نورمو سيتك، نورمو كروميك انيميا وذ ريتيكولوسايتوز. وتحت كلمه ريتيكولوسايتوز، وعلى فكره لما تلاقي واحد عنده انيميا وعنده ريتيكولوسايتوزس احلف له بالله ان هو هيموليتيك انيميا. تقول لي بس في حاجات ثانيه بتعمل كده، اقول لك في فعلا. زي ايه مثلا؟ ايه الانيميايه اللي ممكن تعمل برضه ريتيكولوسايتوزس؟ ما هو لما يبقى البوم مره مستعجل. زي ايه مثلا يا جماعه؟ اما يحصل ايه؟ هيموراجيك انيميا. طب انا ليه مش حاططها في الديفرنشال دايجنوزس او بقول لك ما بتلخبطناش ليه؟ لان اللي عنده هيموراجيك انيميا ده واحد جاي لك باكيوت نزيف، اكيوت بليدنج، فاصلا مش هتفكر. يعني واحد قاعد ينزف 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 وانت بتقول يا ترى هل ترى انت عندك انيميا ليه؟ يا ابني انت احمر، ما هو بينزف قدامك اهو. انما مين اللي عنده انيميا ومفيش نزيف ولا حاجه وتلاقي عنده ريتيكولوسايتوزس، قول له والله العظيم انت هيموليتيك انيميا. شفت بقى؟ وعشان كده في الكتب المحترمه هو السطر ده اللي هيخليك تشخص. انما طبعا احنا في الامتحان لازم تكتب ايه بقى؟ وسي بي سي والهيموجلوبين والار بي سيز قليله. هو في كتاب محترم هيكتب الار بي سيز قليله في الانيميا اصلا؟ يعني في كتاب تفتكر ده كانه بيعامل ناس بقى اي كيو اميبا يعني. فاللي هو وبعد كده ايه رايكم البليتلت والوايت بلاد سيلز هنا؟ هتبقى نورمال صح؟ والام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي هتبقى نورمال، لانها ولا ايرد ديفيشنسي ولا ايه يا جماعه؟ ميجالو بلاستيك. في بقى حاجه كمان في الميجالو بلاستيك انيميا، يبقى احنا في الهيموليتيك انيميا زودنا ايه؟ الريتيكولوسايتوز. في الميجالو بلاستيك انيميا هنزود كلمتين انتوا عارفينهم كويس قوي، حاجه اسمها انايزو سايتوزس وفويكينو سايتوزس. انايزو سايتوزس يعني تلاقي الار بي سيز انايزو ان ايكوال سايز، انما فويكينو سايتوزس اللي هو بتبقى ان ايكوال شيب او بتبقى الشيب مختلف يعني. واضح ولا مش واضح؟ كده اظن السي بي سي انتهت وبلا رجعه. يعني مش عايز اسمع ان واحد بيذاكر مجال البلاستيك انيميا بتعمل ايه يا حماده؟ ده انا قاعد اذاكر السي بي سي يا ابني. ما خلاص بقى الهيموليتيك انيميا ما خلاص خلصنا بقى. طب ادخل بعد كده حاجه اسمها كلر اندكس. ايه الكلر اندكس ده؟ المفروض بيساوي كام الكلر اندكس؟ قلنا قبل كده بيساوي واحد. اللي هو ايه اصلا الكلر اندكس؟ كان عباره عن الهيموجلوبين على الهيموجلوبين على الار بي سي. خد بالك، فاكر لما انا قلت لك انت بتقسم الهيموجلوبين على الار بي سي، وقلت لك لو انت قسمت الهيموجلوبين على الار بي سيز كده على طول الناس تضحكوا علينا، لان الهيموجلوبين ده 15، طب الار بي سيز كام؟ 5 مليون. انت متخيل يعني ايه واحد يمسك الاله الحاسبه كده ويقسم 15 على 5 مليون؟ وحتى قلت لكم هتلاقي لفظ هيجي ما يصحش تعرف حسن محترم على الشاشه، جربوا حتى اعملوها دلوقتي. كان في واحد جرب ولقينا فعلا لفظ كده ما يصحش، ايه 15 على 5 مليون ما يصحش.
هو الكالر اندكس مش بيساوي كده، هو بيساوي الهيموجلوبين بالنسبه للطبيعي، نسبته بالنسبه للطبيعي. يعني لو لقيته 15 يبقى 100%، صح ولا غلط؟ طب ولو لقيت الار بي سي 5 مليون يبقى 100%. 100 على 100 بكام؟ بواحد. وانا حتى قلت لك اترسم في الامتحان، قول له كالر اندكس بتساوي من 9 ل 1 1 من 10، يعني مش هتحط 1 بالظبط يعني. معايا ولا مش معايا؟ ممكن تلاقي كالر اندكس، بص الكالر اندكس في الانسان الطبيعي 1، وفي اي نوع من انواع الانيميا 1. انما الهيموجلوبين بالنسبه للطبيعي على الار بي سيز بالنسبه للطبيعي. اشوفك فاهمه ولا لا؟ لو لقينا الار بي سيز 2.5 مليون. يبقى 2.5 يبقى كام في المية؟ 50. طب لو لقينا الهيموجلوبين لقيناه مثلا نص ال 15 كام؟ 7.5. برافو عليك. يعني لو لقيناه 7.5 يبقى كام؟ 50. والار بي سيز 2.5 يبقى كام؟ 50. تبقى الكالر اندكس كام برضه؟ 1. ما عشان كده في انواع الانيميا كلها الكالر اندكس 1 برضه. الا اذا ايرد ديفيشنسي تبقى اقل من 1، مجاله تبقى اكتر من 1. لما اجي النهارده اقول لك ليه الايرد ديفيشنسي اقل من 1، كلكم عارفين بقى. طب من غير ما كلكم عارفين تفهم ايه لما اقول لك ان الايرد ديفيشنسي الكالر اندكس اقل من 1؟ تفهم ايه اقل من 1؟ تفهم في حد هنا كان علمي قبل ما ادخل طب، معنى ان هو اقل من 1 يعني مين اللي قال اكتر؟ الاثنين قالوا على فكره، بس البص انتوا عارفين البص ده ولا بص ولا مقام، اللي فوق قل قوي انما اللي تحت قل بس مش قوي معايا. يعني مثلا عندنا 100 اهي وهنا 100 اهي، انتوا ايه يا جدعان كنتوا ادبي؟ يعني ال 100 دي لو بقت 50 شوف 50% النص، انما الار بي سيز مثلا بقت 75، فتلاقي النسبه اقل من 1. المهم يعني المهم اير ذا ديفيشنسي كالر اندكس اقل من 1، مجاله كالر اندكس اكتر من كام؟ اكتر من 1. انا مش جاي النهارده اقول الرقم 3 ايه في الانفستيجيشن، 1 سي بي سي، ورقم 2 ورقم 2 كالر اندكس، ورقم 3 يعني لو ما شفناش البول مارو هنا طب هنشوفه امتى بالله عليك؟ بول مارو طبعا. وعلى فكره السؤال تلاقي برضو الطالب اللي هو الاي كيو بتاعه محدود شويه بيرجع بيته يذاكر ايه اللي بيحصل في البول مارو؟ وحياتي يعني هو سؤال، هو انت ما بتقدرش تالفها؟ يعني لما اقول لك ابلاستيك انيميا هتلاقي البول مارو ماله؟ مش هايبوسيلرا. لما تلاقي مجاله بلاستيك انيميا يبقى تلاقي في مجاله بلاستيك هايبربليزيا في البول مارو، اللي هو بطيخ جوه البول مارو، تلاقي بطيخ في البول مارو معايا. لما مثلا اير ذا ديفيشنسي انيميا هنقولها دلوقتي اللي هو عامله زي الفرن ليله العيد معايا. الفرن ليله العيد شغال جامد قوي قوي، انت عارف الفرن ليله العيد الدقيق بي ايه؟ بيقل زي ما الحديد هنا بيقل، لكن الفرن ليله العيد بيحاول يشتغل عشان يحافظ على ايه يا جماعه؟ عدد الارغفه. بيقوم يطلع يعني بدل ما يطلع 5 مليون رغيف مثلا يخليهم 3.5 مليون رغيف بس صغيرين كده عاملين زي كحك معايا، لان الماده الخام قلت زي ما الماده الخام اللي هو الحديد قل هنا، فبيحصل حاجه اسمها اريثرويد هايبربليزيا. يعني هو شغال هايبربليزيا جامده لكن اريثرويد، اريثرويد يعني تصغير الار بي سيز، اريثرويد الياء هنا اللي هي ياء التصغير في اللغه الانجليزيه الفصحى، عارف انت اريثرويد بيسموها كده مش اريثروسايت لان ما بيطلعش رغيف بقى بيطلع كحك، فاقول لك اريثرويد ياء التصغير. طبعا هي مش تصغير اويد اللي هي شبيه يعني. تبقى بنت هي التصغير في اللغه الانجليزيه. فالمهم ده القضيه مش قضيه بيحصل ايه في البول مارو لانها تتالف، انما القضيه الاهم هل انا محتاج اعمل بول مارو ولا لا؟ هي دي القضيه الاهم. يعني انا هل عشان اشخص لازم اعمل بول مارو ولا مش لازم مش ضروري؟ معايا ولا مش معايا؟ هو ده السؤال اللي انت تساله لنفسك في كل انيميا. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ فالمهم ده كده اللي هو دول رقم 3 او رقم 4 انفستيجيشن فور ايه بقى؟ للكومبليكيشن، حصل هارت فيلير روح اعمل ايه ومش عارف ايه الكلام ده. فده كده اللي هم الانفستيجيشن. طب هل كل الانميات هيبقوا الاربعه دول بس ولا هنزود حاجات؟ اهم حاجه تبقى ماسك خيوط اللعبه. ركزوا معايا، ركز معايا ساكتين. تبقى ماسك خيوط اللعبه، يعني ايه ماسك خيوط اللعبه؟ يعني مثلا في الايرن ديفيشنسي هتزود كام انفستيجيشناري على دول؟ هو ده الطالب اللي انا عايز يتذكر. اللي هيرجع بيته يذاكر في الاير ذا ديفيشنسي انيميا كلمتين، انما في طالب تاني قاعد بقى فاتح مذكره صفحه اير ذا ديفيشنسي انيميا سي بي سي ار بي سيز بتقل، يبقى الار بي سيز بتقل هيموجلوبين بيقل من جاب ورقه وقلم هيموجلوبين بيقل. لا يا جماعه انجز الاربعه اللي في الاول حماده بالجنزبيل، انما انت هتذاكر ايه؟ الاير ذا بروفايل وهتذاكر كمان انفستيجيشن فور ذا كورس، بس تذاكرهم كويس بقى معايا. المهم طب في المجال بلاستيك هنزود كام انفستيجيشنيه؟ ثلاثه. طب في الهيموليتك ثلاثة مرتبطة بالبسط عشان نزود واحد. يبقى لما اجي اشرح الاير ديفيشنسي دلوقتي انت هتقولوا لي هتعمد على فكره اقول رقم واحد يا اولاد سي بي سي، لو انا في مجموعه طبيعيه والسناس طبيعيين خش على طول على الرقم كام؟ 5. ولما اجي اشرح المجال البسط برضه هتعمد ابدا بالسي بي سي،
قولوا لي لا خش على 5 و6 و7 والهيموليتا 5 و6 و7 والابلاستيك المفروض ما اقولش ولا كلمه لان مش هزود ولا كلمه فعلا معايا. التريتمنت بتاع الانيميا طبعا حماده بالجنزبيل بقى. حماده بالجنزبيل ليه؟ لان طبعا هندي ايه بلط او ندي حاجه احلى من بلط اللي هي ايه هو انت عندك نقص في الار بي سي. انا ليه اديك بلط وخلايا كتير انت مش محتاجها اصلا وتزود الكارديك او تزود اللي يا جماعه اللود على القلب؟ طب انا اديك ار بي سي بس. رقم 3 عالج السبب. يعني لو عندك انيميا نقص الحديد تدي حديد برافو عليك. ولو عندك انيميا مثلا جاله بلاستيك انيميا هندي فوليك اسيد ومش عارف ايه فيتامين ميتر وهكذا يعني. المهم كده الانيميا خلصت. ندخل بقى على كل نوع ونتكلم عنه وعايزين اداء سريع بقى. الانفستيجيشن سي بي سي كارد اندكس اول مره والرابعه انفستيجيشن فور ايه فور ذا جود. وممكن نعمل اقول لك بقى ممكن نعمل شويه ليفر ولينا الفانكشن تيست دي بقى مهمه اللي هي مثلا يعني ممكن خدوا بالكم حاجه. فاكرين انا قلت لكم في الليفر عيان الليفر اصلا معرض انه يدخل في اي نوع من انواع الانيميا صح؟ فانا دلوقتي انت عندك انيميا انا لازم هتقوم تطمن على ايه؟ كبدك وكليف. فهنا تكتب ليفر اند رينال فانكشن تيست. فاكرين الرينال فانكشن تيست مهمه ليه؟ لان مين اللي كان لازم يعمل انيميا؟ كرونيك رينال فيلير وماركت انيميا. شفت بقى مهمه ولا مش مهمه؟ اي واحد عنده كرونيك رينال فيلير معرض انه يدخل فين؟ في الانيميا. قلنا بالميكانيزمين لو انت فاكر. طب هو بالمناسبه اكيوت رينال فيلير يعمل انيميا ولا لا؟ ولو عمل تبقى فيري مايلد معايا. اه في ثلاث حاجات يحصلوا مع الكرونيك ما يحصلوش مع الاكيوت رينال فيلير اللي كان من ضمنهم الانيميا. وايه كمان؟ الراين. وايه كمان؟ والبون. وكان في واحده رابعه برضه ما بتلحقش تحصل في الاكيوت رينال فيلير سكين مانيفستيشنز. لا انا في الفتره الطبيعيه بقى طبعا كنت قايل لك السكين مانيفستيشنز اللي هم كانوا ايه اصلا في الكرونيك ما كانوا مفروض عليها تقول له اربعه فيه يعني. المهم بقى علينا دلوقتي وندخل بقى بعد البلط في وقفه مع النفس اللي هي هتبقى كده. يعني هو نيجي نشقلط منهج البطنه في المنهج اللي هو هتلاقي سؤال من برانش على برانش على اربع برانشات هنيجي كده. وعايزكم تبقوا كده يا جماعه. يعني اول واقف اقول لك ايه مثلا يلا اولاد كلينيكال بيكتشر اللي الاي كيو بتاعه قليل شويه ممكن او اللي بيستدعي المعلومه بياخد وقت في استدعاء المعلومه ويمسك بقى الحته دي ويقعد يبص في السماء ويتامل ممكن ما يمشيش قوي في القصه دي. انا عايز اجي على طول كلينيكال بيكتشر في كرونيك فيلير. انا لكم كمان ثمان حاجات اللي هم ايه ولاد همش كده يجي صوت من بعيد جي اي كيو 3 سي وجلده ولحمه وده معاه نشيل اللحم ونحطه تقول لي اندوكراين ميتابوليزم. اقول لك اندوكراين اللي هم ايه دول اثنين هايبر اثنين هايبر حاجات ما بتنزلش حاجات ما بتطلعش كده اللي هو بقى اداء سريع. فالاي كيو بتاعه قليل شويه ممكن يعني ايه يتعمد يا عيني. اه انت فاكر فيلم انكل فيزو اللي هو جاي واقفه مع نفسه عشان يظبط ونتابع غلطه. فالمهم يعني ندخل بقى بعد كده اير ديفيشنسي انيميا. اير ديفيشنسي انيميا انيميا نقص الحديد. اول حاجه هتذاكرها اسبابها واسبابها مفيش بدل من ذكرها صفر يا بنت كل اللي بتدرس في ذكرها صفر اقول كل برانش بتاع لو بتاع ما تعمليش بدل من ذكرها صفر تلاقي مكتوب ايه في مذكرات صفر انيميا نقص الحديد. الطب المصري اللي ما بيتغيرش رقم واحد يا ولاد نقص الانتاج. رقم اثنين يا ولاد او ممكن نقص الابزوربشن. رقم ثلاثه يا ولاد الانتاج كويس والابزوربشن حلو بس الريكوربتس تزيد. يقوم طالب بقى يقول لي يا دكتور يزيد امتى الريكوربتس بتاع الحديد ده؟ في الحوامل يا حسين. ورقم وتكتب الكلام ده في الامتحان ده قطعا ولا بد. اولا لو انت في بلد محترمه صفر من زمان. من زمان يعني اللي هو ايه يا جماعه؟ لان برضه لو في بلد محترمه السبب الوحيد اللي بيعمل اير ديفيشنس انيميا هو سبب واحد كرونيك بلاد لوس. ايه اللي انا رسمها دي يا جماعه؟ دي حديدك كله او معظمه في الار بي سي زايد صح ولا غلط؟ يبقى الحاجه الوحيده اللي تقلل الحديد هو ان انا افقد الار بي سي زايد. واضح اللي هو كرونيك بلاد لوس معايا ولا مش معايا؟ هو السبب الاول ولازم يبقى مكتوب بخط اسود تقيل كرونيك بلاد لوس. وانا اعتقد اللي مش هيكتب اسباب ثانيه ياخد درجه اعلى من اللي كتب اسباب ثانيه. هو كرونيك بلاد لوس هو ده السبب الرئيسي. دي حتى الرسمه مبينه اهو في الستات هتلاقي السبب الرئيسي لما واحده يبقى عندها اير ديفيشنس انيميا. انا بقول لك السبب الرئيسي والاول والاهم والوحيد هو مين ورشيا بس كده. ولازم اول سؤال تسالها اخبار البيريود ايه هو ده السبب الرئيسي. طب في الرجاله بقى هيبقى سبب ايه؟ ان عنده بقى اه بالظبط عنده بقى الستوما ولا حاجه او خد بالك حاجه او ممكن لو راجل كبير شويه فوق ال 40 45 50 سنه لازم تشك في ايه؟ واحد عنده اير ديفيشنس انيميا ان قد يبقى عنده كرونيك بلاد لوس بس هو مش واخد باله. يبقى لازم تشك في ايه؟ حاجتين كانسر او تستبعد حاجتين كانسر بلادر كانسر كول معايا. وعلى فكره نسبه كبيره قوي تلاقي راجل جاي يا دكتور انا حاسس ان انا عندي انيميا
روح يا ابني اعمل لي سي بي سي يرفع اير ديفيشنسي. حلو الكلام. طب انت عندك اول سؤال مش هتقول له انت بتاكل حديد ولا لا. طب يا دكتور احلى، طب انت في ريكويرمنتس بتزيد في حمل في حاجه بالابزوربشن؟ اول حاجه لازم نستبعد ايه؟ القولون كانسر كولون، ولازم نستبعد الكانسر بلادر معايا، لان دول بيفضلوا فتره كبيره قوي اسيمبتوماتيك، وده السبب الوحيد اللي ممكن يخليك تشخص المرضين دول. المهم كرونيك بلاد لوس. بعد كده بقيت الاسباب بقى عايز تكتبها اكتبها، بس اللي هو على استحياء وبسرعه نقص بقى الانتيك، ولو ان ده سبب مش مقنع ومش منطقي. رغيف العيش نفسه اللي بناكله ما فيه حديد يا باشا، المسامير دي الحاجات دي كلها. فنقص الابزوربشن زي نقص ايه في الابزوربشن؟ يعني بقى الابزوربشن زي النوم كمان. الـ HCL مهم جدا لامتصاص الحديد، لانه بيحول الفرك الى ايه؟ الى فرس. واحنا ما ينفعش، وانت لو خدت حديد كده يا ابني بيمتص، لا طبعا لازم يتحول الى ايه؟ فرس، لازم ترش عليه شويه HCL. طيب هو ممكن بقى ريكويرمنتس الكلام الفارغ. خش على الكلينيكال بيكتشر المفروض اقول لك مجموعه طبيعيه. اربعه سيمبلز اقولهم، اربعه ساينس اقولهم، ومش هقولهم وبس، وما ترجعيش تفهم ذكريات صفرا وتكبير. وكل مره على فكره كل انيميايه هتلاقيهم بنوع مكتوبين بطريقه. هما الاربع سيمتومز والاربع ساينس، واضح ولا مش واضح؟ انما هنزود ايه؟ اربع حاجات. هقول منهم ثلاثه، اعرف منهم اثنين، اكتب لهم واحده فيهم. طبعا الاربعه انتوا عارفينهم انيميا نقص الحديد، قولوا بقى يا جماعه. الاطفال يعني. اول كلمه دي انيميا، انيميا ايه؟ الضوافر. انا اعرف انت عندك انيميا نقص الحديد ولا لا؟ الضوافر. انيميا الضوافر اللي هو حتى الضوافر كانت بتبقى عامله زي تقصف في الاظافر. تقصف الاظافر. تلاقيها متقصفه كده. وتلاقي الضفر، انت عارف الضفر بيبقى ايه يا جماعه؟ محدب اللي هو كونفكس. محدب، عارفين محدب اللي هي دي؟ اللي بيبقى عامل كده يعني. اللي عنده نقص في الحديد تلاقي الضفر بقى فلات. فلات. او ممكن او ممكن او ممكن خليك معايا يا عم شادي. او ممكن لو الحديد قليل قوي بقى تلاقيه كونكيف. فاكر لما انا قلت لك ازاي تشخص عيان انيميا بنقطة مية؟ صح، في دكاترة شافوا وبيستظرفوا، وعلى فكرة الصوت ده بيتسأل فعلا. وهتلاقوا في ناس اكيد فيكم اتسالوا السؤال ده في راوندات او في اخر سنه، هتسالوه اللي هو ايه يا جماعه؟ ازاي تشخص بنقطه ميه؟ الدكاتره بيستظرفوا كده ونبص له كده اللي هو ايه برضه ايه يا جماعه؟ نظره لا مبالاه كده. ونقطه ميه وفوق ازاز ميه، اقول له يا دكتور بنحط نقطه ميه على الصابع كده. والله لو وقعت لا انسان طبيعي. وبعدين كده يا دكتور اعمل ايدك وحطها على الصابع، لو وقعت يبقى انسان طبيعي. لو هو في نص الطريق فلات ممكن يمشي بيها، بس ما ايه؟ يمشي بالراحه يعني كده. انما اللي عنده ايرون ديفيشنس انيميا ممكن تنحط في نقطه ويمشي بيها عمرها ما تقع، ممكن تتبخر بس انما ما تقعش، لان هو عامل زي المعلقه سبوني اوف نيل معايا، حطهم بقى بقيه الازازه كمان على راسه بس. فالمهم ده كده اللي هو النيل انيميا الضوافر. لا على فكره الايرون ديفيشنسي كانت انيميا حاجه ثانيه مهمه جدا، حته مهمه جدا. اي حد عنده ايرون ديفيشنسي لما تبص له تعرف، وحتى لو فاكر في الاطفال كنت تعرفها قوي. تبص العيل تلاقي عنده دايما حوالين ايه يا جماعه؟ الانجل اوف ماوس. تيجي تبص تلاقي الحته دي في انسر كده التهابات على طول، ده بيبقى ناقص حديد على فكره برضه. ممكن كمان بيبقى فيه بايكر، بايكر هو بياكل حاجات ايه؟ غريبه زي ما انتوا عارفين. ليه بياكل حاجات غريبه؟ محدش عارف قوي. يقول لك جايز بتلعب في البيزل جانجلا، جايز بتلعب في حاجه. المهم بيبقى فيه اللي هو الشهيه بتاعته بتبقى غريبه شويه. يقول لك بتبقى اللي هو العيال بياكلوا ايه يا جماعه؟ الكتب الاجنبيه طبعا يقول لك بياكلوا تلج، عشان كده انا راسم تلج. يعني واحد بياكل تلج كده، يقول لك طفل صغير بياكل تلج مثلا فوق جبال الالب، في المانيا يقول لك اه فوق جبال الالب وبياكل اه سويسرا وبياكل تلج. انما طبعا عندنا الطرد بياكل خرطوم والزلط ويجي ورا النمل اللي هو ابتدى وياكل. اللي عايز ياكل حاجات دي وطين يحب ياكل قوي. وعلى فكره سببها ايه مش معروف. وعلى فكره في حاجه ثانيه، اللي ممكن الاير ديفيشن يتصلح وتلاقي لسه عنده ايه يا جماعه؟ استحلى الموضوع. يعني تلاقيه يفضل كده يبقى كبير وزي اه جرايه وحشه، يعني اللي هو اتصلح واللي مش اتصلح وتلاقي عنده كده بيحب ياكل اللي هي الحاجات دي. فالمهم ده كده اللي هو الفايت. في حاجه رابعه، الحاجه الرابعه ايه؟ ام بي سي اللي انت بتشرب فيه ذا فوز، اللي هي واحده سنت من الرجه وواحد راجل يبقى ايه؟ كانسر بلادر بقى، انتلستوما كده. انفستيجيشنز اول اربعه بس مش تقولوا لا وتعمل لنفسك بتاع قوي، اللي هم ايه اول اربعه عشان اول واحده سي بي سي. الاطفال في عينيك، شفت بقى جمال انك ماسك خطوط اللعبه في ايدك. عارف اللي ماسك خطوط اللعبه في ايده هيكتب ايه؟ وبراءه الاطفال في عينيك وحاطط رجل على رجل، ار بي سيز وميجلوبين بيقلوا. هم كل الناس هيكتبوا كده؟ لا. انما انت تكتب ايه بقى الكلمه اللي بتاعه ده؟ والله تسمع تقريب ده من الخطوط. وانت بتذاكر يا ابني ثرومبوسايتيميا ثرومبوسايتيميا البليتلت بتاع ده، تعمل سكندري ثرومبوسايتيميا معايا ولا مش معايا؟ فالبليتلت بتاع ده ما تنساش الكلمه دي. ام سي بي، ام سي اتش، ام سي اتش تي كله بيقل، حتى افتكر ديفيشنسي فبيقل.
معايا الكلر اندكس اقل من واحد. البون مارو عندك يا ابني المدى الخام الحديد قليل حديد قليل. انت فاهمين عن ايه المثل اللي انا بديه دايما الفرن ليلة العيد؟ ليلة العيد بيبقى دي ايه؟ قليل لان كل الافران شغال عشان العيد بقى وكده. ليلة العيد كل الافران ايه؟ فالدقيق بيبقى قليل طبعا. لو انا الدقيق ده لو الفرن بياخد مثلا كنا قلنا المثل ده قبل كده مثلا نقول بياخد 15 طن دقيق المفروض الفرن الطبيعي بياخد ال 15 طن يطلع لك كام رغيف؟ 5 مليون؟ معايا؟ انا هعمل ايه بقى؟ في ليلة العيد لان في ازمه بدل ما بتدي 15 طن تدي كام بس؟ 7.5 قالوا كام يعني نقصت قد ايه؟ النص. المفروض ال 7.5 لو هو عنده ضمير وبيطلع رغيف زي الايام العاديه 7.5 طلع لك كام رغيف؟ بدل 5 مليون مين زكي بقى يحسبها؟ 50% من 5 مليون اللي هم كام؟ 2.5 مليون. انتوا بتطولوا قوي ليه في المعادله؟ يعني بقول لي يطلع كام مليون؟ 2.5 على 2 مليون. شوف 50% وبعدين اللي هم 2.5 ف 7.5 بس هل الفرن بيطلع 2.5 مليون؟ لا يقوم يطلع 3.5 مليون. على حساب مين بقى؟ اللي شفت بقى ان الجلوبال او الدقيق قل قوي انما الار بي سيز ما قلتش قوي قلت هي كانت 5 مليون بس بدل ما تبقى 2.5 بقت 3.5 معايا. بس الرغيف بيبقى عامل ازاي؟ زي الكحك. شوف كده في العيد هتلاقي فعلا الرغيف بيبقى صغير شويه وتيجي تقول له ايه الرغيف ده يقول لك ما في ازمه انت مش مذاكر بلاد ولا ايه؟ مش هتسالني يقول لك مظبوط عشان كده الكلر اندكس بتاعك كام؟ اقل من 1 معايا ولا مش معايا ولا مش معايا؟ بس كده ادخل بقى بعد كده ده اللي بيحصل في البون مارو عشان كده يقول لك الاسترويد هايبر بليزيا الاسترويد اللي هي الايه يا بنتي اللي كانت بتكتب يا فظيع. طيب ندخل بعد كده ادي الانفستيجيشنز نزود ايه بقى؟ غير من البروفايل يلا قول طالب البروفايل هاير البروفايل طبعا هاير البروفايل خلونا نبدا بالطالب المحدود قوي محدود قوي اللي هو واقع في الحياه الطالب اللي واقع في الحياه ده تلاقيه مبسوط بنفسه هو بيكتب والحديد بيقل. اولا عايز اقول لك على حاجه قياس الحديد استبله وتشرب ميه ولا ليه اي تشخيص ولا ليه اي حاجه قياس الحديد ولا يعمل لك اي حاجه انا عيني علي مع الحديد لان في حاجات على فكره انفلاميشنز وحاجات ممكن تزود الانفلاميشنز ممكن تقلل الحديد وفي حاجات ثانيه فعشان كده انا ببص على التوتال اير ديبندنج ايه يا جماعه كاباسيتي توتال اير ديبندنج كاباسيتي طبعا لما الحديد يقل التوتال اير ديبندنج كاباسيتي ايه بتزيد لكن لا طب ما كل الناس هيكتبوا الكلام ده هي كان في كلمه قلنا لازم تكتبها طبعا الترانسفيرين ساتوريشن بيقل طبعا لكن لا برضو الكلمه دي ترانسفيرين ساتوريشن اللي هي البروتينات اللي ايه يا جماعه الترانسفيرين ساتوريشن عارفين التوتال اير ديبندنج كاباسيتي صح تقسمه على الحديد اللي عندك ده فالمهم لا في كلمه كانت مهمه قوي سيرم فيرتين حط لها تحتها مليون خط سيرم فيرتين سيرم فيرتين هنا ايه في الاير ديفيشنس انيميا ومن غير ما تبص في الكتاب عايز اشوفكم فاكرينها ولا لا سيرم فيرتين اللي هو بيتخزن فيها الحديد سيرم فيرتين بيقل ولا بيزيد هنا؟ بيقل طب الكلمه دي مهمه وليه انا في الامتحان لازم اكتب سيرم فيرتين وبيقل واقوم كاتب ايه؟ اجين سيرم فيرتين وطبعا الطلبه بقى قاعدين ايه يا جماعه؟ الطلبه الصفر كاتبين ايه بقى؟ والحديد بيقل اجين الحديد بيقل يا ابني اير فيشن انما الكلمه المضيئه ايه هي؟ سيرم اللي يقول لي ايه؟ عشان ده جامد قوي سيرم منها وبين الحاجات الثانيه بيزيد في الانيميا الحديد زي الحاجات الثانيه بينه وبين الحاجات الثانيه يا دكتور الحديد بيقل اللي هي ايه بقى الحاجات الثانيه؟ الانيميا اوف كرونيك ديزيز يا جماعه الانيميا اوف كرونيك ديزيز برضه مايكروسيتيك هايبوكرونيك انيميا لان لما بيحصل كرونيك انفلاميشن حديدك بيقل معايا طب ده افضحه ازاي ده يعني هو عنده انيميا يا ترى انت عندك نقص في الحديد ولا انيميا اوف كرونيك زي اللي بتحصل مع الروماتويد ارثرايتس مثلا الكلمه المضيئه الفرق الوحيد تقريبا هو سيرم فيريتين سيرم فيريتين في الانيميا اوف كرونيك ديزيز بيبقى عالي انما هنا بيبقى قليل طب هو ليه بيبقى عالي في الانيميا اوف كرونيك ديزيز ليه بيعمل لانه الانفلاميشن والسيرم فيريتين ده يعتبر ايه يا جماعه؟ عامل زي السي ار بي والحاجات دي، عارف سي ار بي بيزيد معايا انفلاميشن، عارفين السي اكتف بروتين والكلام ده؟ فيقول لك اكيوت فيز ريأكتنت اللي هو مع اي انفلاميشن تلاقيه بيعلى. فالسيرم فيريتين في وجود الانفلاميشن يعلى. تقوم تيجي في الام اس كيو على طول يقول لك انيميا اوف كرونيك ديزيز، اختار مثلا الكلمه اللي انكوركت، يقول لك الحديد بيقل صح، توتال ارض كراسي بيزيد صح، سيرم فيريتين يقول لك بيقل غلط، السيرم فيريتين بايه يا جماعه؟ بيزيد. عشان كده في الامتحان هي دي الكلمه المضيئه ليس ان الحديد بيقل وليس حتى ترانسفيرين ساتوريشن لانه بيقل معروفه يعني انما سيرم فيريتين واضح عشان كده في الامتحان لو انت ذكي بقى تقوم جاي في الاير بروفايل كاتب يا جماعه كاتب بات ذا كويشن ناو انت بتكتب الحديد بيقل الكلام ده بات ذا كويشن ناو اللي هو بتاع في الامتحان لنفسك كده ورجل على رجل وعكس بات ذا كويشن ناو
how to differentiate between anemia of chronic disease and iron deficiency anemia. على فكرة حتى لو ما جاوبتش سيبها مفتوحة، جابها مفتوحة يعني اطرحه بس. بس مجرد انك تطرح السؤال هو كويس جدا، هو نفسه هيحس ان انت حاجة كده بتصير حاجة عنده ليه؟ اه بتحس. اه بالظبط، اطرح السؤال بس حرك حاجة. اطرح السؤال هو بقى ايه؟ طبعا انه هو كاتب انه ايه بقى؟ سيرم فيرتين بس هو بس انه وش بيتحس. حلو كلام؟ فده الايرون بروفايل. الانفستيجيشن الثانيه اللي بنزودها ايه؟ طبعا كروت انفستيجيشن فور داكوز بقى اللي هو ايه بسكوبك مش عارف ايه سقطات جوه النوكه. العلاج طبعا مش جاي النهارده اقول لك علاج الايرون ديفيشن سالينيا طبعا ندي حديد اورال ولا برينتال في كده في كده بس يعني فكره مفيش فرق كبير بس هو الاورال الافضل اورال. ادي اورال لو هو ياخد اورال يعني الا لو عنده بقى ابزوربشن سيجنال الا لو الريكويرمنتس عاليه قوي الا لو عنده بيبتيك انسر مش هستحمل الحديد فهنا اضطر ادي برينتال. بس سواء كده او كده ليس من عدم الحكمه ان مين يكمل الجمله ليس من عدم الحكمه انك ادي حديد بس انت ايه ادي بقى رسم ليس من عدم الحكمه انك تزود الهيموجلوبين بمقدار اكبر من 1 جرام في الاسبوع. يعني لازم برضو تبقى ماشي ايه يا جماعه واحده واحده وسنه سنه مش مره واحده تكون كده. الاير ديفيشنس انيميا انا عايز جنب كل الانيميا تكتبوا بس كام دقيقه ومذاكره عشان لما نخلص البراد هقول لك والله انا عندي البراد وما البراد الا الحصه الجايه هي اللي فيها المواضيع المهمه اللي بتفرق فعلا. انما عيار ديفيشن سالينيا دقيقتين ولا يقول اكتر من دقيقتين هقول له في ايه؟ في حد يا جماعه شايف الموضوع ده ياخد اكتر من دقيقتين مذاكره؟ في ايه؟ الاسباب ولا الكلينيكال بيكسر 4-4 وبايكا ونيل ومش عارف الانجل وكلاوز ولا ده كلام فارغ صح ولا غلط؟ والانفستيجيشنز من الاربعه خلاص حافظهم وهنزود الاير بروفايل هي كلمه سيرم فريتين ادي دقيقه. يعني ايه سيرم فريتين؟ اه سيرم فريتين بتقل سيرم فريتين بتقل سيرم فريتين تقعد دقيقه والسيرم فريتين بتزيد في الانيميا اوف كورونيك ديزيز. العلاج خلاص من التحديد الموضوع خلص يعني. ديفرنشال دايجنوزس ايه بالمناسبه؟ بتاعت الاير ديفيشنسي انيميا كورونيك اي انيميا بتعمل مايكروسيفيك هايبرونيك انيميا اللي هم اير ديفيشنسي انيميا اوف كورونيك ديزيز. نوع كده هنشرحه كمان شويه اسمه انيميا. ورابع حاجه اسمها سيدرو بلاستيك انيميا. ايه السيدرو بلاستيك انيميا؟ سيدر يعني سيدر يعني حديد حته حديد. عارف الحديد ده المفروض يتحول الى ايه؟ هيموجلوبين. هنا في خطا ما تحول الحديد الى هيموجلوبين. عارف يعني ايه؟ ده الار بي سي زاد واحد لو جبته من المغناطيس كده ومشيته بره جسم الانسان ده الار بي سي كلها تطلع. ده حديد فعلا دي حقيقه ده حقيقه مش عارف ليه ما بيكتبوهاش في الانفستيجيشن. انا المفروض تتكتب يعني لو مغناطيس تعمل كده تلاقي الار بي سي زاد بتطلع معايا لان في حديد جوه. ايه اللي بيعمل كده بقى؟ اي بي سي دي خلاص عارفين الايه اللي هو ايه؟ الكول. البي اللي هي ايه؟ ليد بويزنج. بعض الكتب بتحط الليد بويزنج لوحدها كمايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا بس حطها مع سيدرو بلاستيك احسن. والسي كانسر. طب والدي دراجز او انا سالك دراجز زي ايه؟ برود على كل لاين ريتش ده السيدرو بلاستيك انيميا. الميجالو بلاستيك انيميا بقى نخلص منها بسرعه. ميجالو بلاستيك اه واحد في الاسبوع مش واحد مش اللي هو ما تعملوش بسرعه لان لو عملته بسرعه هيحصل هنا مشاكل اولا من الحديد نفسه وممكن يخش منك لو بارنترا في انفلا تويت شوك والحاجات كلها ما ينفعش لازم واحده واحده وسنه سنه وعشان ادي فرصه كمان لجسمك ومنتخب الميكانيزم ايه؟ تشتغل كويس. بس النوع الثاني ميجالو بلاستيك انيميا. ميجالو بلاستيك انيميا انا قلت كلمه تخلص قبل كده اللي فاكرها اللي تخلص الموضوع اللي مش فاكرها هيعيش الموضوع. ان الميجالو بلاستيك انيميا وما الميجالو بلاستيك انيميا الا ديفريشن. ديفريشن ذاكر الديفريشن بس ذاته كويس خلاص الموضوع خلص. ديفريشن بس ذاته كويس هو ديفريشن بس واحنا بنراجع خلاص هو ديفريشن بس فعلا. الميجالو بلاستيك انيميا نقول بقى ديفريشن وركزوا معايا ميجال اولا هو هيماتولوجيكال ديسوردر متفقين؟ ركزوا بقى معايا يا جماعه عشان انا بتكلم بسرعه ممكن دقيقه لان خدت نوع ثاني هيماتولوجيكال ديسوردر كاركترايز ده باي كلمه نصفيه مين فاكر؟ لا واحنا بنتبين هيماتولوجيكال ديسوردر برضه الامراض اللي جنب كاركترايز ده باي بان سايتوبينيا ويز فور كرايتيريا. انت عارف برضه لو ما كتبتش فور كرايتيريا عادي بس طلعت بان سايتوبينيا ويز فور كرايتيريا اربع صفات لازم طبعا تكتب اربع صفات. ايه هم بقى الاربع صفات؟ مين يقولهم؟ الصفه الاولى وعلى فكره الموضوع كله في الديفينيشن يا ريت كل مواضيع ضخمه كانت كده تلاقي الموضوع كله جت سيرته في الديفينيشن. يعني الصفه الاولى مثلا بيقول ايه؟ ان هناك ميجانو بلاستيك هايبربليزيا في البلمر. واضح اللي بيحصل في الباسوجينيس. الباسوجينيس واضح اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ بطيخ جوه البلمر. هنعرف ليه دلوقتي ان شاء الله. فميجانو بلاستيك هايبر يعني لما اجي اقول لك الانفستيجيشنز ايه؟ ميجانو بلاستيك هايبربليزيا في البلمر.
ورقم اثنين كان بيحصل ايه كمان بقى رقم اثنين؟ اللي هو ماكروسايتوزيس. ايه بقى ماكروسايتوزيس؟ بطيخ في البلاط. ما هو البطيخ اللي بيبقى في جوه برضه يقول لك ميجالو بلاستيك لان البلاستات مش موجوده بره المفاهيم. ولكن لما تلاقي في بطيخ في البلاط بره ماكروسيتيك بنسميها ايفيدنس اوف ايه بقى؟ ماكروسايتوزيس. شفت الكلام؟ رقم ثلاثه يقول لك فيري جود ريسبونس تو فيتامين بي 12 اند فوليك اسيد. يعني هو واضح ان اسبابها يبقى نقص فيتامين بي 12 قد ايه؟ اند فوليك اسيد. ورقم اربعه نيورولوجيكال اند جاسترو انتستينال ايه يا جماعه؟ مانفستيشنز. شفت بقى؟ جي اي تي مانفستيشنز نيورولوجيكال. وعشان كده الديفينيشن فيه كل حاجه، يعني لما اجي اقول لك الكلينيكال بيكتشر هي بتاعت الاسكيما هزود ايه؟ جي اي تي ونيورولوجيكال مانفستيشنز. الديفينيشن اهو بالمناسبه نيورولوجيكال كانوا ايه؟ 3 بي. واللي جي اي تي كانوا ايه؟ 3 ار بي. اللي هو اتروفي. فاكر بقى لسانك وامعائك ومعدتك حتى كان فيه مش عارف مش عارفين تتبع امعائك ولا تتبع البصر. فاكرين الكلام ده؟ فالمهم يعني لما اجي اقول لك اسبابها ايه؟ نقص فيتامين بي 12 ونقص فوليك اسيد. لما اجي اقول لك طب يعني الموضوع كله جاي من الديفينيشن اساسا، لكن تعالوا برضه نعرف الموضوع واحده واحده وسنه سنه. ملخص الحدوته وملخص القصه. ايه اللي حصل؟ نرسم ايه هنا كده؟ اهو مرسوم جاهز اهو بدون مرض. عندك هنا ايه يا جماعه؟ ار بي سي زائد. وادي ايه اللي جوه؟ النواه. طبعا ممكن واحد اللي هو من خارج التاريخ. يعني واحد اللي هو قاعد في الحياه، دول اللي قاعدين في الحياه. انت مش لسه قايل الار بي سي ما فيهاش نواه؟ تسالي نفسك السؤال ده. صح؟ مع اني نسيتي او تاني نسيتي ان انا لسه في البوم مارك. هي بتبقى من غير نواه ده بره، الريسروسايت في الاخر برضه بس بتطلع. انما انا لسه اهو ريسرو بلاست. النواه دي عشان تنقسم، قول لي قبل كده ايه؟ يعني الار بي سي زائد بتتكسر ازاي؟ ار بي سيز بيعادل ار بي سي زائد بيتكسر. قلنا النواه بتتضاعف وبعدين تنقسم. لكي تتضاعف وتنقسم محتاجه حاجتين، فيتامين بي 12 وفوليك اسيد. شكلها ما بيقلوا ارتستاتك ايه بقى؟ ولا بتنقسم ولا بتنيل. تكبر 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 تفاجئ ان في بطيخ هنا كده فين؟ في البول مره. واضح ولا مش واضح؟ يبقى اول كلمه في الباثوجينيزيس ايه يا جماعه؟ اول حاجه بتحصل في المجال البلاستيك انيميا ايه هي؟ ارستو فيجن. نقص القدرة على الانقسام او الريست اوف ديفيجن. فبيبقى فيه قلت بين قوسين كده بس ما تكتبوهاش في الامتحان دي، بطيخ جوه البول مارو. معايا يا جماعه؟ طب رقم اثنين بقى، يبقى رقم واحد الريست اوف ديفيجن. طب رقم اثنين، رقم اثنين كلمه قلتها قبل كده وانا فاكر لو انت رومانسي رومانسي وحالم وانت بتذاكر البطنه مش عايز عليك تدمع وبتاع. الريست اوف ديفيجن غير مسموح للار بي سيز تخرج بره البول مارو كلها كبيره بالمنظر ده. فعشان كده اتكتب عليها ايه؟ هي تعيش وتموت جوه البول مارو. يقوموا سموها بالانجليزي اسم يا جماعه رومانسي قوي، يقول لك ان افكتيف اريثروبايوزس. يعني اريثروبايوزس الارتستات بتتكون بس ان افكتيف، ما طلعتش بره، ما شافتش دنيا، ما طلعتش في البلاد، هي قاعده طول عمرها جوه الايه يا جماعه؟ جوه البون مارو. لكن انا فاكر برضه قلت لكم رقم ثلاثه لان احنا وي ار فساد غير طبيعي وغير عادي في زمن غير اعتيادي، لان احنا في مجتمع فاسد. هنا بقى هل فعلا تفتكر ان الار بي سيز اللي شكلها ملخبط دي هل ما بتطلعش في الدم؟ بتطلع لان احنا في مجتمع ايه؟ لان انت تشوف نفسك تشوف برضه التصرف، تعرف تتصرف ازاي؟ زي ما كل حاجه في بلدنا ايه يا جماعه؟ بتلاقي لها سكه وتعرف تتصرف ازاي؟ تروح للبول مارو، لا بول مارو طلعني بقى، هو طبعا ده ممنوع يا ار بي سيز. انا بقول لك هو ممنوع، قول هي بقى يقول لك كده فاكرين انا قلت لكم بقى وما ما ما انت مش عارف ايه وده كده حلوين مش عارف ايه يا ار بي سيز يلا عدش وهي بقى وبالكم كيف ومش عارف زي ده. المهم يعني ايه؟ يقول لك طب عدش تقوم هي تطلع تقوم. عشان كده يقول لك بيحصل ايه بقى؟ ايفيدنس اوف ماكروسايتوزيس. هو ده السبب ان لما يجي يقول لك هو ليه بيحصل ماكروسايتوزيس ايه اللي خلى الار بي سي تطلع بره؟ قول له الفساد يا دكتور احنا عشان الفساد بس كده. ورقم بقى بس خد بالك ان حتى في ظل المجتمع الفاسد والحكومه الفاسده في فرق شرطات. يعني ما ينفعش ان كلهم ايه يا جماعه شمال. بتلاقي في واحد محترم معايا المحترم هنا اللي هو مين بقى؟ شمال. والطحال شمال. فاكر لما انا قلت لكم والغريب في الامر ان الوحيد المحترم اللي فيهم شمال موجود في جامعه الصحاب. هو ماشي لا ار بي سي ازاي يا كابتن؟ تعالى ار بي سي ازاي مين اللي طلعك؟ تحاول تعمل معاني دي عملته مع البوم مارو ولا على مين؟ شمال. وبعدين يقول ايه يا جماعه؟ ويعمل لها هيمولسس عشان كده يقول لك موت وخراب ديار. ولا هو على فكره يبدو ان هو اكثر فساده من البوم مارو. هو بقى مش اللي هو قال لها ممنوع ده هو خد ابوها اصلا طحال اصلا. فالمهم ده كده اللي هم الاربع حاجات يبقى رقم الباثوجينيزيس الاربع كلمات دول. انا ما يهمنيش تدخل الامتحان عارف ايه؟ انا يهمني قبل تدخل الامتحان عارف الديفينيشن كويس قوي، عارف الايتيولوجي كويس جدا اللي هو ده اللي بيجي في الامتحان، عارف الكلينيكال بيكتشر. ازيك قبل كده يا عم؟ فالمهم الايتيولوجي، ايه الايتيولوجي بقى؟ نقص فيتامين بي 12 نقص فيتامين بي 12 يعني ايه؟ ايه الاسباب اللي تعمل لك برضه الطب المصري؟ الطب المصري. صفحات صفحه انت والله هتلاقي كده.
طب المصري ناقص يا اولاد فيتامين بي 12 ناقص فيتامين بي 12 كده مكتوب ايه طبعا يا اولاد ناقص الانتي او يا اولاد صح ان النوم ما ياكلش فيتامين بي 12 خالص رقم 2 يا اولاد ناقص الابزوربشن بياكل بس الابزوربشن مش سبحان الله نفس رقم 3 رقم 3 مش عارف ايه اللي جاب بص يا ابني السبب الرئيسي اللي بيعمل فيتامين بي 12 اول حاجه ناقص الانتي واحد ما بيقولش فعلا فيتامين بي 12 او ما بيقدرش يظبطه لا يا جماعه اهم السبب مش ده هو انا ما بكلش فيتامين بي 12 وانا بمتص فيتامين بي 12 بالذات هل بيروح الاليا بتعطيله بيمتص من الاليا بيروح الاليا من بيحصل ابزوربشن لكي يمتص فيتامين بي 12 فانه محتاج الى الانترنسك فاكتور الانترنسك فاكتور ده اللي بيطلع منين؟ من البرايتر سيل في المعده معايا ولا مش معايا؟ اهو احيانا بقى تلاقي فيه مرض اوتو اسمه بيرنيشيس انيميا وعشان كده في الامتحان بيقول لك كل ما تصل بجاره ده يعني البرنيشيس انيميا ادق من المريض بيقول لك بجاره بس انيميا او احسن يعني هنا بيبقى مرض اوتو ميون انتي بادهات بتكسر في البرايتر سيل برايتر سيل اتكسرت فما فيش انترنسك فاكتور مهما تاكل فيتامين بي 12 مش هيمتص واضح ولا مش واضح؟ او واحد عامل عمليه جراحيه شايل الاليا مثلا او بس البرنيشيس انيميا ده مرض اوتو ميون بيبقى فيه انتي برايتر سيل انتي بادش وده بيجي اكتر وانا حتى قلت لكم قبل كده حتى انا ببقى قلقان وانا بشرحه فاكرين بحس بجد ودي حقيقه فعلا بحس ان انا قلبي مقبول كده ماشي مره ثانيه يعني اوتو ميون بس ده بيجي اولا في الرجاله بالذات البيض قوي والعيون ملونه وشعرهم نعم هو بيجي في الناس دول بيبقوا اكثر عرضه ده واحد قلقان فالمهم يعني بيقول لك ايه بقى؟ فيقول لك ده اللي هو برنيشيس انيميا ادخل بقى بعد كده طبعا سبب مهم قوي بيعمل فيتامين بي 12 ديفيشنسي كورونيك ليفر ديزيز طبعا طب الفوليك اسيد بصوا يا جماعه الفوليك اسيد ده موجود فين اصلا في الخضروات انما انا في سبب عايز اعرفه هو ده اللي بيتنسى ما انا عارف بقى الخضروات ونقص الابزوربشن اولا لا تقل في الفوليك اسيد ديفيشنسي ليفر ديزيز طبعا ما تضحكش الناس علينا لان الفوليك اسيد ما بيتخزنش في الليفر اصلا ومع ذلك كلمه انا عارف الطلبه بيالفوا ايه في الامتحانات ليفر ديزيز ثلاثه رينا فيلير الكليه تعبانه فما بتنزلش فوليك اسيد ما انا عارف ان ده بيتالف كده انما في سبب كنعونيه في ادويه بتعمل فوليك اسيد ديفيشنسي لسه قايلين الحصه اللي فاتت اللي هو ميزوتريكسين كان في دواء تاني غير الميزوتريكسين بس المهم وبيجي في الامتحانات دايما ميزوتريكسين فاكرين السايد افكت اوف ميزوتريكسين اول كلمه كانت فوليك اسيد ديفيشنسي عشان كده كان بيعمل اورا كانسر دايما ادخل بقى على الكلينيكال بيكتشر مزيكا ليه مزيكا هم الاربعه سيمتومز والاربعه ايه ساينز هنزود ثلاثه نيورولوجيكال مع الفيتامين بي 12 ديفيشنسي ايه هم ثلاثه نيورولوجيكال ثلاثه بحرف ال حرفين من يو حرف البي عايز يقول لك ثلاثه بحرف البي فتحه ليه ثاني بس هو ما فتحه ثلاثه بحرف البي ايه هم الثلاثه بي بقى ما هو النيورو كله ما فيهوش غير كذا بحرف البي يا جماعه ريفر دي رابس رامي ده دي بص له الكوره ايه بص له الكوره دي سنسيشن اللي كان ماسك الديب سنسيشن بتطلع فيه واضح طب ايه هم الجي اي تي مانيفستيشنز بقى ثلاثة أطر في فين وفين وفين في لسانك في أمعائك في فين في معدتك خلص الكلام وبالذات في لسانك والأبصر والحركات والحوارات الانفستيجيشنز بصوا بقى اختباركم دلوقتي إن الانفستيجيشنز أوف ميجانو باس كارينيا يعني إن الانفستيجيشنز رقم واحد اختباركم دلوقتي واحد يا اولاد بنعمل حاجه اسمها سي بي سي لا دكتور بس لا ليه لان السي بي سي اولا بيحصل اوبي سيزون اللي بيقولوا بيقولوا وايه كمان انسايتوبيا انتوا هتنسوا انتوا بانسايتوبيا واكيد في ناس قاعدين دلوقتي قاعدين في الحياه برضه بس يلا هو انت عايز تقول بقول على ايه انسايتوبيا طب وال ام سي كيو والام سي اتش عاليين طب والام سي اتش سي نورمال طبعا طب والانديسز بس كله بالظبط في الاثنين. انايسايتوزس بس ان في واحد يقول لي طب البول مارو بيحصل فيه؟ انا ده سؤال يعني المفروض ما ده سؤال ما يتسالش لان اول كلمه في الديفينيشن كانت بتقول ايه؟ ميجانو بلاستيك هايبر ميليزيا. واضح ولا مش واضح؟ طيب الكلر اندكس اكبر من واحد. اذا اول اربعه حماده بالجنزبيل لكن هنزود كام حاجه بقى؟ ثلاثه. بس اربعه يا شادي ثلاث حاجات هنزودهم ايه هما ثلاث حاجات يلا قولوا بقى ثلاث حاجات فاكرينهم منهم واحده لو ما قلتوهاش واحده كلنا بنحبها حاجه لما انا قلت لكم مين فينا ما بيحبش انتي بودرات انتي برايتال سيل انتي بودرات عشان البرنيشيس انيميا دي اهم كلمه تلاقي الطلبه برضه في شيلنج تيست يا ابني هي دي الاهم انتي برايتال سيل انتي بودي عشان البرنيشيس انيميا
واضح ولا مش واضح؟ كان في حاجه اسمها بروبيوتيك تيست. ايه بروبيوتيك تيست ده؟ اللي هو بكل بساطه انا يا ابني شكلك كده مش مريح، حاسس ان الفيتامين بي 12 ديفيشنسي، طب تشخص ازاي؟ وخد فيتامين بي 12. اول ما العيان ده بياخد فيتامين بي 12 قوم تلاقي ظهر ايه في البلاطه على طول؟ فاكر لما قلت لك نفس منظرك دخل الجيش، هل انت استجابتك للفاكر لما قعدت في الجيش سنه اي حاجه مش اي ته مربوطه في حياتك؟ اول ما بتطلع اول ته مربوطه تقابلك ده بنحظها العاسر في الحياه. يعني بتروح لسه خارج من الجيش معايا ولا مش معايا؟ لا يمكن التعامل معاها يبقى تعامل واحد محترم طبيعي وده معذور معايا. هنا برضو البون مارو، البون مارو يا جماعه ما شافش في حياته بي 12 مره واحده، انت بتديله بي 12 هل بيسوي الار بي سيز على نار هاديه؟ لا على طول على طول بسرعه باراتيكولا سايتوزيس. فهنا بيحصل باراتيكولا سايتوزيس بس امتى بقى؟ لما بتدي فيتامين بي 12 معايا. واكتب بين قوسين كده الحرمان بس. طب ادخل بقى بعد كده شيلنج، انت فاكرين شيلنج عيله العلماء اللي احنا قلناها؟ عيله العلماء اللي هي شيلنج واخوه الكبير باريزه واخوه الكبير فاكرين الحوارات؟ مش مهم بقى انتوا عارفين شيلنج قال ايه اصلا؟ قال يا جماعه انا هدي فيتامين بي 12 عشان اشوف الامتصاص عامل ازاي، الابزوربشن. ركزوا معايا يا باشمهندس، ركزوا معايا. طب اشوف الامتصاص عامل ازاي؟ واضح؟ فاهم يدي فيتامين بي 12 ويشوف مش بيعرف الامتصاص حلو ولا وحش ازاي؟ يستنى فيتامين بي 12 فين؟ اليورين. ولو نزل في اليورين يبقى امتصاصه ايه؟ كويس. حصل له ابزوربشن ولف في الدم ونزل في اليورين. انما لو انت حاطين كده على خده خمس ساعات ولقيته ما بينزلش في اليورين، روح يا ابني انت عندك مشكله في الابزوربشن. يقوم العيان يقول لك ايه المشكله بالظبط اللي في الابزوربشن؟ اقول له ما اعرفش، هديك انتي بايوتيك لو خفيت يبقى انت بكتيريا الاوفر جروس هي اللي عامله لك مال ابزوربشن سندروم. هوديك انترنسك فاكتور لو خفيت يبقى انت عندك برنيشس انيميا، صح ولا غلط؟ بس طبعا احنا كنا قلنا حوارات هنا وبريزه ودنيه ولازم الاول تشبع الليفر ملهاش كلام بفرض نرجعه بيه دلوقتي. حلو الكلام؟ ادخل بقى على فجله اشطب على فجله. ادخل بقى بعد كده في العلاج، علاج ايه؟ علاج ايه يا جماعه؟ وتلاقي في ضربه بيرجعوا يذاكروا العلاج. واحد عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي، واحد عنده بيجيله راس كاريميا، علاج الانيميا ما عادش، بس لو كان عنده نقص فيتامين بي 12 مدي بس مش تقول لي هو عنده فيتامين بي 12 بس الاول قول لي فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 بس يا فرحتش كنت لازم تقول لي دي ازاي؟ كنا قلنا جمله يوميا اول اسبوع اسبوعيا اول شهر شهريا اول مدى الحياه ما حدش يقول لي شهريا اول سنه انا راجل هيقلش عليك في الشفا اقول لك سنويا اول قرن بقى فانت تقول له يوميا يعني هتخرج فورمه كل يوم اول اسبوع اول اسبوع اسبوعيا اول شهر فاهمين يعني ايه؟ اسبوعيا يعني كل سبع ايام. شهريا بدا الحياه. كل طول عمرك تاخد كل في الشهر تاخد. ادخل بعد كده على الفوليك اسيد طبعا تاخد فوليك اسيد وفيتامين بي 12. خلص الكلام. ايه الحاجات اللي بتعمل ماكروسيتيك انيميا؟ بتعرف تاخد جرو كانت حاجات اللي هي ابلاستيك انيميا نخلص منها وبعدين مع الهيموليتيك انيميا. الابلاستيك انيميا زي كفايه الاسباب بس. بس. ايه اسباب الابلاستيك انيميا؟ اسباب بس اسباب الابلاستيك انيميا اللي هو البون مارو فيلر. ايه الحاجات اللي بتخلي البون مارو ما بيطلعش شغال كويس؟ يا اما ايه او ايه؟ طبعا ممكن خليه واحده او خليه او ثلاثه مش لازم فلسفه الدنيا يعني. انما ايه الاسباب بقى؟ يا اما ايه يا اما ايه؟ يا محبط يا مستبدل احباط او استبدال يا انجن احباط او استبدال او ايه او استبدال او استبدال ديبريشن او ايه او حاجات تعمل استبدال استبدال يعني ديبريشن. طب نبدا ريبليسمنت بايه؟ مايلو فايبروزس مايلو سكلروزس في امراض اصعب مالجنسي عشان حتى الثلاثه بارت ايه او حاجات بقى تعمل ريبليس اسمها ديبريشن زي فاكر لما انا قلت لك ايه؟ في حاجات كتير في اربعه اي مشهورين عندكم بقى يا يعني انفكشن يا يعني مش عارف اميون يا الكلام ده كله عارفينه طبعا اربعه اي بس اخر اي فيهم ياتروجين والادويه اللي هم ايه الادويه بقى؟ مش هتخص الادويه اي دواء في الدنيا بيبدا اي دواء انتي لما انا قلت لك حط انتي كانسر انتي ملاريا انتي ثايرويد انتي دايبيتك انتي حياتي انتي روحي انتي وهكذا اي انتي حتى لان اي دواء بيعمل بون مورفيليا طبعا على فكره حتى الميزوتريكسيد ما هو بيعمل برضه بون مورفيليا انتوا واخدين بالكم؟ بس الاهم فوليك اسيد ديبريشن. ندخل بقى بعد كده نتكلم عن ايه يا جماعه؟ ندخل بعد كده نتكلم عن كلينيكال تمبريتشر.
لا قبل الكلين تابلتشر. الكلين تابلتشر هنا سكين بس. أربيس ذاتك بتقل أنيميا. وايد بلاتس ذاتك بتقل أحسن نفس الكلين تابلتشر بتاعت اللوكيميا. بالإتلتاجة بالإتلتاجة بتقل أحسن بليدين. اللي هو البربرة اللي احنا هنقولها في موضوع الجديد. فطبعا ده موضوع ما بتذكرش. فإن هو برضو عادين إيه؟ كلينيكا البيتشر دول نوروفيليا. بتذكر. قبل تذكر إيه؟ أول عرب السيزات تقل أليميا. خلاص خلاص الواي براتسنس خلاص يعني. إنما اللي تذكره بقى هو الديفرينشال ديجنوزيس وبان سيتوبيا. السؤال ده جاي. السؤال الوحيد تقريبا اللي بيجي على فكرة في الأوتوبيس كده. بان سيتوبيا. ديفرينشال ديجنوزيس وبان سيتوبيا. نكتب 2015 ولا لا فكرة لازم أول سبب تقوله إيه؟ أبلاستيك أنيميا. وعلى فكرة بقى لازم تكتب أسبابها. مش تقول أبلاستيك أنيميا وخلاص. أبلاستيك أنيميا أسبابها اللي هو يا إما مقبض يا مشتت. طيب ندخل بعد كده وايه الانيميات الثانيه اللي بتعمل بانسر في الجلد البلاستيك انيميا اقول كمان باراتيزما نكتبنا للميكروبنوريا بالمناسبه كان في مرضين في الروماتولوجي لسه قايلينه من امبارح والمرضين بيعملوا مثلا في ناس بتفكر معانا لسه قايلينه من امبارح وفي كمان ناس في كمان مايلو فايبروزس مايلو سكلروس بون مارو فجاه بقى فايبروس تيشو او بقى عضم ده عامل فيه ايه ده وفي كمان الهايبر بالنسبة في ما بتقولش هايبرز بالنسبة هايبرز بالنسبة ده بتعمل اسباب يعني واضح وفي نوع من انواع اللوكيميا اللي هو اسمه سب لوكيميك لوكيميا مش كل انواع اللوكيميا ده سب لوكيميك لوكيميا فده ايه اول بروسيس ما بتطلع في البروتين اللي هو نوع من انواع الهيموليتيك انيميا طبعا ده من كانسر الدنيا فالسؤال ده من الاسباب اعتقد البون مارو فيلير ما بيجيش غير سؤال ان هيموليت كوزس اوف بون مارو فيلير او قصدي هو ده صور واحد الميتشي يبقى احنا كده لغايه دلوقتي ثلاث انيميات ايه ثلاث انيميات برضه عشان نبقى مركز انا شايف ثلاث انيميات دول والله العظيم 10 دقايق يا جماعه ما تذاكرليش الله يخليك كزواحف ذاكره الزواحف دي مش عايزينها ذاكر كده يا جماعه بسرعه بسرعه وحل بسكوات كتير وحاجات كتير وخليك تجمع عناوينك كويس هم ثلاث انيميات خمس دقايق اير ذا ديفيشنز انيميا بيجيله بلاستيك في قد ايه؟ ده هو ديفينيشن ديفينيشن والله هتسمعه لنفسك يبقى تقولوش كده الصور كاركترايز دول بتكون تتميل كده كان سايتوبينيا والسبور كرايتيريا معايا ايه هما الفور كرايتيريا سمعهم لنفسك خلاص الموضوع ولا هتذاكر الفينش هو بس البرنيشن سالمين ودي معلومه معروفه اصلا ولا هتذاكر انفستيجيشن ثلاثه باور سكيم وهتزود ثلاث كلمات اللي هما ايه شوف الانتي بضغات واكتبهم بالعربي حتى عشان تفتكر صوره صغيره كده شوف الانتي بضغات شيلنج تيست وايه كمان ممكن عايز بقى تزود الايس فيتامين بي 12 والفوليك اسيد ما هي دي في الانفستيجيشنز فور ذا كوز اصلا طيب التريت من حقنة يوميا أول أسبوع أسبوعيا أول شهر شهريا بدأ طول العمر خلاص كده البلاستيك أنيميا مش هتذاكر فيها اللي هي يا جماعة بلاستيك أنيميا وأصلا محفوظين مش هتقدر تخلص مليون فيلم قبل كده ومحفوظ يعني هتذاكر الهيموليتيك أنيميا ما أنتوا واخدينها في الأطفال لسه السنة اللي فاتت والهيموليتيك أنيميا على فكرة الهيموليتيك أنيميا سهلة أوي هنقول الهيموليتيك أنيميا ونقف عند الأسباب بتاعتها يعني مش الأسباب الأنواع بتاعتها الأنواع بعد البريك داون يجي بعد البريك نقول أنواع ونخش في اللوكيشن ممكن خلاص اخويا لو انتوا فاكرين انا اطفال فعلا خلاص لا انا حصلت قصه منكم كتير من كده هو ممكن تخلص بس لو انتوا عندكم فكره عامه معايا بصوا يا جماعه نحاول نشوف الاول هيموريتيك انيميا يعني ايه هيموريتيك انيميا هيموريتيك يعني ايه اربع سيزات بتعيش اقل من كام 120 يوم زيها زي اي حاجه في الدنيا يعدي عليها الوقت والايام والليالي والسنين تبدا تضعف والاسباب بتاعت الهيموريتيك انيميا عارفينها يا اما انترا كورباسكولار يا اما اكسترا والانترا كورباسكولار غالبا بيبقوا كونجنتال والاكسترا كورباسكولار غالبا بيبقوا اكيوت الانترا كورباسكولار يبني خمس امراض مهمين قوي قولوا بقى يا اطفال اطفال يا متطفلين يعني هو انا نفس المجاز لما ارسمها تفتكر ممكن يبقى فيه بقى يا اما غلطه بين سيروسايتوزس وبارتيزما للكوتنا الميكروبيولوجي المرضين دول بيبقى مشكلتك في ميمبرينك وممكن غلطة في الهيموجلوبين نفسه اللي هو ده اللي هو ثلاثيميا وسيكل سيل انيميا وممكن غلطة في الانزيم ما هنقوله كمان شوية جلوكوز 6 فوسفيت 8 دايتروجينيز ديفيشنسي اكوايرد الاسباب خمسة برضه عشان ما تنساش بقى مين بالاول
اثنين بين ايه كمان التي والهايبر سبيرياليزم. يبقى 5 و5 ما اعتقدش ان انت محتاج تذاكرها. 5 عارفينهم من اطفال، 5 بعد كده 2 بالاي، وانا مش جاي اقول 2 اي اللي هم ايه طبعا اميون، والاميون قد يكون ايه؟ يا اوتو اميون يا ايزو اميون. اوتو اميون اللي هو اجسام مضاده جايه منك انت، انما الايزو اميون اجسام مضاده جايه من راجل غريب. فده اللي هو نقل دم مثلا، خدت نقل دم فبتقوم يعمل ظاهره. المهم في اثنين محرك كتير اللي هم توكسنز، وكان في تروما. طبعا حد يقول تروما ازاي؟ ما احنا عارفين تروما اللي هو مارشل من كيرنوريا. كنت حتى حكيت لكم حكايات الفرد العربيه الثانيه والحاجات دي. انا عامل لكم مد ثقافي غير عادي. فاكرين لما حكيت لكم الفرد العربيه الثانيه واللي حصل فيها وسبب هزيمه الالمان ايه في مش وقتها دلوقتي، مش جاي نتكلم عن هزيمه الالمان ايه. فالمهم ده كده هو الهايبر سبيرياليزم. طبعا ندخل بقى بعد كده ايه الباسو فيسيولوجي بتاع الموليد كاليبيا. الباسو فيسيولوجي بتاع الموليد كاليبيا يا جماعه عامل ازاي؟ اربع حاجات بس. ايه هم الاربع حاجات؟ على فكره بقول الباسو فيسيولوجي مش عايزك تذاكره، انا عايزك تستوعبه. انما انت هتذاكر اتيولوجي كلينيكال بيكتشر كده. الباسو فيسيولوجي ايه اللي بيحصل؟ يلا حد يقول بقى اول كلمه. انيميا. بس الانيميا تحصل امتى؟ لو اللايف سبان اقل من 15 يوم. طب لو ليه؟ اقل من ليه؟ لان 15 ده اللي هو كام في المية من 120؟ طب يعني الدون برضه يقدر يضعف شويه. يعني انت لو في هيمولوسيس هيحصل. طيب ورقم اثنين بيحصل كمان جونكس، اللي هي طبعا هيمولوسيس كتير قوي بيحصل هيموليتك ايه؟ جونكس. ولسه شارحين الهيموليتك جونكس. وقلنا ان الهيموليتك جونكس بيبقى لونك حتى ليموني، لان الار بي سي ذات لو كلها ربشرت يقدر ايه يا جماعه؟ الليفر بيقدر يتصرف ويعمل ايه؟ ابتكل ان كونجوجيتد ايه؟ بالروبين. المهم هيموليتك ايه يا جماعه؟ هيموليتك جونز. بالنسبه بالمناسبه هيموليتك جونز كان مين البروبين اللي بيعمل؟ انكون جوبيز. وكان السيركو بايلونجن واليورو بايلونجن اخبارهم ايه؟ كانوا الاثنين بيعملوا. المهم رقم ثلاثه، رقم ثلاثه واربعه هنا بقى دكه. هي الار بي سي ذات لما تربشر بتطلع ايه من جواها المغلوبين؟ لا ركز يا انجي ركزوا معايا. الار بي سي ذات المغلوب. طب بيبسي في حاجه؟ الار بي سي ذات طلع هيموجلوبين. هذا الهيموجلوبين لما بيطلع هيمولسس. الهيمولسس كان فيه نوعين، انترا فاسكولار هيمولسس واكسترا فاسكولار. لما انا قلت لكم الانترا فاسكولار يعني ايه والاكسترا فاسكولار يعني ايه؟ الاثنين جوه الدم على فكره. ما تقول الاكسترا فاسكولار بره الدم، ده جوه الدم وده جوه الدم. انما انترا فاسكولار والله تلاقي واحد زي الشخص في شفته. يتسال السؤال ده الدكتور يقول ايه يا ابني الفرق بين الانترا فاسكولار والاكسترا فاسكولار؟ اه دكتور ايه ده؟ استخف بيها دي كده. ايه الاستخفاف؟ انترا فاسكولار جوه الدم، والاكسترا فاسكولار يعني بره الاثنين جوه الدم. لكن انترا فاسكولار جوه الدم فعلا. يعني ايه جوه الدم فعلا؟ يعني هيموجلوبين جوه الدم. انما الاكسترا فاسكولار هو برضه طلع جوه الدم، بس جري على مين بقى؟ على طول في بروتينات بتطلع من الليفر، بروتين اسمه هيموبيكسن، وفي بروتين ثاني اسمه هابتوجلوبين. هابتوجلوبين وهيموبيكسن، فجاه يطلع من الليفر، ايه جرايه هيموجلوبين؟ انت ماشي كده لوحدك في الدم؟ اصل الهيموجلوبين ده بيمشي لوحده، دي حاجه في منتهى الخطوره. المفروض الهيموجلوبين بيبقى متغطي مين؟ بالار بي سي زاد. ما ينفعش يمشي لوحده، ما هو لو كان ينفع كان ربنا سبحانه وتعالى خلقه لنا لوحده من غير ما يبقى محط بالار بي سيز. لان الهيموجلوبين لو ماشي لوحده بيعمل ايه؟ ينزل بقى في الكليه ويبوظ الكليه، تيوبلر دامج، يروح في اي اورجان وهو نفسه بيحب عاشق للاكسجين فيشد الاكسجين، فلازم يبقى فيه محاط بالار بي سيز. فالمهم اول ما بيطلع الهيموجلوبين بيجري عليه الهيموبيكسن والهابتوجلوبين. صح يجروا عليه ياخدوه يحطوه في الباب، تعالى هيموجلوبين مش تمشي لوحدك ابدا كذا، وياخدوه يقوموا حاطينه فين؟ في الار اي اس اللي موجوده فين؟ في الليفر والسبلين. عشان كده تقول لي عشان كده بيحصل هيباتو سبلينوميجالي. لان ليه عشان كده اسالك ساعات في الامتحان ليه بيحصل هيباتو سبلينوميجالي؟ قول له يا دكتور هيموجلوبين مدفون. قول له الهيموجلوبين المدفون بيعمل كذا. يقول لك يعني ايه يا حبيبي الهيموجلوبين المدفون دي؟ عايزك تجننه كده في شكله. قول له الهيموجلوبين المدفون بفعل ايه؟ هابتوجلوبين والهيموكس. عشان كده في الانترا فاسكولار هيموليسيس مفيش بقى ولا هيموبيكسين ولا هيموجلوبين قليلين، فالهيموجلوبين بقى براحته ماشي لوحده انترا فاسكولار هيموليسيس. انا ما يهمنيش الباثوجينيز، انا يهمني تعرف الكلينيكال بيكتشر. مين يقول الكلينيكال بيكتشر؟ انت عارف انا خايف من ايه في الامتحان؟ يجي سؤال يقول لك كلينيكال بيكتشر في مولد كاليبيا او اي نوع فيه؟ البنسا الاربعه والاربعه. الطالب اللي بالطريقه دي انا اعتقد ياخد صفر الغباء. يعني حتى يعني يكون كاتب الكلام السبيسيفيك وينسى الاربعه والاربعه في الاول، معناها انيميا. يعني في الاول برضه هتكتب وفاتيج ولاسيتيود وجينيتال وسي ان اس وكارديك والساينس كذا كذا، انما هتزود هنا كمان حاجه بقى اربع حاجات. هم الاربع حاجات هجيبهم منين؟ ما هو الباسو ايه؟ سيرش. يعني اول كلمه هم مش الباسو سيرش اربع كلمات؟ يبقى هم اربع حاجات، واحد اثنين ثلاثه اربعه. رقم واحد ايه؟
ماشيين انيميا بقى، احنا نركز فيه. هو في طالب غبي يقوم كاتب ويقوم بعدين حاجات سبيسيفيك انيميا يقوم كاتبها كده شرط الابراج. هتبدا في هيموليتيك جونز، يعني انت هيبقى عندك مانيفيستيشنز في هيموليتيك جونز. عارفين الهيموليتيك جونز بتصفر و... طب ورقم 2 الهيموجلوبين لما ينزل اللي هو انترافاسكولار هيمولايسيس يعمل ايه؟ يروح في كليتك، ينزل في الكليه يعمل هيموجلوبينوريا، ممكن يغمق لون اليورين، مع ان الهيموليتيك جونز ما كانتش بتغمق لون اليورين، لكن ممكن يغمق فعلا الهيموجلوبينوريا، وممكن يعمل تيوبولار دامج. تيوبولار دامج. طب والاكسترا فاسكولار هيمولايسيس بيعمل ايه قلنا؟ الكاتوس بيلينج. يبقى احنا قلنا كام حاجه؟ 3. يبقى باقي كام واحده؟ اللي هي حاجه اسمها كرايسيس. كله بقى يطلع الهيموليتيك كرايسيس. كمان كلمه عشان انجز، انت لو كنت كاتب ورايا هيموليتيك كرايسيس كنا قلنا مره واحده العيل ده يخش ينام، تيجي امه تيجي تقول لك الحقن العيل التاني ب 60 ليره، ده يا دكتور كان اصفر اصفر قوي وفجاه سخن قوي ويا دكتور لقيته بيرعش كده. طب ايه اللي حصل؟ ممكن يبقى انفكشن، يبقى اي حاجه. لكن الهيموليتيك كرايسيس كان بيعمل ست كلمات، انا فاكر قلت لكم كده ثلاث كلمات ثلاثه بين ثلاث اوجاع. مين كاتب الكلمه دي؟ ثلاث كلمات وثلاث اوجاع. ثلاث كلمات وثلاث اوجاع. فثلاث كلمات اللي هما ايه؟ فيفر رايجر جونز. جونز بتزيد اوجاع. ثلاث اوجاع وجع في بطنك. طبعا كل حاجه انت عارف سببها ايه؟ ولا في حد قاعد في الحياه؟ يعني لما اقول مثلا وجع في كليتك، وجع في عظمك، وجع في بطنك. وجع في عظمك عارفين ليه؟ بول مارو اكسبانشن. ما هو البول ما هو يا جماعه الار بي سي زاد بتتكسر، مين اللي بيعوض؟ البول مارو. بمخك النور هو هي اللي هو البول مارو موجود فين؟ وجع في كليتك لان هيموجلوبينك بينزل يعمل تيوب بلاد دامج. يجي العيل يقول لك يا دكتور وجع في كليتك، وتيجي ام العيل تقول لك انت خدت كلام الاطفال مره واحده يا دكتور هو طول عمره عنده هيموليت كارير، لكن مره واحده دخل ينام صحي هنا بقى فيفر جامده قوي رايجو مش عارف ايه، وقلنا بيجيب اليورين بتاعه غامق وحاجه يعني كليته وجعاه قاعد يصرخ وماسك كليته الحاجات دي كلها. طب وجع في بطنك ليه؟ الاسكيميا ممكن تعمل كده مثلا. طيب ادخل بعد كده كان في كرايسيسيات ثانيه. ايه كرايسيس ثانيه؟ ازاي؟ هقول انا اسم الكرايسيس وانت قولي ايه؟ سببها ايه؟ ايه كرايسيس ثانيه بقى؟ محمود دلوقتي احسن؟ عملت كل ده. قلت بقى سؤال اللي هو غبي قوي، في وجع بطن شديد ولا مش؟ ايوه في وجع بطن شديد. كرايسيس. انما ايه انواع كرايسيس ثانيه؟ رجاله بلس كرايسيس اللي هي ايه بقى؟ سببها ايه؟ طب بص بقى عشان هنا هيبان الطالب اللي عنده بشر بطن. ساعات الشاب يقول لك رجاله بلس كرايسيس سببها ايه؟ تلاقي طالب قاعد اي كيو قاعد يقول له سببها دكتور مجاله بلاستيك او فيتامين بي 12 وكل الاسيد فيشن. يديك صفر لان فيتامين بي 12 ده بتكلم عن كرايسيس. فيتامين بي 12 هي بتجيب لك خروني يكفيك كتير سنين ماشي. فانت عشان كده لازم كرونيك ليفر ديزيز عشان تدخل. انما مين بقى اللي ممكن تتفضح بيه بدري قوي؟ فوليك اسيد فيشن. واضح؟ طب ممكن اكسب ابلاستيك كرايسيس؟ اه عارف يعني ايه ابلاستيك كرايسيس؟ مره واحده بس ركزوا في النقطه دي. مره واحده انت عندك هيموليتيك انيميا. يعني ايه هيموليتيك انيميا؟ او تعال نرسم رسمه تنسيقيه واضحه ازاي؟ ايه اللي انا رسمه ده؟ بول مارو. خلينا نحس الفني اللي عندي بول مارو لان بيسهل فعلا كتير قوي. ده بول مارو اهو. ار بي سي زايه كسرت. انت فاهم ازاي؟ فالبول مارو بيعمل ايه يا جماعه؟ شغال كتير بقى قدام ار بي سي زايه كده كتير. بيحاول يعوض يعني. لكن لو حصل فيرال انفكشن، ادي فيروس اهو جاي ايه؟ جاي بيهاجم. الفيرال انفكشن ده هيعمل ايه؟ هيخلي البول مارو ما يشتغلش. مره واحده تلاقي فيه حصل ايه كمان بقى؟ بقى البول مارو هايبو سيلر. هنا في سؤال في الابلاستيك كرايسيس. الانيميا بتزيد ولا بتقل؟ يعني الهيموجلوبين بيقل ولا بيزيد؟ طبعا بيقل. هو في ناس بتفكر انا مش عارف ليه. يعني انت عندك الار بي سي زاد كان قبل كده البول مارو المفروض بيعوض شويه. انما هنا حصل فيرال انفكشن ما بيعوضش فبتلاقي الانيميا قرر قوي قل قوي الار بي سيز. انما الجونكس تتحسن ولا ده سؤال؟ تتحسن. الانيميا تتحسن. ليه تتحسن؟ لان الجونز قصدي تتحسن. ليه جونز تتحسن؟ لان انت قبل كده جونز سببها ايه اصلا؟ العرب السيزات كتير بتربشر. هنا العرب السيزات منين؟ اجيب لك منين؟ هتاكل مصر؟ ما هو مفيش اصلا مفيش عرب السيزات. فتلاقي جونز بدات ايه يا جماعه؟ تتصلح. واضح ولا مش واضح؟ معايا؟ طيب ندخل بقى بعد كده نتكلم عن ايه؟
ليه شكلها تبع معانا مش عارف ليه تبع مع المصريين ولا ايه بس بقى هو عنده نايم بقى المهم اللي هنا بقى لازم تحط تشيله الاول مش عامل امريكاني الكوريه خلاص يعني سنتين ثلاثه وهتشوف البلد دي تبقى عامله ازاي المهم ندخل بقى بعد كده نتكلم عن ادي كده الكلينتا بيتشر سهل ولا صعب الاول فاهم احنا عملنا ايه في الكلينتا بيتشر فاهم سكيم زودنا اربع كلمات بالظبط ثلاثه من الباسو جينيزس واحده اللي هي ايه يا جماعه الترايسس في كمان كان في باسو بلوزو كرايسس دي بعد كده سيبها ليه الانفستيجيشنز تصدق بالله لا يستحق ان يعيش في تاثير حياته ليه يرجع ذكر ثلاثه انفستيجيشنز وفي موريتيك اناني اولا في اربعه يا جماعه ما تذاكروش يا دكتور اربعه في الاول ما تذاكروش خالص الكلام اللي بلزق عندك ده ما تذاكروش مذكرات الصفر دي يعني رقم واحد اثنين ثلاثه اربعه رقم واحد سي بي سي الكلمه المطيعه ايه بقى؟ نورموكروميك نورموسيتيك انيميا ويز ريتيكلوسايتس اجين ريتيكلوسايتس اللي هو الار بي سيز بتقل والهيموجلوبين بيقل وخلاص خلاص كده الام سي بي والام سي اتش والام سي اتش سي نورمال جايز في الثلاسيميا بيقل بس مش قضيتنا دلوقتي نعم الاصل في الموضوع انه نورمال بيحصل بانسايتوبينيا لو انت بقى طالب معلم اللي هو تقول كاتب بيحصل البانسايتوبينيا في البروتوزما اللي بتقول لها الميتوكوندريا ودي كلمه لو مش هتفتكرها مش مشكله مش. ادي الاربعه اللي في الاول هنزود كام انفستيجيشنيه بقى اللي ماسك خيوط اللعبه في ايده هنزود ثلاثه ايه هم الثلاثه اللي هنزودهم واحد على فكره اول واحده لازم كلكم تقولوها من غير ما تبصوا في الكتاب انفستيجيشنز فور ايه فور هيموليتيك جولدس انظر الجي اي تي حتى لو هنا مستظرة في الكتاب اتشالت مش بتاع في النسخه الجديده الكلام كان كده مش لازم في هيموليتيك جولدس كان كاتب سي جي اي تي ويت استنى سي دي يعني انت هتيجي اي كده فاضي كده مش استنى يعني شنو نبي نشرب بقى ده سامع شوف بس فالمهم يا جماعه فاهم انفستيجيشن فور هيموليتيك جولدس انتوا عارفينها طبعا ان كونجوجيتد بروبين و الحاجات دي رقم 2 هنزودها لو ما قلتهاش احنا بالمره يبقى مش جايين زي كانت مجان مره اللي هو لايف سبان اوف ايه اوف ار بي سيز قلت لك هي ما بتتعملش على فكره عارف اللايف سبان بتتعمل ازاي لو بتنقي ار بي سي زي تاخدها تقوم ملونها بقلم زي ده اسمه زي ده بالظبط تقوم ملونها كده افتح بقى تاني يوم تقوم حاطها ار بي سي زي وتصور كل يوم مثلا وليكن مكان ثابت تصور تدور عليه طبعا هي بتبقى اللون في الصوره يخليها تبان لحد ما في مره من ذات المرات دي تصحى الصبح بدري تيجي تصور في كل يبقى هي حصل لها ايه؟ ممكن تكون استخبت بس هو ما انت متاكد بقى انت تصور تحاول تقلب تنزل عيان كده هو ما تعملش على فكره تصور حاجات كلها اي كلام يعني انما رقم ثلاثه رقم ثلاثه مين يورا في الانفستيجيشنز هم جاء في الفرنية ستحلوا بالمعلمة دي يجي رقم ثلاثة تقوم زوجة يقول له ايه باتس اكوزشن ناو حلو اول مصطلح ده باتس اكوزشن والله لا ابدا عامل تاني هاو تو ديفرنشيت بتوين انترا باسكولار اند اكسترا باسكولار اطرح سؤال والله حتى لو مش عارف اطرح سؤال او اعمل خط كده الولد شدت منك يعني تعصب قول له باتس اكوزشن ناو باتس اكوزشن ناو ايه بقى؟ ان احنا بنقيس يا جماعه ايمو بيكسل وهارت جلوبال لا هو السؤال هيجي لك زي ما في الام سي كيو يقول لك ايه اللي من الحاجات الاتيه السجست انترا فاسكولار هيموليسيس رازر زيت اكسترا فاسكولار هيموليسيس انت تشوف سؤال تلاقي سطح كبير بس ايه اللي سجست بتقعد اصلا تفكر في سؤال يعني ايه عايز ايه يعني ايه الحاجات اللي تقول لك ده انترا فاسكولار مش اكسترا فاسكولار ويجيب لك اربع اختيارات قولوا كده انا هقول لكم الاختيارات ان الار بي سيز والهيموجلوبين قليل طب قليل هنا قليل ده برافو عليك رقم اثنين يا جماعه ان الهيموبكسل والهابتوجلوبين قليلين صح الهيموبكسل والهابتوجلوبين بيقلوا في الانترا فاسكولار هيموليز انما فهي دي الكلمه الاقصر بالظبط الهيموليتيك انيميا بقى في عندنا خبر سيء ان احنا عندنا في انواع ايه؟ في انواع كثيره ودي طبعا بقى واخدينها من الاطفال بس خدوا بالك في البطنه انا يهمني الكلام المهم خدوا بالكم في البطنه انا يهمني الكلام المضيء يعني انت في الاطفال كنت ممكن تدخل عادي جدا تلاقي مثلا فورمه خاصه بما يرضي الله عن موضوع ايه؟ ثلاسيميا انما عندنا يعني ممكن سلسلة دي حالة على فكرة عملي في لان في كام حالة عملي كده مش عارف شفتهم ولا لا ده صغير زي عنده سلسلة ممكن تيجي يعني فتكون عارف مش معنى ان انت خدته في الاطفال بس انت عندك فكرة بس اللي انا براهن عليه ولازم يجي السنة دي احنا عندنا في انواع كتير قوي اللي يجي في النظري هو ايه؟
المطر فيها بقى كده اللي ما كانش ما جاتش رسالته ابدا في مطفوع روكسيزم من الاوتوميون هيموليتيك انيميا. الاوتوميون هيموليتيك انيميا ده هو ده اللي ممكن يجي اللي بيجي فيه الاسباب. ركزوا معايا يا جماعه ركزوا. هناخد بريك دلوقتي ما خلصنا ما هناخد بعد ما ندخل بس شويه في ايه الهيموليتيك اوتوميون هيموليتيك انيميا 2016 ايه السؤال اللي هيجي يا دكتور او مهندس خليك معايا ايه السؤال بقى اللي هيجي اتيولوجي اوف اوتو ميون هيموليتيك انيميا والله احساس غير طبيعي من السؤال ده داخله خارجي السؤال ده جاي اوتو ميون هيموليتيك انيميا الاوتو ميون يا دكاتره يا دكتوره يا بنتي فمهم ندخل بقى بعد كده نتكلم عن الاوتوميون هيموليتيك انيميا. السؤال المهم طبعا هو الاتيولوجي. عندنا في نوعين من الاوتوميون هيموليتيك انيميا. نوع بيجي في اجواء حاره متكونه دلوقتي كنت من سنتين بقول ليه اجواء بقى النهارده الحاره يا جماعه ربنا يكرمه ويروح خالص اشوف دلوقتي ما كنتش اعرف ان البيون كلمه تعض متكونه دلوقتي الاوتوميون او في نوع كورد بقى ربنا يكرمه ايه بقى يطلع قاعد يعمل فين كده انما لا اللي منكم ربنا ويواصل شويه ويقعد فتره كبيره وربنا يكرمه ويروح قاعد عمل في الدول اللي هي تحت الصفر دي ممكن فعلا يبدا يحصل مشاكل عنده في كور الدم بتاعه. اوتو ميون في ورم وفي كورت. الورم درجات الحراره بتاعتنا 37 مش عارف ايه الكلام ده. ايه الاسباب اللي بتعمل ورم اوتو ميون هيموليتيك انيميا؟ بص يا جماعه السؤال ده حلو ليه؟ لان مفيش الا اربع اسباب. انت بس ده السبب الاول وبعد كده ثلاثه سي. ثلاثه ايه؟ اسف لو كلمه ايه جايه لا ثلاثه سي عشان برضه ايه؟ مجال عندنا سي 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 الاولى كانسر اللي هو لوكيميا وليمفوما معايا لوكيميا وليمفوما. السي الثانيه كولاجين اللي هو سيستميك لوبس معايا ولا مش معايا؟ السي اللي بعد كده بنقول لها السي ازاي؟ سايل 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 ايه؟ سايل السايد دوت السايد 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 السايد. فالمهم هم دول اربع اسباب. ايه هم الاربع اسباب اللي بيعملوا اوتو ميون هيموليتيك انيميا؟ خليكم معايا الجوباسيك كانسر والكانسر اللي هو لوكيميا وليمفوما وفي عندنا كمان سيستميك لوبس. ارجع للسيستميك لوبس كانت مكتوبه دي اوتو ميون غالبا بيبقى ور. وكان في عندنا كمان اللي هو السي اللي بعد كده ادويه. والادويه لو انت فاكر اللي ذاكر كارديولوجي يا جماعه اللي ذاكر كارديولوجي هو قاعد دلوقتي قاعد منشكح لان لو رجعت للالفا ميسايل دوبا فاكرين الفا ميسايل دوبا كان بعد الهايبرتنشن بالذات في الستات الحوالي وفاكرين ان انا يوميها قلت لك السايد افكت في الفا ميسايل دوبا اي حاجه يا ابني في حرف الاتش ولما تخلص الاتش تخش على الحرف اللي بعديه بالاي امبوتنس. فاكر لما قلت لك الكلمه دي لما قلت لك واحد ومراته ومراته حامل تاخد ايه الفا ميسايل دوبا يقول لك طب انا كمان عندي ضغط تاخد انا كمان تقول له لا ما تاخدش انت الفا ميسايل دوبا هي بس اللي الفا ميسايل دوبا. وكان في الاتشات منهم هيموليسيس صح ويوميها انا خبطت كلمه كده قلت بيعمل ورم طايب اوتو ميون هيموليتيك انيميا. وانا لسه بقى لسه انتوا خضر ما تعرفوش عن ايه اصلا ورم طايب ولا يعني ايه اوتو ميون ولا يعني ايه هيموليتيك انيميا. دلوقتي خلاص بقى العمليه اه دلوقتي فرقت وبقى جامد هي هي ما احنا جبت 6000 مسار دوبا وانت ما حدش قالها اصلا. طب ادي كده الاسباب اللي بتعمل اوتو ميون هيموليتيك انيميا. ندخل بقى بعد كده طب هيشتكي من ايه هذا العيان الحقير؟ من المانيفستيشنز بتاعت الاوتو ميون هيموليتيك انيميا ومن الهيموليتيك انيميا السكيم بتاعت الهيموليتيك انيميا اللي هم الاربعه والاربعه والثلاثه اللي احنا زودناهم بالظبط ومفيش اي كلمه تزودها. لو عايز تزود ممكن تزود مثلا بيحصل دي اي سي يعني الهيموليتيك انيميا ممكن تعمل حاجه اسمها دي اي سي هناخدها في حصه جايه. واضح؟ الاسباب بقى اللي صعبه في حفظها مش اسباب الورم طيب اسباب الكولد طيب
المشكلة انه في الامتحان يبقى خبيث قوي لو جه يقول لك انيوموريت كوزس اوف كولد تايب اوتو ايميون هيموليتيكاريميا. هو غالبا السؤال هيجي ازاي؟ انيوموريت كوزس اوف اوتو ايميون هيموليتيكاريميا، تقوم انت تقسمها وورم وكولد، ودي عليها نص درجة ودي نص درجة، بس اسباب الكولد غير قابلة للحفظ وغير قابلة للتأليف، لان هما ثلاث اسباب لو انت مش مذاكر يا ابني لو اتشقلبت في الامتحان مش هتقدر تألفهم. هما ثلاث اسباب. نسكر منين هما ثلاث اسباب دول؟ اللي هما ايه بقى ثلاث اسباب؟ واحد سبب مرض اورجانيزم خطير جدا في نفس الشيست مايكوبلازما نيمونيا. مين فاكر الشيست؟ كان سؤال في الاكتيفيكال نيمونيا كنا بنقول مايكوبلازما كنا قلنا دايما كولد تايب اوتو ميون هيموليتيكاريميا. لما حتى قلت لك المايكوبلازما كانت بتعمل حاجات ثانيه فاكرين الكلام ده ومايوكاردايتس ومننجايتس، بس قلت لكم الكلمه اللي بتيجي في الام اس كيو هي ان المايكوبلازما نيمونيا تعمل اوتو ميون هيموليتيكاريميا كولد تايب. السؤال ده كل سنه بيجي بالمناسبه عشان انا نسيت اقوله في الشيست. هيقول لك as regard to atypical pneumonia which is incorrect، ويجي يقول لك مثلا staph pneumonia تعمل هيموليتيكاريميا. لا، هي مايكروبلازما نيمونيا هي اللي بتعمل اوتو ايميون هيموليتيكاريميا. معايا ولا مش معايا؟ طيب وايه كمان عندنا؟ في كمان هيباتايتس سي والهيب سي. لو انت فاكر حاجه اسمها اي ام سي كنا جبنا سيرتها في الهيباتايتس. والمرض الثالث بقى انفكشس مونونيوكليوس. عرفت ان صعب تتالف؟ يعني لما يجي يقول لك اسباب الكولد تايب اوتو ايميون هيموليتيكاريميا سؤال صعب جدا يتالف. هتقل فيها بالامحه يا اما حافظه يا اما مش حافظه. اللي بيجي في الام اس كيو بقى غير الايتيولوجي هو الاميون جلوبولين ايه. الورم وحتى قلتها بطريقه خلينا كلنا نفكرها، قلنا في ورم جو حر جو جي يبقى اميون جلوبولين جي، انما لو كان كولد جو برد مسكوب يبقى مش جي. ما هي ورم كنا قلنا جو حر اميون جلوبولين جي، انما جو برد لو عندنا برد قلنا ايه؟ ايه هو الميم يبقى في البرد يبقى اميون جلوبولين ام. ففي الكولد اميون جلوبولين ام. عارف تفتكرها ازاي بقى لو انت طالب بقى اللي هو ايه؟ طالب رهيب ما انتليش طب محافظ في ادوات بعض. عارف الطالب ده يفتكرها ازاي بقى؟ لا مش عارف تفتكرها ازاي؟ كولد اهم سبب يعملها مايكوبلازما. وانا بشرح المايكوبلازما نيمونيا كنت قلت لك دي مشهوره قوي نوعها اميون جلوبولين ام. بربط الامور مع بعض. كولد تايب اوتو ايميون هيموليتيكاريميا، فاكر الكلمه دي؟ قلنا مايكوبلازما اميون جلوبولين ام، فيبقى الكولد تايب اميون جلوبولين ام، انما الجو الحر اميون جلوبولين جي. الكلينيكال بيكتشر بتاعتها هي الهيموليتيكاريميا السكين، ما فيهاش كلام يتذاكر. خلاص خلص كلام. التريتمنت طبعا بتاع الكولد ادى اي حاجه حرف السي اوتو ايميون الاميونو سبريسيف. واضح؟ طب نخلص كمان من نوع كمان اللي هو السفيروسايتوزس وبعدين ناخد بريك. السفيروسايتوزس كان في كلمه تريتمنت اميون سبريس هي حرف السي بقى يعني اللي هو سايكلوفوسفامايد طب السفيروسايتوزس مهم عايزين نخلي بعض بريك. نخلص من نوع انتوا عارفينه في الاطفال ما يجيليش في البطنه جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي. اخر نوع ناخده جلوكوز 6 فوسفيت هيدروجينيز ديفيشنسي. فاكرين لما قلت لكم اكبر اشتغاله في تاريخ الطب؟ خدتوه في الاطفال مش عارف تختار اطفال ولا قلت كده ولا لا، بس هو ده الواقع فعلا ده اللي بيحصل. كل اللي حصل ان انت عندك الار بي سي زائد الار بي سي زايه قلت لكم قبل كده مدوره ومحمره وباي كونكيف ومرنه فاكرين الكرات الارضيه، وبالتالي هي مطمع بس احنا مش عايشين في المدينه الافلاطونيه. في ذئاب بشريه في الدم وفي الحياه متحولها يعني حواليها كده في ذئاب بشريه كتير قوي. الذئاب البشريه دي عايزه تروح الار بي سي تاكسدها. صح؟ العامل المؤكسد طبعا عارفين عامل المؤكسده اللي هي ايه؟ اللي هي الانتي مالاريا الادويه اللي هو اسمها ايه بتاعت المكسرات برضه كده. حاجات كتير هنقولها دلوقتي. العوامل المؤكسده دي كلها عايزه تاكسد الار بي سيز وتعملها هيموليس. سبحان الله. الار بي سيز محميه. محميه بفعل مين بقى؟ حاجه هنا كده يا جماعه اسمها ريديوز جلوتاسيون. شفت بقى؟ فالعامل المؤكسد رايح عايز ياكسد الار بي سيز. فتقوم بقى شوف الريديوز جلوتاسيون تضحي بنفسها عشان ايه بقى؟ الار بي سيز مهمه يا جماعه. طب العوامل المؤكسده دي لو ربطت الار بي سيز خلاص كلنا عندنا هيموليتيكاريميا. يقوم الريديوز جلوتاسيون ايه عامل يا مؤكسد؟ عايز ايه؟ مش عايز اكسد وخلاص؟ لا انا ريديوز جلوتاسيون. يقوم ياكسد الريديوز جلوتاسيون يحولها لايه بقى؟ اوكسيدايز جلوتاسيون. اكبر اشتغاله في تاريخ الطب. لان العامل المؤكسد بعد ما يعمل كل النزوات والحاجات بتاعته دي كلها يقوم يمشي بعيد. سبحان الله. تلاقي انزيم يحول الاوكسيدايز تاني يرجعه الى ريديوز بروتاسيز.
مين شاطر قوي والاسم اللي اتصير ده هو ده من الشوز هو شفتوا يا جماعه هو ده الانزيم ده عشان كده يوم يرجع تاني للديوز بلوت سيلول يجي العمل المؤكسد ايه الديوز بلوت سيلول شفت فين قبل لا مش انا طب يا وهكذا ويفضل كده عمر الديوز بلوت سيلول ما بيخلص بسبب هذا الانزيم المهم جدا على خيانه بقى الانزيم ده هيجي عليك الوقت والديوز بلوت سيلول دي تخلص يوم نفس العمل المؤكسد الخطير 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 يجي على الار بي سي يوم يرشح هيحصل هيموتس ايه بقى العمر المؤكسدة؟ ما طفين اهم حاجه هي مش عايزين بقى الكلام الوقت والفول والفول الهندي والبقوليات ولا ويانيش رمضان المكسرات كل الكلام ده معروف كامل انما فيك انتي في ادويه طبعا كلكم عارفينها انما انتي ملاريا وبخصوصا ايه بقى؟ كلوروكين صح طبعا بس البريماتين ده اهم واحد بريماتين واضح ولا مش واضح؟ هو ايش معنى؟ هو البريماتين انتي ملاريا بيعمل كده فده كده اللي هو ايه يا جماعه؟ ده اللي هو طبعا في بقى كان في سؤال يهمني في الام اس كيو هنا في الام اس كيو بس عمري طبعا في خطبه يجي يقول لك جلوكوز 6-فوسفيت هيدروجينيز انما كان في سؤال في الام اس كيو اللي هو كان ايه؟ كان في نوعين او في ثلاث انواع من الجلوكوز 6-فوسفيت هيدروجينيز طيب ايه وطيب بي؟ طيب ايه اللي كان بيجي في مين؟ في النيجرو طيب بي اللي كان بيجي فين؟ في الميديتيريا اللي هو احنا او ده البحر المتوسط مين اللي كان ايه الفرق بينهم؟ اولد ده بيحصل في اولد ايه؟ ده بيحصل في اولد النيجرو النيجرو النوع اللي بيجي في النيجرو كويس بيجي في الاولد ار بي سيز ار بي سيز النون بليت تبقى زي الفل يعني متكونه بالريديوز جلوتاسيون بالانزيماتها بكل حاجه عشان كده النوع ده بيخف ولا ما بيخفش؟ بيخف انما النوع بقى بتاعنا اللي في البحر المتوسط ميديترينيان لا ده اولد اند ريسنت ار بي سيز يعني حتى طبيعي هو نفس العيل يقول لك طب يا دكتور طب انا الار بي سيزات كده تعرف يا دكتور الار بي سيزات بتتكون على طول بالمره بيتكون لنا يعني طب الار بي سيزات الجديده هتبقى فيها نفس المشكله عامل المؤكس هيجي مره ولا مؤكس هو واحد للاسف يعني انت النوع الثاني سؤال ده مين جبت ام اس كيو اللي هو اولد وريسنت ده في النوع الثاني انما النوع الاول بيبقى اولد بس يعني النوع ده مش مهم فعشان كده قلت اقول قبل البريك نرقص منه بعد البريك بقى البريك ده اللي هو بكتير عايزينه 10 دقايق لان النهارده اصلا في الفرق يعني الوقت 6 و5 6 وربع بالظبط هي 6 داخل على 10 6 وثلث ماشي 6 وربع 6 وربع يا جماعه نقول انت 6 وثلث بصوا بقى يا كابتن بالنسبه للسفيروسايتوزس سفيروسايتوزس خليكم ركزوا معايا يا شباب يا دكاتره ركزوا معايا سفيروسايتوزس غلطتين في الممبرين بس كده غلطتين في ايه في الممبرين سفيروسايتوزس صفحات كام دي سفيروسايتوزس غلطتين في الممبرين بالمناسبه انتوا عايزين نحقق حصه اي سي جي يا ريت اي سي جي بس كله في حصه كله يعني حصه كام ساعه كده سيبكم بقى من حركات الحوارات 12 حصه والكلام ده حصه بقى من اول ما اخترعوا الكهرباء النهارده يا جماعه حصه الكهرباء حصه غساله انا بتهيألي ما 12 حصه يبقى لازم كده حصه غساله وبعدين الثلاجه وبعدين الاي سي جي ليه؟ كم؟ لا مش هنقعد يوم اللي هو يوم 10 ساعة بس لا هو لا هو في ساعة في مش في ساعة حصة 3 4 ساعات يخلص كويس أكتر من كده على فكرة 3 4 ساعات نور زي الرف خصوصا لو أنت عندك فكرة يعني لو عندك فكرة خليه بعد الكارديو طب خليه بعد الكارديو فعلا أحس بعد الكارديو بقى خلاص بعد الكارديو يا جماعة بعد الكارديو أنا هاخد حصة إي سي جي وحصة عملي كارديو كارديو أنت أصلا البرانش اللي بعد كده طب ما مش هنلحق يا انا الحمد لله في المضمون احسن عايزين الكارديو البرانش الجاي لا يا شيست خلاص شيست وبعدين كارديو وبعدين الاسم المهم يا جماعه بقى سفيروسايتوزس سفيروسايتوزس خليكم معايا السفيروسايتوزس زي ما اخدت في الاطفال قبل كده غلطتين في الممبرين معايا زي ما الامريكان دايما بيقول غلطتين في الممبرين ايه هما الغلطتين؟ خليكي يا دكتورة مفيش اي سي جي انتوا قاعدين مفيش اي سي جي
غلطتين في الممبرين. هذه الار بي سي زيها. فايه هما بقى الغلطتين اللي في الممبرين؟ الغلطه الاولى ان الممبرين اصبح ريجيدا. والغلطه الثانيه انه بيفوت معايا ريجيدا. انتوا عارفين انا لسه قايل لكم من شويه ان الار بي سي يعني اهم صفه من صفات الار بي سي ايه؟ كورونتها او ليونتها. فتقدر ان هي تعدي في البلاد فيسل الصغيره قوي اللي موجوده في الطحال. انما لانها ريجيدا فما فيش المرونه دي فتصطدم عند اول بلاد فيسل ضيقه تقوم ترابشر. وهو الهيموليتيك انيميا ايه غير ان الار بي سي ترابشر. وعشان كده يقول لك اول حاجه انها ريجيدا. ثاني حاجه ودي مهمه جدا ان هي بتفوت. بتفوت ايه بقى؟ بدخل صوديوم. طبعا لما بدخل صوديوم واحد يقول لي ايه يعني؟ اقول لك ما الصوديوم هيدخل هيسحب معاه ميه. بلاها اسفير ومن هنا هنس زنيني. يعني ومن هنا جاء الايه؟ جاء الاسم اللي هو سفيروسايتوس. المهم الكلمه اللي عايزك تعرفها في السفيروسايتوزس ان احنا التشخيص بتاعها او الانفستيجيشنز كنا قلنا كلمه واحده بس اللي هي اسمها ايه يا جماعه؟ ايوه اوزموتيك فراجيليتي تيست. اللي انت بتجيب كده سلاين وتقوم حاطط تجيب ار بي سي زي ار بي سي تمسكها بايدك وتقوم حاططها جوه. لما بتحطها جوه المفروض انها تستحمل لحد كام؟ في الانسان الطبيعي ما بتربشرش الا عند اقل من 4/10. يعني سلاين تركيزه 4/10. ليه بقى؟ لان يعني تركيز الار بي سي زي كام اصلا؟ 9/10. فاول ما بتحطها جوه سلاين اقل منها تبدا تشد ميه. معايا؟ 7/10 تشد ميه، 6/10 تشد، 4/10 تشد، لحد ما توصل لاقل من 4/10 تتكور قوي تقوم ترابشر كده. انما هنا بقى لانها اصلا ريجيد ولانها اوريدي بتفوت فممكن ان هي ترابشر عند رقم اعلى من ال 4/10. يعني 7/10. فعشان كده بيسموها انكريزد اوزموتيك فراجيليتي تيست. هو ده التيست. يبقى انت هتعرف بس في السفيروسايتوزس اللي يهمني في البطنه غلطتين في الممبرين، والكلمه الثانيه اللي تهمني اوزموتيك فراجيليتي تيست بيبقى انكريزد. طبعا بقى في الاطفال كان في كلام اسرائيليات كله مالوش لازمه، وليه الممبرين ريجيد؟ عشان السبكترين مش عارف حصل له ايه، وليه كل ده كلام اسرائيليات دلوقتي ما يهمنيش ابدا. باروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا ده مرض بيجي في اليهود، والباروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا لانه بيجي في اليهود فتلاقيه بيشتكي من ثلاث حاجات مالهمش علاقه ببعض، تحس انه مرض رخم قوي. ايه هما الثلاث حاجات دول بقى؟ الباروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا ده مرض بيمتاز، اول حاجه ان في غلطه في الممبرين. غلطه في الممبرين تقوم تعمل هيموليسيس. معايا؟ ايه الغلطه اللي في الممبرين بالظبط؟ يقول لك ان الممبرين بتاع الار بي سيز اصبح حساسا. حساسا لايه بقى؟ للكومبلمنت 3. معايا؟ طب ما احنا كلنا يا جماعه هل الكومبلمنت 3 يعني احنا كلنا اهو فكروا فيها كده. لما الكومبلمنت 3 تيجي تلمس الار بي سيز هل على طول الار بي سيز بترابشر؟ لا. انما هنا في الباروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا السي 3 بترابشر. يقوم لو فيك واحد ذكي يقول لي انا فهمت دلوقتي. اقول له فهمت ايه؟ يقول لي فهمت هم ليه سموه نكتورنال. نكتورنال ليه بقى؟ لانه غالبا بيحصل بالليل. ليه بيحصل بالليل؟ لانه واحنا نايمين بيحصل ايه يا جماعه؟ هايبو فنتليشن. هايبو فنتليشن تقوم تزود ثاني اكسيد الكربون، صح ولا غلط؟ فثاني اكسيد الكربون لما بيعلى يعمل اسيدوزس، وزي ما انتم عارفين الاسيدوزس بتعمل اكتيفيشن اوف سي 3. عشان كده يا جماعه غالبا هذا المرض الحقير بيبدا يشتكي دايما وهو ايه يا جماعه؟ وهو نايم فسموه نكتورنال. المهم هو بيشتكي رقم واحد هيموليسيس، رقم اثنين بان سيتوبينيا لسه قايلينها، رقم ثلاثه ثرومبوزس. معايا ولا مش معايا؟ على الرغم ان البليتلت قليله ده عنده بان سيتوبينيا، يعني البليتلت قليله الا ان البليتلت ملزقه مع بعض. عشان كده حتى قلت لكم مرض بيجي في اليهود مرض حقير قوي، يعني رخم كده مش مفهوم، اللي هو باروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا عباره عن هيموليسيس عباره عن بان سيتوبينيا ومع ذلك في ثرومبوزس. البليتلت قليله ومع ذلك بتلزق. زي مرض لسه واخدينه الحصه اللي فاتت كان برضه متناقضين كده اللي هو الانتي فوسفوليفل سندروم. معايا؟ المهم بقى ده الباروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا. واضح ولا مش واضح؟ تيجي كده يقول لك والعيل دخل ينام مره واحده صحى من النوم وكليته وجعه وبطنه وجعه وفيفر جامده وصدر جامد. المرض ده ما اتحقرته ان المرض الوحيد رغم ان هو كورباسكولار مشكله في الار بي سيز لكن مش معروف هل هو اكوايرد ولا كونجنتال. محدش يعرف. يعني في كتب هتلاقيها كاتبه كونجنتال، كتب ثانيه بتقول لا ده هو مرض اكوايرد. فمرض برضه عليه كلام وتحس ان هو مرض رخم كده موجود في اليهود. وطبعا عارفين التيست بتاعه في الانفستيجيشنز كان اسمه هام تيست. هام تيست اللي هو بنحطه في وسط حامضي وتلاقي الار بي سيز على طول ربشرت لان الوسط الحامضي بيعمل اكتيفيشن في ايه؟ اوف سي 3. المهم ندخل بعد كده تعالوا بقى للكلام اللي انتوا عارفينه ودارسينه في الاطفال كويس جدا اللي هو الامراض اللي سببها مشكله في الهيموجلوبين. انتوا عارفين تركيب الهيموجلوبين اصلا ايه يا جماعه؟ الهيموجلوبين الطبيعي بتاعنا بيتكون من ايه؟ الهيموجلوبين الطبيعي بتاعنا هيموجلوبين ايه؟ والايه ده اللي هو يمثل كام في المية؟ 97%. هيموجلوبين ايه ده؟ ده اللي يمثل 97%. عباره عن ايه ده؟ الايه عباره عن ايه؟ عباره عن 2 الفا وعباره عن 2 بيتا. صح ولا غلط؟ كان في كمان هيموجلوبين اي 2
A2 اللي هو كان 2 الفا و2 دلتا. معايا؟ كان في كمان هيموجلوبين اف ده اللي موجود فيه توسيع اللي موجود في الجنين وانت لسه اللي هو كان يمثل كام ده عباره عن ايه؟ يقول لك 2 الفا كان في 2 جاما. انا كل ده ما يهمنيش، انا يهمني التوزيع بتاعهم قد ايه في جسم الانسان في الادلت. ده 97% ده 2.5% يبقى الهيموجلوبين اف كام؟ 0.5% مش محتاجه يعني ذكاء يعني. ف0.5% خد بالك ان الهيموجلوبين اف ده استبينه وتشرب ميته. يعني احنا اللي شغال هو هيموجلوبين ايه يا جماعه؟ هيموجلوبين ايه؟ لان في مرض هيقابلنا دلوقتي كل اللي بيحصل ان هيموجلوبين اف ما تحولش لهيموجلوبين ايه؟ فهيفضل عندك 80% من هيموجلوبينك او اكتر هيموجلوبين اف. طبعا ده استبينه وتشرب ميته لانه ما بيعملش حاجه. يعني ضعيف على ان هو يقدر ان هو يقوم بمهام الهيموجلوبين. المهم هنبدا اول مرض وده اللي يهمني وده مهم جدا، ثلاسيميا. طبعا لما اقول ثلاسيميا خلاص بقى انتوا عارفينها من الاطفال. كان في ثلاسيميا، كان في بيتا ثلاسيميا، وكان في الفا. الالفا سيبك منها بس بدل تشرب ميتها، واعتقد ان انتوا في الاطفال حتى في الاطفال ما ذاكرتوهاش ولا ذاكرتوها في الاطفال، لان العيل بيموت وخلاص الموضوع منتهي ومالناش دعوه بيه. المهم بالنسبه لي هو البيتا والثلاسيميا. البيتا ثلاسيميا زي ما انتوا عارفين كان في ميجور ثلاسيميا ميجور، وكان في انترميديت، وكان في انترميديت يعني، وكان في اللي هو الماينور. اللي انت هتذاكره هو الثلاسيميا ميجور، لان الماينور يعني حاجه ضعيفه قوي، الانترميديا ما بين الاثنين. انما اللي انت هتذاكره هو الثلاسيميا ايه يا جماعه؟ الثلاسيميا ميجور. خد بالك في مشكله ان الثلاسيميا ميجور ليها اسم ثاني. ايه الاسم الثاني؟ اسمه كونس انيميا. اصل ساعات يجي في الامتحان يقول لك الام اس كيو يقوم جايبها لك ايه كونس انيميا دي؟ فانت تبقى عارف ان هي نفسها الثلاسيميا ايه يا جماعه؟ ميجور. وممكن يتلاعب بيك في الامتحان يقول لك كلينيكال بيكتشر اوف كونس انيميا، وانت قاعد وقاعد تضرب في الامتحان كونس ده ايه كونس انيميا دي؟ ما هي اللي هي ثلاسيميا ايه يا جماعه؟ ميجور. وعلى فكره بالمناسبه السؤال ده بيجي في الام اس كيو. ثلاسيميا ميجور ايه اللي حصل بقى؟ كل اللي حصل ان الهيموجلوبين اف ده ما تحولش لهيموجلوبين او، اصبح عندك على الاقل 80 90% من هيموجلوبينك هيموجلوبين اف. ايه ده؟ ايه ده هيموجلوبين اف؟ يعني انت وكان ما عندكش هيموجلوبين اصلا. عشان كده هذا العيل الخطير كان لازم محتاج ايه يا جماعه؟ بلاد ترانسفيوجن. مرض من هو عيل قد كده وعنده انيميا. عشان كده كان الكلينيكال بيكتشر بتاعته بيشتكي من خمس حاجات، انا اعتقد ان اولهم انيميا طبعا، والانيميا تمتاز هنا ان هي سيفير انيميا، واضح؟ وانيميا منذ الصغر ولابد من بلاد ترانسفيوجن. والانيميا الجامده الكرونيك دي كانت تعمل اربع حاجات، كانت جمله موسيقيه حتى تنفع اغنيه اطفال. فاكرين يا جماعه جمله واحنا كنا كاتبينها؟ ولو فاكر الجمله دي ويا سلام عليك في الشفوي لما تاخد بايده كده رقصه سلو تقول له ايه بقى؟ هذا الانيميا بيمتاز لانها كرونيك ومن زمان قوي، فنموه قليل، طحاله كبير، عظمه ملخبط، حديده كتير. تنفع اغنيه اطفال والله، تحس كده ان هي ايه؟ فاكتب الكلمه دي بالعربي اهي، نموه قليل، ده عنده كرونيك انيميا من هو صغير. بس على الرغم ان نموه قليل لكن ايه يا جماعه؟ طحاله كبير. لما قلت لك عندما يتحول هذا الانسان الى طحال، تلاقي طحال داخل عليك ونازل له رجلين وطلع له كباخ كده. وطحاله كبير، عظمه ملخبط، طبعا عظمه ملخبط، ليه؟ لان البون مارو بيحاول يعوض النقص في الار بي سيز، فبيحصل اكسبانشن فبيحصل مشاكل في العظم. مشاكل في العظم ايه؟ عظمه ملخبط دي في وشه بيبقى ثلاسيميك ثلاسيميك فيتشر اللي هو بيسموه منجلويد لايك، وان كان في بعض الناس بتضايق من الاسم ده. ثلاسيميك ووشه لما انا قلت لكم بيبقى عامل بالظبط زي فلافيت. زي اسمه ايه اللي كان في الاهلي؟ كان اسمه ايه؟ فلافيلو. فلافيلو. يبقى بالظبط عامل زي فلافيلو. فاكرين يا جماعه اللي هو ايه؟ هنقول دلوقتي المواصفات عامله ازاي؟ فعظمه ملخبط، حتى كان فيه في الاكس ري حاجات بتبان كده، اكيد عارفينها يعني، هي الاومينتا بيرانس والكورنكس والاكسان والكورنكس. هو انتوا في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ هو في كلام كفار يعني. وبعدين حديده عظمه ملخبط، حديده كتير. طب حديده كتير ليه بقى؟ شفت بقى الهيموكروماتوزس، ار بي سيزات كلها بتربشر، فالعيان ده ممكن يموت بسبب ايه؟ وعلى فكره سبب وفاه هذا العيل الخطير قد تكون ايه يا جماعه؟ هيموكروماتوزس. المهم يبقى اذا لما يقول لك ايه كلينيكال بيكتشر وثلاسيميا اكتبوا الكلمه دي بالعربي. عنده انيميا ده امر مفروغ منه، انما عنده اربع حاجات اللي هما ايه بقى؟ جمله موسيقيه، نموه قليل. افتكر بقى ما دام نموه قليل، نموه قليل، طحاله كبير، عظمه ملخبط، حديده كتير. واعمل علامات موسيقيه وجو معايا؟ طيب حديده كتير اللي هي ايه يا جماعه؟ طبعا اول عظم ملخبط اللي هو الثلاسيميك فيتشر اللي هو يعني ايه؟ فلافيلو او فلافيلو هو كل حاجه بتبقى كل حاجه في وش طبعا معناها ايه؟ فلافيلو نازل. فاكر لما قلت لك كل حاجه في انت فاكر فلافيلو؟ فلافيو كان عنده الدماغ طلع والله كانت بتطلع كان بيجيب دماغ كان بيلف 360 درجه لو انت فاكر والله ما كانش بيجيب جوان غير الدماغ كان كان بيقوم على طول جايبها ما فيش حد كده فهو ده كان ايه يا جماعه؟ كل حاجه في وشه طالعه ما عدا مناخيره كانت ديبريس داخله لجوه، يعني بيحصل بروجانسيزم ولا لا؟ بيحصل زي مرض ايه اللي كان بيعمل؟ كروماجالي. كروماجالي مثلا.
فالمهم يعني طب حددوا كتير هيموكروماتوزس. ايه الهيموكروماتوزس؟ ما احنا مذاكرينه فين بقى؟ في الجي اي تي اللي هم كانوا كام حاجه؟ 8 حاجات. عشان كده ساعات يقول لك اول سبب يموت هذا العين از ايه؟ كونجستيف هارت فيلير. عشان الهيموكروماتوزس كان كبده قلبه بيكبر كده في عيل صغير بقى كونجستيف هارت فيلير. ممكن العيل ده يموت بسبب الانفكشن بالمناسبه، وممكن طبعا يموت اسكيميا غير عاديه والهيموجلوبين قليل قوي. تفاجئ ان هذا العيل الخطير مات بسبب ايه بقى؟ مالتيبل اورجان فيلير. ثلاث اسباب كانوا بيموتوا هذا العيل، انتوا عارفينه من الاطفال، انفكشن، كونجستيف هارت فيلير، مالتيبل. ايه يا جماعه؟ المهم يعني ده الثلاسيميا ميجور. الثلاسيميا انترميديا والثلاسيميا ماينور ما تذكرهمش، لان الماينور ولا حاجه ومش محتاج عليه. مش محتاج علاج ايه؟ كل اللي حصل ان الهيموجلوبين إيه بقى ايه؟ هيموجلوبين اف وهيموجلوبين اي 2 الاثنين بدل ما يبقوا مثلا 2.5 ونص في المية، لا بقى من 5 ل 10% وده من 5 ل 10%. فهيموجلوبين اي 2 بيعلى شويه وهيموجلوبين اف بيعلى شويه. انما ما زال 80% من هيموجلوبينك ايه يا جماعه؟ ايه؟ هيموجلوبين ايه؟ تبوس ايدك وش وظهر عليهم حلوين شعب الحلو. عشان كده ده مش محتاج تريتمنت. الانترميديا على حسب بقى، ممكن تحتاج في الاتاك وممكن ما تحتاجش. بس هو الميجور هو ده الايه؟ الكلمه المضيئه في الانفستيجيشنز مين يقولها بقى؟ في الالكتروفوريسس يا جماعه. بص روح حد براحتك، كنت في الامتحان براحتك ما كتبتش الكتروفوريسس خدت صفر. يعني في ناس وانه وان مش وان الامي الثلاسيميا طبعا هو هيموكروماتوز، والكلمه قصدي الالكتروفوريسس. والكلمه الثانيه المهمه جدا الايرد بروفايل، والكلمه الثالثه المهمه انا فاكر قلت لكم الاكس راي. الاكس راي طبعا الكلمه المضيئه اللي هي هير اون اند ابييرنس، تلاقي كده السكال فيه حاجات عامله زي الشعر كده معايا، وتلاقي الكورتكس بقى سن قوي لان حصل اكسبنشن فخلى الكورتكس يا جماعه رفيع قوي والمظله بقت وسعت قوي. انما طبعا الكلمه المضيئه هي اون اند ابييرنس، انما كانت الكلمه المضيئه اللي احنا خلصناها في ثانيه ايرد بروفايل. ما هي عايز اجابه تخلص ايه الاير بروفايل في عيان الثلاسيميا؟ السؤال ده بيجي في الام اس كيو وانا اعتقد عكس الاير ديفيشن ثانيه. خلص الكلام عكس الاير ديفيشن ثانيه. يعني ايه العكس بقى؟ خلاص انت ذاكر الايرن ديفيشنسي وركز بقى. يعني الحديد ماله؟ يعني الايرن توتال ايرن بقى انت بس مالها؟ قليل. يعني صرف الفلتين ماله؟ عادي. اشمعنى؟ يعني صرف الفلتين ده كان قليل؟ يعني مش محتاجه بقى هو عكس الايرن بروفايل؟ واضح ولا مش واضح؟ بس كده. طب اطلق العلاج طبعا بتاع الثلاسيميا مش جاي النهارده اقول لك علاج الثلاسيميا. طبعا اول كلمه لازم بلا ترانسفيوجن. وبلا ترانسفيوجن خدته في الاطفال بقى، في سوبر بلا ترانسفيوجن وفي سيمبل وفي هايبر. فاكر الكلام؟ يعني بنخلي العيال عايز تخلي هيموجلوبين اكتر من 12 ولا هيموجلوبين 10 بس، ولا كفايه هيموجلوبينك 6 وخلاص وتعيش بيهم ويبقى ايه هو سيمبل بلا ترانسفيوجن وخلاص. فهو كده فده كده. لو كان في كمان حاجه كاليشن الحديد، طبعا عيل ده ما ياكلش حديد خالص ولا يشيل حديد. كنا بنخلي العيل ما فيش حديد خالص. انما ايه يا جماعه؟ كان لازم حاجه برده كاليشن حديد ولا الدستور. وكان في شويه بقى حاجات ايه واكسجين بقى عشان برضو الهايبوكسيا اللي عنده ونشيل السبلين عشان الثلاسيميا اللي عنده حاجات من دي. في حاجات بقى طبعا تعمل بقى جين ثيرابي والكلام اللي انتوا عارفينه ده. سيكل سيل انيميا سهله بقى. سيكل سيل انيميا عندنا في حاجه اسمها هيموجلوبين اس امينو اسيد اتغير اللي هو جلوتاميك اسيد لو فاكرين امينو اسيد لوحده اتغير. يعني انتوا عارفين يا جماعه الهيموجلوبينا يعني سبحان الله بقى انت عندك في اربعه بولي بيبتايد تشين كل واحده فيها كام؟ 12 امينو اسيد. واحده بس اتغيرت واحده. خلى هيموجلوبينك مش هيموجلوبينك. يعني احنا هيموجلوبيننا يمتاز بانه ايه؟ بانه يستحمل مين؟ الهايبوكسيا. صح ولا غلط؟ ولا اي واحد فينا لو تعرض لهايبوكسيا قال على طول تلاقي الهيموجلوبين بقى حصل له سيكلينج وبقى عامل زي خلايا منجليه كده وتطاول. يعني بدل ما العرض السيزيه كده بدل العرض السيزيه بقت عامله كده. هل لما بنتعرض لهايبوكسيا بيحصل كده؟ لا. ليه؟ الحمد لله لان هيموجلوبيننا سليم. لكن لو انت عندك هيموجلوبينك امينو اسيد واحد بس اتغير اللي هو جلوتاميك اسيد على طول تلاقي نفسك ايه يا جماعه؟ اصبح الهيموجلوبين هشا ما بيستحملش حتى الهيبوكسيا. عشان كده اللي منكم بقى يروح في اي مكان مرتفع يتفضح هناك. يعني اللي منكم مثلا يروح يجي له عقد عمل في السعوديه في حته اللي هي العاليه اللي تحت برضه هتلاقي ايه يا جماعه؟ على طول ممكن يحصل يقول لك انا بشتكي من يحصل الهيموليتيك انيميا السيكلينج. موجود على فكره سيكل سيل انيميا مشهور قوي في اليمن في جنوب السعوديه في الاماكن دي تلاقي الحاجات دي موجوده كتير قوي. بيشتكي من ايه بقى هذا العيان؟ طبعا هيموليسيس ماشي بهيموليتيك انيميا. بس لان الار بي سيز بتعمل حاجه اسمها هولوم يعني منجل هم خلايا منجليه مطوله كده يتحدوا مع بعض يسدوا لك اي بلاد فيسل ومن فوق لتحت بقى ده اللي اسمه فازو اوكلوسيف كرايسيس. من فوق لتحت في دماغك يعملوا ايه يا جماعه؟ استروف. انزل لتحت ريتينال ديتاتشمنت. انزل لتحت اسكيميك هارت ديزيز. على فكره تقول زي ما تقول يعني هتقول لي برضو اسكيميا هتقول في الكيدني بيحصل تيوبولار دامج هتقول في التستس على فكره او عموما في كان بيحصل حاجه اسمها برايا بيسمنت.
رايابيزم اللي هو ليج الخلايا او قصدي الكور الدم الحمراء تسد البنايل فين فالدم بيوصل لكن ما بيرجعش فيحصل طبعا حاجه اسمها رايابيزم اللي هو بينفول يا جماعه سستيند ايركشن عيل صغير قد كده وعنده بينفول سستيند ايركشن ممكن يبقى بسبب سيتل سيل انيميا تكتب الكلام ده كله في الامتحان وليك انسر طبعا كانت مهمه قوي انما تكتب الكلام ده في الامتحان تاخد صفر لان في الاطفال قالوا لكم في حته مهمه قوي لازم تقولها ايوه دي الاسبرين ماشي انما في حته مهمه البوم حاجه اسمها اللي هو نيكروزس للهدف ايه يا جماعه فسكولار دي كانت مهمه قوي في العيال دي بس الكلمه بقى المهمه جدا اللي ان بي اللي لازم تعرفها ان ممكن يحصل ايه بقى الاسبلين نفسه يحصل اسبلينك انفاركشن يقوم يسموها حتى اوتوسبلينيكري عشان كده ساعات يقول لك ايه نوع الهيموليتيك انيميا اللي طحاله ما بيكبرش قول له على طول سيكل سيل انيميا طب هو انا اشيل الاسبلين في واحد عنده سيكل سيل انيميا ما هو يتشال جاهز اوتوسبلينيكري على فكره مش شرط برضه محدش يبقى حافظ مش فاهم يعني في ناس عندها سيكل سيل انيميا بتشيل الاسبلين عادي ما حصلهمش يعني اوتوسبلينيكري ما تبقاش اللي هو ماشي بقى واحد زائد واحد بيساوي 2 والكلام ده فهو اوتوسبلينيكري الاسبلين ما بيكبرش بس كده ده اللي تعرفه برضه انا عليك اهم كلمه بالنسبه لي الكتروفوليس طبعا الكلام ده انت مش بتذاكرهم زي ما ذاكرت الاطفال وانت بتراجع اعرفهم بسرعه ليه تعرفهم بسرعه لان تلتين الاجابه هي الهيموليتيك انيميا اصلا يعني انت تلتين الاجابه انت كاتب موضوع الهيموليتيك انيميا فبتزود الكلمات المضيئه بس سواء في الانفستيجيشن سواء في الكلينيكال بيكتشر بس كده ندخل بقى في الموضوع الاهم والاوقع واللازم يجي في الامتحانات كل سنه اللوكيميا اللوكيميا طبعا انتوا اكيد مذاكرينها برضه من اطفال وحتى في البطنة اكيد وانت بتذاكر مع نفسك اكيد كنت مركز في المواضيع اللوكيميا ركز بقى غير عادي زي ما غير عادي انيميا اوف كرونيك ديزيز ما دي تجميعه اللي هي يعني ايه تجميعه اللي هي مثلا في موضوع الروماتويد ارثرايتس بنام ليه كده ليه لا ما هي مش بس مش هتيجي يقول لك انيميا اوف كرونيك ديزيز انما انت تكون عندك حاله روماتويد ارثرايتس وعلى سبب الانيميا نعرف ان هي انيميا اوف كرونيك الكلمه المضيئه فيها طبعا حديد الا بس رافرتين بيبقى ايه بيبقى عادي اللوكيميا ركزوا بقى يا جماعه اللوكيميا اصلا مشكله عيان اللوكيميا فيها مشكله عيان اللوكيميا ان هو قاعد البون مره اهو في عندنا ليه طبعا مهم جدا طبعا او سنقول بعد اللوكيميا في تجمعات اسباب الليكوسايتوزس والزينوفيليا ده لازم تيجي في الامتحان لازم كل سنه يجي سؤال فيها يعني بريد كوزس الزينوفيليا بقى اي حاجه بس يعني فكره حتى لما نيجي نجمعها مكتوبه هنا بطريقه حلوه قوي لان كلها ليمونز انت هتلاقي كلها ايه يا جماعه صراحة. المهم بقى يقول لك ايه اللوكيميا اللوكيميا عندنا في اكيوت لوكيميا كرونيك لوكيميا النهارده هنقول الاكيوت ولو انتوا فايقين ممكن اخلص كرونيك فالاكيوت الاكيوت لوكيميا والكرونيك لوكيميا الاكيوت لوكيميا سواء اكيوت او كرونيك هي الفكره واحده ان حصل مالجننت ركزوا معايا بروليفريشن اوف وايت بلاد سيلز مالجننت بروليفريشن ايه اللي حصل بالظبط بقى على حسب الوايت بلاد سيلز حصل لها مالجنت بروفريشن في انهي مرحله وركزوا بقى في البوك ده في الاكيوت بيحصل في ايه بقى بلاس سيلز بلاس سيلز الخليه كبيره قوي في الحجم فمره واحده تلاقي في البول مره البلاس سيلز حصل لها ايه يا جماعه مالجنت بروفريشن بقوا ملايين طبعا بلاس سيلز يعني بطيخ في البول مره انت واخد بالك بلاس سيلز كتير قوي البول مره بقى مليان بلاس سيلز خليه كبيره قد كده وغير ناضجه قوي انما في الكرونيك ايه اللي بيحصل بقى مالجنت بروليفريشن برضه بس فين؟ برضه في الوايت بلاد سيلز بس في خليه اكثر نضوجا. يعني ايه اكثر نضوجا؟ يعني كل ما الوايت بلاد سيلز بتنضج كل ما حجمها يبدا ايه؟ يصغر مش هتوصل للطبيعي طبعا بس بتصغر شويه وتصبح اكثر نضجا شويه. عشان كده يا جماعه في الشفوي لما يقول لك تعرف يا ابني تقول لي الفرق الفلسفي ما بين الاكيوت لوكيميا والكرونيك لوكيميا رد عليه وقول له احسن اجابه قول له الاكيوت لوكيميا في بطيخ في الجمهور انما الكرونيك لوكيميا في برتقال في الجمهور. اجابه جامده قوي يعني تقول له ايه يا جماعه هنا بطيخ في البون مارو وبرتقال في البون مارو طب هو الانسان الطبيعي المفروض عنده ايه رايت بلاد سيلز عينك في البون مارو او ليمون في البون مارو لما حصل برتقال في البون مارو وعشان كده بقى يقول لك وما الكلينيكال بيكتشر على فكره انت ما دام ركزت في المعلومه دي خلاص تقدر تقول الكلينيكال بيكتشر ومحفوظ مكانه في اقصى درجات الجحيم اللي محتاج ان هو يرجع بيته عشان يذاكر الكلينيكال بيكتشر لان تعالى نبدا بالاكيوت كده ايه اللي هيحصل في الاكيوت رقم واحد بطيخ في البون مارو تعمل لك على طول مصيبتين المصيبه الاولى اللي هي ايه بون مارو فيلير لان البطيخ ده يدوس لك على مين بقى إيه؟ على الار بي سي زات والبلاتليت تقول لي عشان كده إيه؟ في الاكيوت لوكيميا لازم يبقى في انيميا صح إيه؟ ليه في انيميا لان الار بي سي مضغوط عليها معايا ولا مش معايا مركزين يا اولاد ولا لا فده كده اللي هو رقم واحد بون مارو فيلير ورقم اتنين هيحصل ايه بقى الوايت بلاد سيلز زي ما انتوا عارفين كتير قوي فبتطلع في الدم كتير قوي
جوانت بلاد سيلز عندها القدره ان هي تخترق اي تشو صح. يعني خد بالك الار بي سيز لما كانت بتزيد بتعمل بوليسايسيميا يعني لزوجه في الدم. ما سمعناش ان واحد عنده الار بي سيزات عيط لانها طلعت في دراعه. يعني ايه دراع فيه ار بي سيزات او في التشو او في دماغه. انما هنا الوايت بلاد سيلز ده هي اصلا الفانكشن بتاعتها ان هي تروح تهاجم الاورجانيزم جوه التشو. وعشان كده يقول لك بقى الوايت بلاد سيلز لما تكتر قوي يحصل حاجه اسمها تشو انفلتريشن. اذا اصبح يعني الليوكيميا المسكين بيشتكي من كام حاجه؟ حاجتين. ايه هما الحاجتين دول بقى؟ رقم واحد بون مارو فيلير، ورقم اثنين ايه؟ تشو انفلتريشن. يوم واحد يقول لي ده الاكيوت ولا الكرونيك؟ اقول لك الاكيوت. تقول لي طب وبعد ما ذاكر الاكيوت عايز اجري جري اذاكر الكرونيك؟ اقول لك يبقى حمار جامد كده. لان الكرونيك هو الاكيوت بس في فرق واحد. في الاكيوت كان كان بطيخه البرتقال. بطيخ في البرتقال. عشان كده مشكلتك الاولى مع العيان هتبقى ان العيان عنده ايه؟ عنده بون مارو فيلير. انما هنا في الكورونيك ده عنده برتقال فهو عنده بون مارو فيلير بس مش المشكله الاساسيه. برتقال صغير فيقدر يرفع تيشو بسرعه. فيقول لك ان الكورونيك هو الاكيوت بس في الاكيوت بون مارو فيلير وتيشو انفلتريشن. طب في الكورونيك تيشو انفلتريشن ورقم 2 بون مارو فيلير. يعني هتقوم يعني لو افترضنا سي جدلا جه سؤالين في الامتحان واحد بيقول كلينيكال بيتشر اوف اكيوت وكلينيكال بيتشر اوف كورونيك لوكيميا ورا بعض هتقوم كاتب الاكيوت. طب في الكورونيك قول له انظر السؤال فوق بس اقلب صح. يعني يقوم قالب كده هيطلع هو نفس الكلام. عشان كده تلاقي طالب بقى ده اللي اي كيو شمبانزي عادي جدا وهو ده اللي بيبقى ليله امتحان البطنه بيجري كده في الشوارع وتجيبه من حمام السيدات فاول طريق طبيعي حافي كده لان هو غبي قعد طول السنه بيذاكر ازاي بقى؟ بتعمل ايه دلوقتي يا حماده؟ انا بذاكر الاكيوت كتاب. هو نفس ذات الطالب بيذاكر من نفس ذات الكتاب. بتعمل ايه دلوقتي؟ بذاكر الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكورونيك لوكيميا وبيشبه هو ايه اللي بيحصل؟ انا شفت الكلام ده هو تشو انفلتريشن وبعدين ايه يا جماعه؟ بول مارو فيلير. انما في الاكيوت بول مارو فيلير وبعدين تشو ايه؟ انفلتريشن. عشان كده انا هشرح الكلينيكال بيكتشر بتاعتي بس الاكيوت اجي اشرح كورونيك تقولوا لي ايه؟ لا بس في حاجات هتبان في اختلافات صغيره قوي هنقولها لك. كلينيكال بيكتشر اوف اكيوت لوكيميا يوم واحد مهرجه انت الاتيولوجي سيبك منه. يعني الاتيولوجي تقدر تلف جينيتك العوامل الوراثيه وان كانت بتلعب اكتر في الكورونيك لوكيميا بعض الراديشن بعض التوكسين زي البنزينات على فكره اكتر ناس معرضين للوكيميا. طبعا العوامل المشعه زي اخواننا في هيروشيما وناجازاكي هم الاكثر الناس اللي عندهم طبعا لوكيميا بتنزا كده. انما الناس اللي شغالين في اي بنزين تلاقي برضو عندهم اكثر عرضه ليه يا جماعه او اللي ساكنين جنب بنزينه يعني كل الحاجات دي بتبقى برضو حاجات صغيره. انما اللي يهمني هو الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر بتاع الاكيوت الاكيوت مهرجة هندي قاعد بيقول لي اكيوت ليمفو بلاستيك ولا مايلو بلاستيك. خدت بالك انا بقول الاول اكيوت ليمفو ايه؟ صدقتوني ولا لا؟ لما قلت لك ان مشكله الاكيوت لوكيميا كانت على مستوى ايه؟ بلس سيلز. لان ممكن تلاقي طالب قاعد في الحياه القاعدين في الحياه كرونيك ليمفو بلاستيك لوكيميا. طبعا هتلاقي الراجل بيضحك بس بيكتب الضحك عشان ما يضحكش يديك صفر ويكمل معاك. اه حبيبي بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ هتلاقيه على طول شافها بتقول ايه يا بنت؟ بقول له دكتور كرونيك ليمفوبلاستيك لوكيميا ولا عايز الكرونيك مايلو بلاستيك شافك عايز طبعا ده اداك صفر من زمان اصلا. هي يا ابني الاكيوت بس على مستوى براس سيلز انما الكرونيك مش على مستوى براس سيلز سموها اكيوت ليمفويد لوكيميا او مايلويد لوكيميا معايا؟ فاحنا في الاكيوت الكلينيكال بيكتشر ايه؟ قولوا بقى واحد بون مارو فيلير وبون مارو فيلير مش عايز اقول بقى ما انتوا عارفين ار بي سي زاد بتقل انيميا وايت بلاد سيلز بتقل اللي هو الكلام اللي انتوا عارفينه مش هنقعد بقى ريكرنت انفكشن ومكانه الحقنه وزورك سور سور والكلام اللي انتوا عارفينه ده واضح وجي اي تي ويورينري تراكت انفكشن والكلام ده وسكن انفكشن. طب وبعد كده البليتلت بيحصل بربره البربره بتاعت البليتلت بتبقى تنبغل ولا ما تنبغلش؟ فاكرين لما قلنا الغرائب الاقضاء لما قلنا الضغطه تطلع فينا شلت البربره معناها بي بس نوت بل والباسكولار البربره اللي مش بي بلطيه بقى سبحان الله. فده كده اللي هو وطبعا بقى صفات البربره هنقولها في موضوع البليدنج. ادخل رقم 2 تيشو انفلتريشن. يلا حد يالف تيشو انفلتريشن بقى. اول حاجه في تيشو انفلتريشن اطلع من العظم. ما انت هتروح الاول هتطلع من العظم فكان بيحصل في العظم ايه كلمه مهمه قوي تندر ستاند. وبعد كده ايه كمان اللي لو كانت ليمفو بلاستيك ما تنساش تقول لي ليمفا لينوفاس. طب لو مايلو بلاستيك ابدا بهيباتوس بلينوميجالي او سبلينوميجالي صح ولا غلط؟ بس هنا ليمفا دينوفاس عارفين بقى ليمفا دينوفاس دي بتبقى فين؟ سيرفايكال في الاول وممكن تبقى تروح بالدياستاينال وممكن توصل حتى بورتا هيباتس في الليفر فممكن تخلي العيان يصفر شويه. المهم رقم واحد العظم وبعد كده وانت خارج ليمفا دينوفاس وسبلينوميجالي وبعد كده امسك الاعضاء كلها في نفس الترتيب بتاع امراض الروماتولوجي. فاكر امراض الروماتولوجي اللي هو كان سكن
كدني 3 في سي بس كان بعد ال 3 سي في اي وفي دبليو هنا لا شيل الاي وشيل ايه بقى حط بقى كان الاي تيسس والتيسس كانت مهمه قوي في الاطفال وبعد كده ممكن كمان بعد تيسس كمان تزود ايه لو هيبقى الضم لما كنت حتى قلت لك هنا بقى هنزود حاجه فوق وحاجه تحت مكان العين حط الضم ومكان البلط حط التيسس فاكر الطالب برضو مكانه محبوس في اقصى درجات الجحيم هو اللي ممكن يسال سؤال دلوقتي سبت سؤال غبي قوي طب حد عايز يسأل سؤال في حد عايز يسأل سؤال في سؤال غبي قوي ممكن يسأل اللي هو مثلا ايه واحده بدون ذكر اسامي يعني تقوم تقول لي طب هو ايه اللي بيحصل في كل حاجه فيه كل عضو من دول بيحصل فيه يعني بيحصل ثلاث حاجات ثلاثة اتألفوا والثلاثة على فكرة بحرف الان او عشان اكون اقصر دقة بحرف الان حرفة مش انت فاهمين ايه الاي ان يعني حرفة الان الاي ان انفكشن عارفين ليه لان الوايت بلاد سيلز شوية عيان مش شغالين وانفركشن وانفلتريشن انفلتريشن لان خلاص ما احنا قلنا تيشو انفلتريشن اصلا طب انفركشن ليه لان الوايت بلاد سيلز شوية عيان عيان بيتنططوا لك طول النهار يقوموا يسدوا لك البلاد فيزل يعملوا حاجة اسمها ليكوستيزس وعشان كده لما انت تقول لي ايه اللي بيحصل في السكن هقول لك سكن انفكشن انفلتريشن سكن انفكشن هتقول لي طب في القلب هقول لك طب في الدماغ طب في كل حاجه بقى خلاص واضحه بس الحاجه الوحيده اللي انا اعرف انها طب في الجم يحصل هايبربليزيا بسبب الانفلتريشن والانفكشن يعمل لك بقى وخراريج والكلام اللي انت عارفينه ده او مش خراريج بيعمل انفكشن يعني انما في كلمه لو بقى واحد يذاكر مذاكرتي يا جماعه ركز في كلمه قلتها مهمه قوي في السكن ما تتالفش هي دي اللي في الامسكي ان كان هنا بقى في السكن انفكشن كان في حاجه قصدي في السكن مانيفيستيشنز في حاجه بتحصل ما بتحصلش غير في نوع واحد بس من اللوكيميا وما بتحصلش في الثلاثه فعلا وهو ده السؤال اللي بيجي في الامسكي مش نقعد تذاكر بقى وقاعد وانه هو في السكن ما خلاص كلهم انفكشن 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 انما في السكن كان في كلمه ما بتحصلش غير في نوع واحد بس من اللوكيميا نعرفه دلوقتي حاجه اسمها كروروما ايه الكروروما دي واضح من الاسم اوما يعني في ناس تظهر في السكن تلاقي في كلاكيع كده تظهر في الكبد طبعا سببها ايه تشو انفلتريشن سكن انفلتريشن يقوم تدخل الامتحان سؤال في الام اس كيو ان الكروروما لا توجد الا ويجيب لك الاربع انواع من الكلمه وانا قلت لكم كلمه قبل كده خلاص اللي هيفتكر الكلمه دي بالظبط قلت لكم كلمه قبل كده ايوه لما تتزنق قول انا خلص الكلام عايز اقول لكم ان دي اكتر كلمه علميه ممكن ولا سكرايه لما تتزنق قول امل اي مكان والله حتى في الشارع وانت ماشي كده وفجاه اقول امل كل واحده بعدها تقول لك اسمع امل وانت لما تتزنق قول امل ليه بقى ليه لان هقول لك ليه امل طبعا امل اللي هي ايه اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا معايا لما ليه بقى لان خد بالك هيجي في الامتحان يقول لك روما لا توجد الا اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا الليمفوبلاستيك والمايلوبلاستيك هم تقريبا بس جايز السي ان اس مانيفيستيشنز قليله في المايلوبلاستيك انما الكروروما لا توجد الا في ايه اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا وعلى فكره عمرك ما تفتكرها لو اتشقلبت في اللجنه الا لما يجي صدى صوت في اللجنه يقول لك ايه لما تزنق قول امل 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 وممكن واحد صدى صوت يجي وبرده ما اعرفش حل السؤال اما تزنق قول امل اللي هو اكيوت مايلوبلاستيك ايه لوكيميا كل حاجه يعني لما اقول لك ايه هو الروتس وانا انت عارف يعني ايه هو الروتس ورا بتاع بس هتفترض موجوده فين امل تخيل تدخل تلاقي اول سؤال ام اس كيو ايه هو الروتس فاوند ان ده هو الروتس تلاقي امل انواع لما هي هو صدى صوت ده هينتشرك من معايا هينتشرك من الضياع ادخل بقى بعد كده ادي كده خلاص كلينيكال بيتشر كلينيكال بيتشر بتاعت كرونيك هو نفس الكلام بس هبدا بيه بقى تشو انفيجريشن وبعدين ايه اول مره ادخل على انا فاكر بقى في الانفستيجيشنز دي قلت كلمه الاول عشان اثبت لكم صحه كلامي وان انا يبقى برضو احيانا عندي استشراف للمستقبل ايه ولا استشراق بيسموها ازاي استشراق بص عشان تعرفوا ان كلامي بيطلع مظبوط صح حد بيا بصوا يا جماعه الانفستيجيشنز انا قلت كلمه اللي فاكرها هو اللي حل الكلمتين اللي مش فاكرها هيعيش في اللجنه تعرف هيعيش ازاي هيدخل اللجنه فجاه اصلا عارف اللي بيحصل في 3 ساعات طول الامتحان بعد كده الساعه 10 تلاقي الراجل بيوزع ايه وانا هتنسى تلاقي فجاه بيوزع يا جماعه الورقه اللي انت عدى لا تعمل بزيت شوف الورقه كده تلاقيها كبيره قوي وفيها حاجات كتير بقى وحاليات وبتاع تقوم قلب الصفحه بسرعه وكله يدخل في بعضه الحاجه الوحيده اللوكيميا وايت بلاد سيلز عليها ولا هتفتكر ولا تبص والله العظيم ولا نفسك ولا نفسك بتحل ايه كلمه مش شرقه على كلمه حاسس ان انتوا لقيتوا اه انا حاسس حسيت بكده انما اللي قاعد بقى طالب برنس طالب البرنس قاعد رجل على رجل عايز
investigations of acute leukemia. قلت كلمة. وانا الانفستيجيشنز اوف اكيوت لوكيميا قلت مش هشرح الموضوع غير ما تحفظوا الجمله دي كلمتين وان بيهين وتحبشتين. بينما الكرونيك لوكيميا كلمتين وتحبشتين بس. شفت بقى الكرونيك لوكيميا هما كلمتين وتحبشتين وان بيهين. الكلمتين دول قلتهم في مستوى طلب لقطر. يعني والله فعلا طلب لقطر ده الكلمتين دول هيكتبهم من غير ما يذاكرهم. والله هيعرفهم من غير ما يذاكر الموضوع. لان الكلمتين هيبقوا ايه؟ قولوا بقى كده كلمتين ايه هما بالمنطق؟ واحد عنده لوكيميا سي بي سي. لا طالب سعيد قوي بنفسه هو بيكتب لي ايه بقى؟ سي بي سي والمرض. انت لو جبت الليمبي يا حبيبي في واحد عنده لوكيميا والف يا ليمبي ما هيكتب الكلمتين دول وهتلاقي عبله كامل واقفله بره يا ليمبي سي بي سي وبالمرض. انما كلمتين انما صلى صوت بقى كلمتين تحبشتين ان بيهين. الكلمتين سي بي سي طبعا مش جاي اقول لك ايه اللي بيحصل في سي بي سي ولا ايه اللي بيحصل في البون مارو. لان في البون مارو احنا سائلين بيحصل بلس سيلز تلاقي بلس سيلز كتير قوي مش المالجنت بروفريشن او بيصور بلس سيلز اكتر من 20-30%. وعلى فكره ملهاش ديفرنشال دايجنوز يعني واحد البون بتاعه البون مارو عنده اكتر من 30% او حتى 20% بلس سيلز كله خلاص كل سنه وطيب كيميا كنت كيميا الموضوع منتهي. انما اخش على السي بي سي بقى السي بي سي يلا حد يقول الوايت بلاد سيلز مالها؟ عالية والريد بلاد سيلز والريد مالهم ايه؟ اهم كلمه في الموضوع ده في الليله دي كلها بلاد سيلز. لو بلاد سيلز كاتبها برده بخطوط سمول تحت صفر لازم تكتبها بخطوط ايه؟ هي دي الكلمه المضيئه يا جماعه بلاد سيلز. لان الانسان الطبيعي هل احنا في دمنا في بلاد سيلز؟ لا. انما البلاد سيلز هي دي الكلمه الاول ما تشوفها ايه يا جماعه؟ انما كان في نوعين في الاطفال خدتوهم من الاكيوت لوكيميا نوع اسمه ايه؟ سب لوكيميك لوكيميا والوكيميك لوكيميا. ده عيان النحس بقى سب لوكيميك لوكيميا عنده بلس سيلز لكن تيجي تبص على الوايت براد سيلز سب لوكيميك تلاقي الوايت براد سيلز قليله. بس المرض ده سهل التشخيص بينه وبينه لان في بلس سيلز ما هي القضيه هي البلس سيلز او لازم طبعا نقول مره بعدين. لكن خدي بالك بقى الوكيميك لوكيميا ده بقى ايه؟ ما عندوش بلس سيلز. شكرا اقول لك الوكيميك لوكيميا والله اللي هيقول والله فالمهم بصوا بقى يا جماعه انما الالوكينيك لوكيميا ما اصل خدي بالك في الحاجه دي المشكله مش تلاقيها في البون مارو. انت لو جالك عيل صغير عنده زور وجعني بنعمل سي بي سي ولا لنا بلس سيلز ولا حزنين هيخطر على بالي ولا اي واحد عنده انفكشن اقول له روح يا ابني البون مارو ما ينفعش برضه ولا صح يعني. فهو انما هنا الالوكينيك لوكيميا لا لوكيميا ومش لوكيميا خلاص الكلام خلاص الكلام البون خلاص خلصنا الكلمتين بتوع طلب على فكره يا جماعه اللي بيحصل في الامتحانات وبكره تقول انا قلت لكم والايام وبيننا هتبقى في الامتحان هو ده اللي بتفتكره الباقي بتالفه. معلش يا جماعه انتوا مش بتوع تاليف الباقي بتالفه ده تلاقي كلمه مش شرق بعيده خالص هتلاقي والله واحد اللي هو كاتب ايه بقى اي كلام ليفر فانكشن واحد قال بقى بنعمل رسم مخ عشان نشوف الاحتياج بيكتب لك البارتنسونيزم تقيس الدوبامين ما انت قاعد بتالف كل واحد بقى قدراته التاليفيه انما الطالب الفرنسي اللي قاعد ايه بقى كلمتين ان بيهين تحبشتين مين يقول التحبشتين؟ يوريك اسيد ولا ايه؟ قلنا اليوريك اسيد والال تي اتش فاكرين بيعملوا طبعا يعملوا ايه؟ في الدم عشان خد بالك سؤال يا جماعه الوايت براد سيلز دي ايه؟ بروتين ولا بلاستيك؟ بروتين واي بروتين بيطلع يوريك اسيد صح فتلاقي اليوريك اسيد عليه عشان كده في العلاج بالذات لما يكسر الوايت براد سيلز ادى له بيورينو. وخد بالك الوايت براد سيلز خد بالك بقى من الكلمه دي مش كتير بيفتكروها في الامتحان لاكتيك ديهايدروجينيز كلمه دي مهمه لان اللاكتيك دايدروجينيز كنا قلنا انه بيطلع في ثلاث حالات ده في كليه الباثولوجي اللاكتيك دايدروجينيز كانوا بيطلعوا في ثلاث حالات وكانوا ايه يا جماعه ال حاجه بال ال وحاجه بال دي وحاجه بال اتش حاجه بال ال اللي هي ايه بالمناسبه؟ لنج حاجه بال ال اللي هي ايه؟ لنج عشان كده في البلمونري امبوليزم تلاقي عنده ليه ال دي اتش حاجه بال اتش اللي هي ايه؟ اه عشان كده ارجع للمايوكاردال انفكشن هتلاقي لاكتيك دايدروجينيز حاجه بال دي بقى اللي هي ايه؟ الدم صدقتي الدم اللي هي ايه؟ خلايا الدم. يعني لو واحد عنده لوكيميا او واحد عنده بولي سايسيميا اي ار بي سيزات كتير او وايت بلاد سيزات كتير بتربشر تلاقي بيطلع ال دي اتش. عشان هيجي في الام اس كيو يقول لك ان اللاكتيك دهيدروجينيز بيزيد ان اول ذا فولوينج اكسبت مايوكاردال انفكشن صح بلمونري امبوليزم صح لوكيميا صح هيموليتيك انيميا صح كورنيال انسر كورنيال شفت بقى الاختيارات فلازم تبقى عارف ان هي ايه قول له لاكتيك دايدروجينيز او في كلينيكال باثولوجي بتزيد في حالات ايه قول له يا دكتور اسمها لاكتيك دايدروجينيز حاجه بال ال وحاجه بال دي وحاجه بال اتش حاجه بال ال اللي هي بانك حاجه بال اتش اللي هي هارت حاجه بال دي اللي هي ايه دم. ادخل بقى بعد كده كان في التحبيشه الثانيه ايه بقى نعمل سي تي ليه بعمل سي تي عشان اطمن على دماغه
او ممكن يحصل حاجات في الدماغ سروب ممكن يحصل تيشن فيبريشن الكلام ده هو السي ان اس مانيفيستيشنز بتحصل اكتر مع الليمفوبلاستيك ولا المايلوبلاستيك الليمفوبلاستيك دول التحبيشين ان بيهير بقى ما يكونهمش بطال بي حتى رسم الديناصور على طالب بقى انت ليش طبق المحمد في اواه ايه؟ يلا بالله على فكرة انا هو وانت هو الزبانة السؤال بجاي سيديش في هنا اني بهية منهم اني بهية ممكن تيجي واللي بهية التانية تيجي في الامسكيو تتسأل شافه طبعا او في الحالة how to differentiate between acute lymphoblastic leukemia و acute myeloblastic leukemia تفرق ازاي هما اكلينيكين تقريبا نفس الكلام بس الاكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا بتيجي في سن صغير المايلوبلاستيك بتيجي في سن ايه كبير شويه اللي نفرق ازاي يا جماعه كنا قلنا ايه يلا بقى شوفوا هشوفكم فين ولا لا اول حاجه تاخدها كده بتاع التحليل يقول لك فين والبوتس تلاقي فيه خطوط كده عامله زي فتل او حاجه اسمها اور روتس لو لقيت الاور روتس دي بتيجي فين بقى قلنا الاور روتس ار فاوند ان امل ولا اكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا ولا كرونيك مال امل شفت بقى؟ ما انا بقول لك لما تنزل اقول ايه؟ أمل. على فكره القاعده اللي انا بقولها دي ملهاش الا استثناء واحد بس. هو استثناء واحد، مش هقول عشان تتلخبط. وربك بيسهلها وربك بيستر مش هيجي الاستثناء الواحد. لان هو غالبا اللي بيجي في الام اس كيو، اه طبعا السي ان اس مش موجود في امل طبعا، بس دي معروفه اكلينيكيه لكن في حاجه كده سؤال هقوله لما اجي اشرح الدي اي سي المره الجايه. هقوله بس عشان ما تتلخبطوش خلونا النهارده ماشيين في الحياه لما تنزل اقول ايه؟ أمل. طيب الانزيمات لما يقول لك الامل بيطلع انزيم اسمه ميورا امايتيز حتى بالام اهو ميورا امايتيز انما الاكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا حاجه اسمها ايه بقى دي امايتيز دي امايتيز يبقى ميورا امايتيز ده مع الامل دي امايتيز حتى لو نسيت اكتب انزيمز امل بحرف الام ام وخط دكاتره وبعدين انزيم اسمه ميورا امايتيز لانه غالبا بيتنسي الاسم ده دي امايتيز ما بيتنسيش بص بقى يا ابني السؤال المرتقب الرهيب فاب سؤال بجس فاب كلاسيفيكيشن اوف اكيوت مايلوبلاستيك السؤال ده جاي خد بالك خد بالك الموضه في اسئله البلاد مش عارف توافقوني في كده ولا لا ان الاسئله فعلا بدات تيجي ازاي بقى الاسئله الكومن معلش بتيجي قوي لان كل الناس بيجاوبوها وانت واخد الكلام ده في الاطفال يا ابني هيجي يقول لك قول الاكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا تقول له انظر للاطفال انما خد بالك بقى السؤال اللي يجي بقى هو ده فاب كلاسيفيكيشن ويا سلام عليك بقى لو في الانفستيجيشنز انت بتكتبها له انت طالب غير عادي في زمن غير اعتيادش والله زغريط في كنترول والسؤال ده على فكره بيجي وجه قبل كده اللي هو فاب كلاسيفيكيشن وعلى فكره كنت ببقى سعيد بالطلبه اللي بيفتكروه من الشرح مع انه ما ذاكروهاش ابدا فانتوا ركزوا معايا واحنا كنا قلناها فانتوا كده هتفتكروها دلوقتي هنشوف هتفتكروها ولا لا فاب كلاسيفيكيشن ده العدوان الثلاثي على طلبه كليه الطب جماعه الفرنسيين والامريكان والبريطانيين والبريتش الانجليزي البريطانيين جم قالوا احنا عايزين نصعب موضوع الكيمياء على الطلبه وعمل قعدوا مع بعض طبعا الكيمياء ده سهل قوي انت بتشرح كلمتين انفستيجيشنز كلمتين وتحبيشتين زي الكلام الفارغ نعم فهم الثلاثه الامريكان والبريطانيين والفرنسيين قال لك احنا نقعد وايه ونظبط نعمل حاجه صعبه فاكر الاسكيشن قسموا المايلوبلاستيك لوكيميا الى سبع مراحل ايه هم بقى السبع مراحل خد بالك 8 واحد اثنين لا ما زيرو سبع منهم ده لسه اللي هو اشوفه على زيرو اللي هو اندفرنشيشن سبع منهم انما 1 2 3 4 5 6 7 الاولى خد بالك انت لازم تحفظ ام 3 عشان تيجي في الام اس كيو يعني حتى اللي بينكم ممكن الطلبه المحدوده او اللي واقعه في الحياه بس لازم برضو 3 تحفظه عشان الام اس كيو انما 1 بص بقى عشان نحفظه طب لو انت طالب محدود في طلبه كده بيقول لي بص يا دكتور من الاخر انا عايز اقول لك انا مش بتاع فاك الاسكيشن انا هما كلمتين وتحت شتين وابص ابص ايدي وشي طب اقول له طب بص يا سيدي ما لا يضرب كله لا ايه لا يضرب كله يعني انت مش عايز تذاكر السبعه ماشي بس ذاكر مثلا اول اثنين اصلين قوي تعرف لو صعبين اقول لك اول واحده مثلا اللي هي وزاوت ايه ماتيوريشن يعني لسه مش ماتيوريشن قوي تبقى رقم اثنين هتبقى ايه هتبقى مايلو باست ويز ماتيوريشن واصلا كده كده حتى لو انت محدود لازم تحفظ ام 3 بالمناسبه لان ام 3 اصلا هي اللي بتيجي في الام اس كيو حاجه بتبقى مرحله لسه كده اسمها ايه بقى برو مايلو سيتي هو ليه لازم تحفظ برو مايلو سيتي لان دي مشهور معاها ان هي اسوشيتد ويز دي اي سي عشان كده هيجي يقول لك ايه بقى مين الانيميا اللوكيميا اللي اسوشيتد ويز دي اي سي ويجي يجيب لك مثلا برو مايلو سيتيك لوكيميا طبعا انت قاعد في الحقيقه انت مش عارف الفاكتور كلاسيفيكيشن ايه الاسامي دي
يا نهار اسود ورا نورته في الامتحان. بروما يلو ساتك لام 3 هي دي الاسوشيتد مع دي اي سي، حتى دايما اقول دي اي سي مع ام 3 فاكر؟ فمتاكده كده حتى لو انت طالب محدود هتحفظ اول 3 ما لا يضرب كله لا ايه؟ يضرب كله معايا؟ وبعدين اعمل خط كده بقى تشكل. هي دي الفكره السكيشن انا كنت عايز ايه؟ بس خد بالك من حاجه، انت في نقطه بتغلط بالك منها برضه. ما انا كنت قايل لكم زمان قوي ان اسمها ما دام انت قلت ام 3 فسهل تقول ام 4 على فكره. لان اسمها برو مايلو سيتي. سيبك من برو. سيبك من برو وانزل بمايلو. بس ايه مايلو دي؟ خليها مايلو مونو سيتي. لا تصدق ان انا يبقى ام 4 مايلو مونو سيتي. يبقى اللي خلاني اقول ام 3 اوصل لام 4 سهله ولا صعبه؟ بدل برو مايلو برو وانزل بمايلو مايلو مونو سيتي. يبقى ام 5 هي شيل مايلو وانزل مونو سيتي وانزل بمونو. ادي على الاقل حتى لو عملت خط كده خلاص روح اتشتت منك فعلا. ما هو الا اول خمسه بقى مش معقول هيجي على 6 و7 ده لو انت طالب محدود. لو طالب بقى اللي هو الفراغ العاطفي الرهيب لازم يذاكر 7 بس. يبقى اول واحده ايه بقى في الفاك كلاسيفيكيشن؟ سامر بس انت السؤال ده يجي ولا ناس فاكرينه ويحلفوا لي بالله انهم ما ذاكروش بس يبقى فاكره. ام 1 اللي هي وزاوت ايه؟ ام 2 وز ماتيريشن. ام 3 وزاوت مايلو سيتك. تبقى ام 4 مايلو سيتك. مايلو مونو سيتك. تبقى ام 5 مونو سيتك. وعلى فكره ام 6 وام 7 سهله قوي. اصل ام 6 هتبقى ايه؟ يقول لك مش هو الجون مارو منفعل؟ صح؟ بيطلع وايد براتس اكزات كتير. لحظه الانفعال يقول لك مش بس ايه يا جماعه؟ لان الامراض دي بنسميها حاجه اسمها مايلو بروفراتيف ديسوردر. يعني البون مارو خطوط انتاجه كلها بقى ايه يا جماعه؟ هو وايد براد سيلز لكن ممكن في غفله من ايه؟ في لحظات انفعالك. وانا فاكر قلت لك كده في لحظات انفعالك صعب تتحكم في تصرفاتك. هو عايز يكون لوكيميا لما في لحظه انفعال غير عاديه زي دي تقوم مكون كمان ار بي سي زات. عشان كده بقى ده موت وخراب ديار. سموها ايه الاول؟ ريسرو بلاستيك ماينو بلاستيك لوكيميا. ريسرو بلاستيك يعني ايه ريسرو بلاستيك؟ يعني كمان ار بي سي زات بدات ايه؟ تخش في ليله. يبقى ام 7 طبعا لو جبنا واحد اكتر هيعرف ام 7 ايه؟ ما في لحظات الانفعال اللي خلى ايريثرو بلاستيك يبقى ام 7 بلاتلت بقى. والخليه الام للبلاتلت اللي هي ميجا كيريو بلاستيك. ادي يا جماعه فاهم كلاسيفيكيشن. طبعا لما تكتبها في الامتحان خد بالك. يجي يقول لك انفستيجيشنز اوف اكيوت لوجيا ده انت بقى طالب جامد جدا. انت كاتب له كلمتين بسرعه تحبشتين بتوعك وبعدين بقى فاهم كلاسيفيكيشن. ام 1 2 3 وهي سهله. انا عارف لو صعبه هقول لك يا ابني ما تذاكرش. انما سهله ولا صعبه؟ حد هينساها؟ مين هينساها هنا؟ مين هينساها؟ مفيش حد هينساها كويس. يبقى ده كده اللي هو الفاهم كلاسيفيكيشن. خش بعد كده بقى على التريتمنت علاج اللوكيميا. قول لا انا عايز اعرف رقم واحد ايه عشان اثبت لكم ان انتم هتحصوا درجات في حاجات هايفه. جنرال ايوه جنرال سبورتيف ميجرز. خد بالك الجنرال سبورتيف انتوا هتنقصوا هو انتوا هتنقصوا في الادويه؟ مين مش هيبقى مذاكر ادويه؟ انما انتوا كلكم هتنقصوا فين بقى؟ جنرال سبورتيف ميجرز. هتنقص في الادويه. انا بتكلم انما انت بالذات على فكره بمس الحاجه بقى الايه؟ الحاجات اللي هي دي جنرال سبورت في كتير تقدر تكلمها. حلو الكلام؟ فجنرال سبورت في ميجرز تبي جنرال سبورت في اي سؤال. فجنرال سبورت في ميجرز اللي هو ايه؟ طالما عنده انفكشن ادي انتي بايوتيك. هي شويه قالوا بيدونون وشهم على عشان ال عنده يعني حاجات كلها سبورت. انما خد بالك بقى الكيمو ثيرابي يلا حد يقول بقى الكيمو ثيرابي كان كام مرحله؟ أربعة. أول مرحلة فيهم اللي هي إيه؟ إندكشن أوف ريميشن. خد بالك هنا الليمفو بلاستيك علاجها غير المايلو بلاستيك. اللي بقوله دلوقتي الليمفو بلاستيك البروجنوزيس بتاعها كان حلو جدا. كان 95% بيخف من عيال صغيرين. إنما خد بالك إندكشن أوف ريميشن. فاكرين إندكشن أوف ريميشن كنا بنبدأ لمدة شهر. بياخد ثلاث أدوية مع بعض. والثلاثة كانوا بيختزلوا في كلمة فاب على وزن باب. لما أنا حتى قلت لك فاب جت منين بقى؟ هقول لك أنا. هو على فكره البروتوكولات بتتغير من مدرسه لمدرسه بس هو المتبع في الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا بياخد الفاب. الفاب اللي هو ايه فاكر لما انا قلت لك ايه؟ فيني كريستين اللي هو الممثله النمساويه الشابه فاكرين؟ وده حقيقي هم سموه لان كانت اول واحده عندها اسمها فيني كريستين تبقى بنت الممثله النمساويه الشابه فيني كريستين كانت استراليه. وادريا مايسر الممثل الامريكاني الشهير ادريا مايسر. وطبعا بريدنزلون لازم يبقى فيه كورتيزون جبنه فده بين كريستين ادرا مايسن بريدنز اه جبنه بريدنز سندوتشات الجبنه اللي معاك خلاص كانت عزمت عليك. لا والله ده من قدامي مسلسل انا فاكره خلصان. لا ما خدش باله والله كمان كمان خدش باله ما بلعتش كده هيقعد يقول
بعد الاندكشن اوتوميشن نعمل ايه بقى؟ حاجه اسمها لا اضمن الاول انه ما وصلش لايه؟ سي ان اس بروفلكسس. سي ان اس بروفلكسس شويه بقى الاقي اللي جاب. ايوه بقى بصوا يا جماعه الاول حاجه اندكشن بروفيشن. وبعدين ايه يا جماعه بعد الاندكشن بروفيشن؟ قلنا سي ان اس بروفلكسس اللي هو بنطمن على الدماغ. بنطمن على الدماغ ازاي؟ انترا سيكال ميزوتريكسيس او راديو سيرابي. وبعدين كونسوليديشن علاج تاكيدي. فاكرين الكلام ده اللي هو يعيد نفس الاندكشن بروفيشن مرتين او ثلاثه. واضح؟ مرتين او ثلاثه بعد كام شهر نفس العلاج بالظبط. وبعد كده مينتنس. مينتنس لمده سنتين ثلاثه بقى. مينتنس راب الام يبقى بياخد كام دواء؟ ثلاث ادويه بالام اللي هم ميركابتو بيورين ميزوتريكسيت وبريدنزول. مونثلي ميزوتريكسيت. بس فده كده راب الام برضه. طب لو كان بقى اكيوت مايلو بلاستيك لوكيميا نو سي ان اس بروفلاكسس. خد بالك مفيش سي ان اس بروفلاكسس. خد بالك الكيمو صعبي. تقريبا الكيمو صعبي كان اسمه ايه بقى؟ انا قلته جامدين قوي. الكيمو صعبي هنا مش شباب انما كان في دواء اسمه سيتوزين ارابينوسايت. اسمه صعب. اكتب الاسم التجاري. التجاري كلمه وترجمتها. عارفين الحته دي؟ يعني ارى هي جايه من الشاهد يعني. ترجمتها ايه؟ سي وارى سي. ده الدواء. الدواء اللي هو سيتوزين ارابينوسايت. لو انت تنسى الاسم هكتبي اسمه ايه؟ العيق التجاري. اسمه التجاري ايه بقى؟ كلمه وترجمتها بالانجليزي. ارى سي. لا جرعه ما تحفظهاش انا بس احفظي المده الزمنيه. يعني لازم تعرفي المده الزمنيه. مش حلو الكلام؟ ناخد الكرونيك. لا ما خدوا بالكم الكرونيك قريبه من الاكيوت. ناخدها ونخلص. عشان بكره الحصه الجايه بكره صعبه. على فكره يا جماعه الحصه الجايه اهم مليون مره من هناخد فيها. بقى هبدا بيها الموضوع المهم اللي هي ايه بقى؟ كل الحاجات الكوليكشنز اولا دي الثرومبوسايسيميا بوليسايسيميا المالتيبل مايلوما المايلو بروليفراتيف ديس اوردر اللي هي طلبه كتير ما بتذكرهاش مع ان الموضه اللي هي بقت تيجي في الامتحانات. البلاتنس فيوجن لازم تبقى عارف كويس. يعني هنسبك على حاجات كيسز تيجي كمان في حاجات فلازم تبقى عارف كويس. انما القضيه مش قضيه بس انيميا وكيسز. لا بكره مش هنلحق على ما اعتقد. والله ممكن نلحق بكره. اه ناخد حصه طويله بكره. لا بص يا جماعه انا معاكم 4 4 انتوا اللي جبتوا معانا 3 انا هنا مش 4 ونص. قلت لهم قال لي مفيش الا 5 جوه. فقلت له خلاص اعمل ايه بكره؟ فبكره يبقى 4 3 ونص ل 4 3 ل 3. لا بس انا بكره مش عارف ال 3 هي 3 ونص ل 4 1 3 ونص 3 ونص. حلو الكلام. 3 ونص عندنا ايوه يا راحت استنى الامتحان دكتور ابعت استنى الامتحان اهو بعت لي. بص انا كرونيك انت لا انا بقى دكتور لا طبعا صحيح انا دكتور انا بصوا يا دكاتره الكرونيك مايلود كيمي اللي مهم في البطن واللي بيجي في امتحانات البطنه كتير هو كرونيك مايلود كيمي. جاي السنه دي هيجي حاله هيجي سؤال احلف مساعد احلف والله مساعد احلف. لازم يجي سؤال كرونيك مايلود كده. ليه بقى؟ اولا ده يهمني في البطن. الاكيوت برضو راح ولا جه هو اطفال. انما الكرونيك مايلود لوكيميا مهم جدا في البطن. مهم جدا الحاله. بحاله حلوه قوي وحاله كومن جدا. راجل هي كرونيك مايلويد يبقى راجل في الميدل ايدج بتاعه يجي لك كده وعنده ايه يا جماعه؟ ميل لانه ام بالام والام اهو اسيمبتوماتيك في الاول. كل اللي حصل هنا بقى برضه مالجنس روتيشن مالجنس سايت اسيمبتوماتيك. يشتكي من فاتيك يقول لك انا حاسس ان انا مش ممدوح مجروح اللي انا عارفه طول عمري. يجي يعمل سي بي سي مره واحده طلع عنده لوكيميا. بعد كده ممكن يشتكي من ايه غير الفاتيك بقى؟ الكلمه اللي لازم نبدا بعد الفاتيك ايه بقى؟ اذا ذكرت الكرونيك مايلود لوكيميا هيوج سبلين. اه
الطحال عندما يتحول الانسان الى طحال تيجي كده الدكتور بيعمل له اكزامينشن يقوم يبرق كده وطحال كبير على طول روح اعمل لي سي بي سي وحط سيده على القلب يطلع الوايت بلاد سيلز بتاعته 200-300,000 او 100,000 خلاص يا معلم خلاص كل المقلوب كلينيكال بيتشر بتاعتها ايه بقى اول ثلاث كلمات اسيمتوماتيك وبعدين فاتيك وبعدين اسبرين هيوجز بنين ولازم تقول الديفرنشال دايجنوستس اوف ايه اوف يوجز بنين ده اهم حاجه على فكره معظم العيانين مش هيشتكوا الا من ثلاث حاجات دول وممكن يجي لك اصلا في عيادتك بالفاتيك بس تقوم انت تعمل ايه بعد كده بقيت الكلينيكال بيتشر ايه نفس بتاعت الاكل بس هبدا بايه بقى تشو الفلتريشن الاول خلاصه وبعدين ممكن يحصل بول مارو سهله ولا صعبه عشان كده مش تذاكرها مره ثانيه هو نفس الكلام معايا طيب ادخل بعد كده في الانفستيجيشنز الانفستيجيشنز هنا ايه بقى كلمتين وتحبشتين مفيش ايه هنا الكلمتين الكلمه الاولى اللي هي سي بي سي ايه اللي بيحصل في السي بي سي بقى الوايت بلاد سيلز هنا خد بالك الموت الوايت بلاد سيلز بتاعتك هنا بقى ممكن تعرف تتجاوز ال 100,000 وممكن تصل الى مليون في بعض الاحوال تخيل نوت بلاد سيلز مفيش بلاد سيلز ممكن تلاقي بلاد سيلز لو هو قلب ايه يا جماعه اكيوت كرايسيس انما الاصل في الموضوع بيقول نوت بلاد سيلز ولو لقيت بلاد سيلز هيبقى قليلين قوي انما النوت بلاد سيلز حلو الكلام طب الار بي سيز والبلاتلت اخبارهم ايه بيقل بس هل بيقلوا بنفس درجه قللانهم في الاكيوت لا وكنت قلت لك حتى البلاتلت بتقل بتعمل شكل الام شيب لو انت فاكر بس دي بقى للطالب انا قلت لك الطالب الفراغ العاطفي الدور عادي لو البلاتلت انيشال رايز في الاول كده وبعدين تقل هو الاصل ان هي تقل طبعا بس ممكن تعلى في الاول وبعدين تقل وبعدين تعلى تاني لما تبدا العلاج والعلاج نفسه بيعمل ايه يا جماعه بيقلل البلاتلت بعد كده فيجي يقول لك البلاتلت عندي ام شيبت عليت في الاول انيشال رايز وبعدين قلت وبعدين عليت تاني من العلاج وبعدين ايه يا جماعه العلاج اصلا على اللونج ران بيعمل بول مارو ايه بيعمل بول مارو فيلير ادخل بقى بعد كده في طبعا اهم كلمه هنا نو بلس سيلز البول مارو طبعا مايلو سايت والكلام اللي انتوا عارفينه التحبيشتين منهم تحبيش احنا قلناها قبل كده في نفس الاكيوت برضه زي الاكيوت بس التحبيشه الاهم اللي هي طبعا في فيلادلفيا كورنوزات فاكر الامريكاني فاكر طبعا فيلادلفيا متابعه وتريق عامل لنا برضه حد ثقافي غير عادي لما في فيلادلفيا كروموزوم لما قلت لك ان كان في ناس مجموعه من العلماء شغالين ابحاث في فيلادلفيا عن الناس اللي عندهم لوكيميا كانت المنطقه دي كانت مشهوره قوي باللوكيميا في العلماء فيلادلفيا في أريزونا وجدوا ان معظم الناس اللي عندهم كرونيك مالود لوكيميا عندهم غلطه في الكروموزوم رقم كام ده السؤال اللي بيجي في التمثيل 29 خد بالك ان كل الطلبه انا عارف كل الطلبه حافظين ايه فيلادلفيا كروموزوم غلطه في الكروموزوم رقم 22 ابو تريك كل الناس حافظاها كده لكن خد بالك بقى ساعات في الام اس كيو هتلعب فيك ازاي بقى يقول لك ان فيلادلفيا كروموزوم عباره عن ترانسلوكيشن بتوين كروموزوم 22 و9 22 و11 22 و44 22 و66 وانت قاعد كلهم طبعا يا نهار ابيض كلهم 22 ال 4 و22 بس لازم تبقى عارف بقى هو ترانسلوكيشن بتوين 22 وكام هو 22 وكام لما انا قلت لك 22 و9 ابو تريفه عمرو زكي لا بلاش عمرو زكي ميسكو وبنزيما ايه؟ ما الاثنين واحد بالظبط خليك في اريزونا بقى طيب ادخل بعد كده مين اللي بالحق بالمناسبه مين اللي البروجنوزيس بتاعه احسن؟ اللي عنده غلطه في الكروموزوم ولا اللي عنده غلطه في كروموزومات وبايظ؟ يعني انت عارف اللي عنده كرونيك وكروموزومات نورمال ده البروجنوزيس وحش اللي عنده بقى كرونيك مالود لوكيميا والكروموزوم متناهي ب60 لينا ده البروجنوز تيست ده بيبقى كويس حلو الكلام خلاص ده دي الانفستيجيشن التريتمنت طبعا مايلويد بيبقى ايه يا جماعه الكيمو طبعا الجنرال سبورت هي ما بتتغيرش انما الكيمو ثيرابي مايلويد هتبقى ايه هنا مايلويد تبقى مايلرين اللي هو اسمه ايه المايلرين ده خد بالك اهم دواء خد بالك يا جماعه عشان الام اس كيو الله يخليك عارف تعبته في الاخر وانا كمان بس ايه مايلرين انا كاتب مايلرين ليه وبقوله في الاول ايه دي حاجه بنت مايلويد بالايه بتبقى مايلرين عشان لما اجي اشرح الليمفويد اقول لك كريم واخد بالك انما لما يجي في الامتحان يقول لك دراج اوف تشويس الكرونيك مالود لوكيميا از هل هو المايلرين؟ لا دراج اوف تشويس هيدروكسيوريا عشان كده كاتبه خط اسود تقيل وتحتيه خط هيدروكسيوريا هو ده دراج اوف تشويس خد بالك الهيدروكسيوريا دي ده جت سيرته في كذا سؤال
كريدت ثلاسيميا جت سيرته في كذا مكان. في الثلاسيميا في البوليسايسيميا هتيجي في الثرومبوسايسيميا كرونيك مالوجوكيميا اهو وهكذا يعني. طبعا ممكن الراديو يسرب على السبلين ممكن يشيل السبلين الكلام اللي طبعا اللي مفضله كيميا بقى مش مهم. طب فين ده مكتبي يلا بس فاكر النهارده كرونيك الفود اصلا مش مهم قوي مع ان في حته فاكرونا ولا بكره بس كرونيك الفود ده في حته في ساعه تيجي ممكن يجي حاله واسباب الهيوز سبلين ما قلناش بكره. فبكرة الساعة كام؟ 3:30؟ خلوه بصوا لا بصوا خلوه 4:00 بالظبط يا جماعة. يعني حس برضه ان انا مش 3:30 ونبقى 4:00. طب 4:00 فيها ايه ونبقى 4:00؟ طب ما تقول 3:30 اهو. 4:30 ونبقى 4:00.